بسم الله الرحمن الرحيم. الخميس 25 أكتوبر 2018، مساء الخير على حضراتكم وأهلا بيكم في أولى لقاءاتنا لهذا الأسبوع مع حضراتكم من مساء دريم. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا فقرتين، بنعتقد أنهم فقرات أنهما فقرتين مهمتين للغاية. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن مصطلح الحقيقة إحنا بقالنا سنين بنسمعه، يعني بقالنا كام سنة في مصر هنا بنستخدمه وبنسمعه، وسنين بقى من قبلها الصراحة العالم كله بيستخدمه. كلمة sustainability أو sustainable development أو تنمية المستدامة، الكلمة دي أو المصطلح ده بشكل علمي بقينا بنستخدمه كتير، وشرحنا أعتقد كثيرا يعني في وسائل الإعلام المختلفة، حتى الأجهزة المعنية بتطبيق التنمية المستدامة كلها كمان اتكلمت عن إنه ده منظور عالمي دولي مهم جدا وحديث، بيربط الحاضر بالمستقبل، بيربط استخدام الموارد الحالية بشكل لا يؤثر على حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد. بنتكلم على فكرة إنه أي مشروع ببساطة شديدة، يعني أي مشروع تعمله، أي فكرة تفكر فيها النهاردة، حتى لو يعني عايز أقول لو هتنبت شجرة، يعني لو هتزرع شجرة، تفكر في المستقبل، مردود زراعة هذه الشجرة على المحيط وعلى البيئة وعلى الإنسان وعلى الموارد البشرية المختلفة، يعني ده طبعا مثال بسيط جدا. وبالتالي طبعا عندما نتحدث عن مشروعات كبيرة ومشروعات عملاقة علينا أن نأخذ في الاعتبار دائما، في عين الاعتبار، ما ستترتب عليه هذه المشروعات، نواحي صناعية، نواحي تجارية، استيراد وتصدير، عمالة، موارد مستخدمة، موارد طبيعية مستخدمة، كل هذه الأمور. رؤية الدولة بقى المصرية للتنمية المستدامة، ده هيكون إن شاء الله لقائنا الأول في هذه الحلقة مع الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة. نتكلم إن شاء الله أكتر معاه في تفاصيل كتيرة جدا، ونعرف مصر بقى بتطبق إزاي التنمية المستدامة، ونستفيد إيه فعليا كده على الأرض بلغة مبسطة قوي عندما نطبق هذه التنمية المستدامة. فقرتنا الثانية بقى هنسأل فيها سؤال مهم جدا، وهنفتح الاتصالات لحضراتكم للمشاركة ولإبداء الآراء، وقولوا اللي حضراتكم عايزين تقولوه. مصطلح ارتفاع الأسعار ده أعتقد إحنا عارفينه بقالنا سنين، وعلى فكرة من قبل حتى من قبل تحرير سعر الصرف إحنا عارفين إنه كل مدى الأسعار بتزيد، لكن فكرة تفاوت الأسعار في الأسواق ده كابوس الحقيقة. يعني دي حاجة تضايقك لما تبقى السلعة الواحدة في مكان ما ب10 جنيه وهي نفس السلعة بنفس البراند بنفس المواصفات بنفس كل حاجة موجودة في مكان تاني ب8 جنيه أو ب12 جنيه أو ب13 جنيه، أنا هنا عندي مشكلة. وفي ناس طبعا على طول خصوصا يعني أساتذتنا الاقتصاديين هيقولوا أنتوا بتتكلموا يعني أنتوا عايزين تسعير، أنتوا عايزين تسعيرة جبرية، يعني أنتوا عايزين، طبعا مفيش الكلام ده، ولكن فكرة تفاوت الأسعار بدون أي مقدمات بدون أسباب حتى علمية، ازاي النهارده حتى الابسط الاسعار، ابسط المنتجات زي منتجات الخضر والفاكهه، ازاي حتى دي كمان بقى فيها تفاوت في الاسعار. زمان او مش من زمان قوي، يعني من كام سنه كنا نقول انه الاماكن النائيه مثلا، يعني انا فاكره كنا نسافر الاسماعيليه او لما نبقى طالعين يعني اسماعيليه لازم نجيب المانجا لانه احلى مانجا يعني طعما وشكلا وكل حاجه وسعرها مناسب جدا. دلوقتي حتى ده بقى مختلف، سيبك من الإسماعيلية دي قريبة، يعني أنا بتكلم بقى كمان على المناطق الأبعد من كده، لا دلوقتي حتى المناطق النائية بقى فيها أسعار عالية. هل ده التجار بيعملوه عشان ينافسوا، وده منظور تاني، الهايبر ماركتس والسوبر ماركتس الكبيرة وسلاسل المحلات الكبيرة اللي فتحت في أماكن كتيرة جدا وبقى ليها فروع في أماكن كتيرة، هل ده وسيلة استراتيجية منهم للدفاع عن مبيعاتهم وعن وجودهم أصلا في الأسواق؟ ده هيدفعنا الحقيقة لسؤال مهم جدا عن القواعد الحاكمة لسوق السلع في مصر. وخلينا بشكل أدق نتكلم على سؤال مهم جدا، وهو من المسؤول عن تفاوت الأسعار أو اختلاف الأسعار في الأسواق من وجهة نظر حضرتك. هيكون معانا إن شاء الله للرد على تساؤلات كثيرة جدا الأستاذ أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، الأستاذ حاتم النجيب، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية. وأنا عارفة أن في كتير من حضراتكم هتتكلموا كمان عن السلع المعمرة، التلاجة والغسالة والتلفزيون والحاجات دي كلها، كمان دي أسعارها مش مسألة مرتفعة، عشان مرتفعة دي يعني بعد التحرير الأسعار خلاص عرفنا، يعني عرفنا أسبابه وتناقشنا فيها كتير.
فكره في التفاوت والاختلاف، هي نفس الحاجه تروح اكتر من مكان تلاقيها باكتر من سعر. ده هنا عايزين نقف وقفه كده يعني دقيقه كده وصريحه مع انفسنا، ونعرف ايه الجهات تحديدا المنوط بها ضبط هذا الامر وعدم ترك الاسواق يعني، او عدم ترك المستهلك خلينا نقول فريسه في ايدي الكثير من التجار، بلاش نقول كل التجار. دول فقرتنا النهارده ان شاء الله، بس عندنا فقره مهمه في الاخبار، وعندنا اخبار مهمه ومتابعات لمستجدات عالميه. لكن النهارده الصبح طبعا كلنا صحينا على ريح ورعد ومطر، ومش عارفه كان وائل كفوري بيقول ايه، برق ورعد وريح، وكان ليه كده اغنيه مشهوره قوي النهارده الصبح طبعا. بس ده ما كانش مفاجئ بالنسبه لنا، لانه الحقيقه انه هيئه الارصاد الجويه من ايام قليله كانت قايله انه من الاربع مساء ربما من الخميس هيكون في يعني تغير وانخفاض في درجات الحراره، وهيكون في ربما سقوط الامطار. عايزين نعرف الحقيقه الشكل كده العام النهارده، وهل درجات الحراره المنخفضه، هل الرياح اللي هبت صباح اليوم، هل سقوط الامطار ده هيستمر كذا يوم ولا لا؟ احنا كده بشكل رسمي دخلنا فصل الشتاء ولا لسه؟ خلونا ناخد هاتفيا الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. مساء الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. كان في يعني تحذيرات او بيانات من حضراتكم قريناها الحقيقه في الايام القليله الماضيه انه هيكون بالفعل في تغير في درجات الحراره والمناخ والطقس بصفه عامه ابتداء من اليوم، بس خليني اسال حضرتك اكتر عن تفاصيل الجو دلوقتي. اصلا درجه الحراره كام؟ طبعا في مناطق هنا زي اكتوبر، مناطق زي التجمع، الحاجات دي فيها انخفاض اكتر في درجات الحراره. سقوط الامطار الى اي مدى منتظر انه يستمر؟ يعني رؤيه عامه كده من حضرتك يا دكتور من فضلك عن حاله الطقس والمناخ على الاقل اليومين دول تقريبا. يعني احنا النهارده بيعتبر ثاني يوم لحاله عدم الاسكار في الاحوال الجويه، وهي استمر معايا برضو لحد يوم الجمعه، نهايه يوم الجمعه تكون انتهت حاله عدم الاسكار في الاحوال الجويه. زي ما احنا قلنا متمثله في نشاط الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه، وامطار الامطار بتبقى تختلف من مكان لمكان في شدتها، ولكنها بتبقى شديده على السواحل الشماليه و ثلاث جبال البحر الاحمر وسيناء سواء شمال او جنوب. هي بتبقى خفيفه الى متوسطه على على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد. طبعا نشاط الرياح ده اثر جامد على المواني، والامطار طبعا كانت غزيره على سيناء خاصه مدينه سانت كاترين. ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك مستمر معايا بكره هذا الكلام. طبعا حصل انخفاض في درجات الحراره بعد ما كانت 33 على سبيل المثال في القاهره، النهارده الجمعه ان شاء الله توصل 28، اليوم السبت هتوصل 26، يعني في انخفاض مستمر في الحراره، لكن مع نهايه الجمعه تنتهي الظواهر الجويه المتمثله في نشاط الرياح والامطار. طيب يعني لغايه يوم السبت ان شاء الله الحراره هتنزل كمان اكتر، هتبقى 26 ان شاء الله، وهنستمر بقى في الطقس دوت الاسبوع ده ان شاء الله، ويعني هكون نرجع بقى للجو الخريفي الجميل تمام. طيب حضرتك طبعا اديت فكره عن المواني وكده، بس عايزه لو نصيحه من حضرتك لكل اللي طبيعه عملهم او ظروفهم الحياتيه بتخليهم ياخدوا طرق سفر كتيره يسافروا، هل في اوقات معينه يبعدوا فيها؟ هل في شبوره مثلا دلوقتي؟ هل ده وقت شبوره في اوقات معينه او لا؟ شكرا لحضرتك على هذا السؤال، اني ارجو ان الكلام اللي احنا هنقوله التحذير هنقوله يتاخذ نقط الجد من الساده السائقين، لان النهارده كان شيء حزين جدا ان رغم كل التحذيرات الا ان في حصل حوادث كتير على الطرق بسبب الرعونه في السواقه رغم انخفاض الرؤيه. فنرجو طبعا الطرق دلوقتي فيها في بعض الطرق عليها شبوره مائيه، والبعض الاخر عليه الامطار اكثر على الارض كالارض ذلك، فنرجو من الجميع يتوقع اقصى درجات الحذر، اقل السرعه بتاعته اثناء انخفاض الرؤيه واثناء وصول الامطار، يخلي مسافه كبيره بينه وبين الطياره اللي قدامه، الاضواء بتاع الطياره الاماميه والخلفيه والفلاشر كله بيبقى منور. يعني لو رأيت رؤيه بطريقه انت مش شايف خالص، يا ريت ان احنا ناخد اقصى اليمين ونخلي الطياره منوره، وناقص ننتظر شويه حتى تفتح الرؤيه شويه حفاظا على ارواح الجميع.
بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه النصائح ويعني توقعات الطقس وهذه البيانات. جزيل الشكر دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. حين في كل الأحوال ناخد بالنا جدا من الطرق ويعني حتى لو كنا في قلب القاهرة أو في قلب المحافظات ومفيش هاي واي ومش ماشيين أصلا بسرعة، بس احنا لغاية دلوقتي بنشوف كلنا اللي ماسك الدريكسيون وماسك الموبايل في ايده بيتكست مسج، يعني واللي مشغول واللي بيكلم صاحبه اللي جنبه. يعني احنا بجد احنا عندنا لسه سلوكيات غريبة في موضوع السواقة ده. فيعني ده كمان بتكلم على انه لو لا قدر الله حصل حاجة زي كده وانت في زحمة، مش تبقى الاصابات جامدة قوي زي ما بيكون فكرة هاي واي والعربيات كلها ماشية بسرعة. فيا رب الخير كله ويا رب السلامة كلها لنا جميعا. في كام حادثة كده النهاردة كانوا حصلوا، في يوم حادثة يمكن هنلقي يعني هنتكلم عنها إن شاء الله في خلال أخبارنا. لكن بمناسبة الرياح اللي شبت النهاردة الصبح والناس كانت قايمة الصبح كده شايفة الريح، خلوني أفكر حضراتكم وأفكر نفسي بحديث شريف عن أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، عليها أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله يا رب ربنا يكتب السلامة لنا جميعا. تعالوا نطلع نشوف مع بعض تقريرنا الأسبوعي اللي بنقدمه كل يوم خميس عن أبرز أحداث اللي وقعت على مدار هذا الأسبوع، مش في مصر فقط ولا في الإقليم فقط، في العالم كله. وما زلنا نذكر الأسبوع الثاني على التوالي أنه الأوضاع في اليمن أوضاع سيئة للغاية، تهديدات وتحذيرات بحدوث مجاعة من الهيئات المختلفة، هيئات الأغذية والصحة العالمية المختلفة والتابعة للأمم المتحدة، مجاعة ربما لم تشهدها الكرة الأرضية منذ ما يقرب من 100 عام. علينا أن نلقي الضوء جميعا عما يحدث في اليمن، أوضاع هناك كارثية. أحداث الأسبوع ونرجع على طول نبدأ مع حضراتكم مساء الخير. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المصرية والإقليمية والدولية. الرئيس السيسي يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز المنارة. رئيس أذربيجان يشيد بالعلاقات مع مصر ويؤكد دور القاهرة في إقرار أمن المنطقة. الأمم المتحدة: مصر من الدول الرائدة التي احتضنت أهداف التنمية المستدامة. الكهرباء: مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وإفريقيا. هيئة الاستعلامات تنفي تقارير عن سرقة أعضاء من جثمان سائح بريطاني في الغردقة. مجلس النواب المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رهبان أقباط القدس ويشن سلسلة غارات على غزة. الصين توقع مذكرة تفاهم مع فلسطين للتفاوض على اتفاق للتجارة الحرة. الأردن يقرر إنهاء تأجير منطقتين على الحدود لإسرائيل. بن سلمان يتعهد بمعاقبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي. الحرب في اليمن: الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة تهدد نصف السكان. إطلاق سراح صحفي ياباني بعد 3 سنوات من الاحتجاز في سوريا. حلف شمال الأطلسي يجري أضخم مناورات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة. اعتراض طرود مشبوهة مرسلة إلى أوباما وكلينتون وإخلاء مكاتب شبكة CNN. بوتين: الانسحاب الأمريكي من معاهدة نزع الأسلحة سيطلق سباق التسلح. الكوريتان تبدأان نزع السلاح على الحدود. الصين: الجيش سيتحرك مهما كان الثمن لمنع انفصال تايوان. العثور على أقدم حطام كامل لسفينة في البحر. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة 3 بدوري أبطال أوروبا.
طبعا عارفين انه النهارده الصبح كان في او بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي زياره له للعاصمه السودانيه الخرطوم لعقد لقاء قمه مع الرئيس السوداني عمر البشير، وده في اطار الدوره الثانيه للجنه الرئاسيه المصريه السودانيه المشتركه. الحقيقه انه الرئيس يعني لقى ترحيب كبير من جانب نظيره السوداني عمر البشير، والرئيسان شهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة السودانية الخرطوم. الحقيقة كمان كان في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، أكد فيه الرئيس المصري على أهمية انعقاد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، وقال لفكرة أنه انعقادها يعني بمثابة انطلاقة إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين، وأنه ده في النهاية بيسهم لتحقيق مصالح شعبي وادي النيل. الرئيس السوداني البشير اتكلم على توقيع وعلى قرار يلغي بموجبه الحظر المفروض على المنتجات المصرية للدخول إلى الأراضي السودانية، واتكلم على تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة بين مصر والسودان والوصول لمستوى يرضي طموحات شعبي البلدين. خلونا ناخد هاتفيا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير، إزي حضرتك؟ مساء النور. يعني دائما عندما تكون زيارات الرئيس الخارجية إلى دول الجوار وتحديدا إلى تلك الدول اللي بتجمعنا بيها طبعا يعني علاقات تاريخية قديمة، وكمان عندنا ملف مهم جدا مشترك في هذه الفترة، ملفات زراعية وتبادل محاصيل زراعية، ملف سد النهضة، طبعا هنا بنحتاج إلى إلقاء الأضواء على هذه الزيارات. كيف ترى زيارة الرئيس إلى السودان والمؤتمر الصحفي الذي عقد بالفعل صباح اليوم بين الرئيسين السيسي والبشير؟ بداية يا فندم، هو يعني توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطيد العلاقات مع القارة الأفريقية ليس فقط مع السودان، لأن السودان هي حالة خاصة، لأن السودان هي دولة علاقات استراتيجية، ليس فقط علاقات تجارية أو علاقات دبلوماسية، ولكن هناك علاقات أقوى من هؤلاء وهي العلاقات الاجتماعية. فهناك مظاهرات ما بين الشعب المصري والشعب السوداني، وهناك ما يقرب من 4 ملايين سوداني على أرض مصر، وهناك ما يقرب من 1 مليون مصري يعيش في السودان. فهناك أسر وعائلات تم انصهارها، يعني لدرجة أن حضرتك ما تقدرش تحددي ده مصري ولا سوداني، يعني الحتة دي تلاشت مع الوقت. العلاقة مع السودان هي علاقة خاصة، ويمكن النهاردة هي أنا بسميها زيارة درة التاج، لأنه 12 مذكرة تفاهم وبروتوكول تنفيذي في شتى المجالات التنفيذية، سواء الرعاية الصحية أو الزراعة أو الري أو النقل البري والنهري والجوي، وكذلك اتفاقات التبادل التجاري ما بين الدولتين. يعني احنا شايفين أجندة مزدحمة جدا بالمؤشرات الإيجابية ما بين البلدين. علينا نحن في البرلمان المصري أن نوطد أيضا العلاقات على مستوى البرلمانية، وبناء عليه هناك زيارة برلمانية ستقوم بها لجنة الشؤون الأفريقية لدولة السودان أو البرلمان السوداني الشقيق إن شاء الله في أعقاب زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، توطيدا وتأكيدا على ضبط بوصلة التحرك مرة أخرى تجاه أفريقيا وبصفة خاصة مع أشقائنا في السودان. الدور المصري يا فندم في المنطقة بصفة عامة، يعني نتكلم بمنتهى الصراحة، بيلقى قبول واستحسان وتأييد وإعجاب شديد من الكثير من الدول وأغلب الأطراف الحقيقة، وفي نفس الوقت يمكن بيقابل بالصمت من بعض الجهات الأخرى. إزاي بتشوف إنه زي ما حضرتك بدأت الكلام توطيد مصر مع في علاقتها مع دول القارة السمراء أو القارة الأفريقية، ده ممكن يدي دعم أكتر لمصر في صنع القرار وتظل مصر رمانة الميزان في المنطقة بصفة عامة؟ هقول لك ببساطة شديدة، أنا تم انتخابي رئيسا للجنة الشؤون الأفريقية من حوالي 3 أسابيع.
خلال هذه الفترة التقيت بما يقرب من 6 سفراء لدول أفريقية. الرسالة اللي جت لنا احنا أفريقيا مفتقدة الوجود المصري، وعندما لمسنا لطرق أبواب أفريقيا مرة أخرى استلهمنا روح عبد الناصر الذي نادى بتحرير الاحتلال من الدول الإفريقية، واستحضرنا روح عبد الناصر في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن هذه المرة ليس تحرر من الاحتلال العسكري ولكن التحرر من الاحتلال الاقتصادي. قيل لي من سفير رواندا تحديدا آن الأوان أن تتحرر إفريقيا لإفريقيا على أيدي المصريين. الجملة دي لها عمق قوي جدا طبعا، لها معنى شديد جدا. لأول مرة أحسست أنا كبرلماني ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية السابق ورئيسا للجنة الشؤون الأفريقية الحالي، أحسست باختلاف العلاقات واختلاف التعامل ما بين دول الشمال ودول الجنوب. عمقنا الاستراتيجي وعمقنا الأمن وأمننا الاقتصادي وأمننا السياسي هو مع الجنوب وسيظل مع الجنوب. فأعتقد أن بوصلة التحرك الآن ناحية الجنوب واتخاذ مصر كدولة معبر للاستثمارات الخارجية الغربية للاستثمار في إفريقيا سيكون له انعكاس إيجابي كبير على مصر وعلى قارة السمراء. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان. خلونا من يعني هذا الشأن زيارات الرئيس الخارجية وأهميتها إيه، وتحديدا يعني هذه الزيارة إلى السودان أو مجموعة الزيارات عموما وعودة العلاقات، لأنه ما فيش حد يقدر ينكر أو يتغافل عن فكرة أنه كان في مرحلة ما العلاقات كانت متوترة للغاية بيننا وبين أفريقيا بصفة عامة وبين السودان بصفة خاصة. فنحن نشهد الآن عودة قوية يعني بس قوية حقيقي بأمور على الأرض، فكرة أنه السودان تلغي قرارات الحظر على استيراد المنتجات الزراعية من مصر، ده أعتقد أنه قرار بيدل على حسن النوايا الحقيقي المصحوب بعمل حقيقي على الأرض. خلينا نروح من هذا الخبر إلى شأن آخر محلي جدا، وأنا عارفة أنه بيهم قطاع كبير جدا من الناس، قطاع الإسكان وفكرة الناس اللي طول الوقت بتسأل على طرح وزارة الإسكان يعني لعدد كبير من الشقق والوحدات السكنية المختلفة. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان ومرافق والمجتمعات العمرانية صرح بأنه سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد لحجز الوحدات السكنية اللي هي عبارة عن 3 غرف وصالة ومساحتها تصل 90 متر مربع، اللي هي غرفتين وصالة، وفي غرفتين وصالة اللي هي تصل إلى 75 متر مربع، دي بيطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة والمنيا الجديدة والسادات والغردقة. هيبدأ إمتى بقى؟ هيبدأ يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري يعني الأربعاء القادم. تعالوا ناخد تفاصيل أكتر من زميلنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء. يا أهلا بيك يا أستاذ هاني. أهلا وسهلا زميلنا، مساء الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك عارف طبعا الناس بتبقى قاعده مستنيه تعرف يعني شروط الكراسات او يعني سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد مواعيدها ايه، الاطروحات الجديده ايه، فياريت تدينا فكره عامه كده يا فندم لو سمحت. احنا ان شاء الله يوم 31 اكتوبر الجاري يعني الاربعاء القادم زي انت حضرتك ما قلتي هيبدا سحب كراسات الشروط الخاصه بالاعلان العاشر اسكال اجتماعي. الاعلان ده احنا المرحلة مقسمينه على مرحلتين، المرحلة الأولى فيها إن شاء الله 60,000 وحدة سكنية في المدن اللي حضرتك قلتي عليها، عاملين وحدات 3 غرف وصالة ووحدات غرفتين وصالة، والوحدات الغرفتين وصالة بناء على طلب المواطنين. احنا قبل كده كان الوحدات كلها 3 غرف وصالة، ولكن جات لنا طلبات من بعض المواطنين بيطلبوا فيها إن هم يحصلوا على وحدتين وصالة إن هم أنا مساحة 75 متر دي الحقيقة ما سمعتهاش تقريبا قبل كده أو بالظبط. هم دي على طلب المواطنين إن هم
قالوا اولا هتبقى تكلفتها الماليه اقل، وفي نفس الوقت هم مش محتاجين لغرفه ثالثه، منهم جزء حديث الزواج او منهم ناس ما عندهمش غير طفل واحد. المهم عدد الطلبات كانتنا درسناها وبالتالي استجابنا للطلبات دي. الوحدات كلها طبعا زي ما احنا عارفين تشطيب كامل وتشطيبات اجتماعي، الناس شافوها كلها اللي هتعرضيها دلوقتي قدامنا في الشاشه. الوحدات في عدد المدن اللي هي برضه عليها اقبال كبير، احنا كلنا كنا بنشوف لما كنا بنطرح في اكتوبر عدد من الوحدات كان بيجي اضعاف اضعاف الوحدات المطروحه، عشان كده زودنا الوحدات الموجوده في اكتوبر الجديده وفي حدائق اكتوبر. كذلك في مدن عليها اقبال برضو زي مدينه بدر والعاشر رمضان، ودي مدينه صناعيه عليها برضو اقبال، وكذلك العبور الجديده وفي الصعيد المنيا الجديده، وعندنا في الدلتا مدينه السادات ومدينه الغردقه في محافظه البحر الاحمر. طبعا كلنا عارفين الشروط اللي الاتكال الاجتماعي نص عليها، دايما الاتكال الاجتماعي شروطه معلش نفكر بيها الناس تاني يا فندم. سن المتقدم بالظبط، سن المتقدم بيبقى من 21 سنه لحد 50 سنه، واحنا حاطين شروط بنستدل فيها ان الوحدات تذهب الى المستحقين الحقيقيين من محدودي الدخل. فعشان كده قلنا رقم واحد ان هو يكون لم يسبق له الحصول على وحده سكنيه هو او زوجته في مشروعات الاتكال الاجتماعي او قطعه ارض، او يكون مالك لوحده سكنيه سواء كان بقى هو اشتراها من ماله الخاص او ارث شرعي، بحيث ان احنا اللي خد قبل كده ما ياخدش ثاني اي دعوه. صحيح، عشان ندي فرص للناس كلها يا فندم. بالظبط بالظبط، ما يدفعش نقدا مش كده؟ ما يدفعش نقدا. لا ما ينفعش طبعا، لو هو معاه المبلغ بتاع الوحده نقدا يبقى مش محطوط داخل، فبالتالي احنا بنقول ما ينفعش ان هو يدفع ثمن الوحده نقدا. احنا الدوله صحيح تحط ثمن الوحده على 20 سنه. صحيح، عندنا كمان شرط مهم، احنا قلنا الدخل بتاعه ما يزيدش عن 4500 جنيه اذا كان اعزب، او 5900 جنيه اذا كان متزوج. يعني هو معلش تاني يا استاذ هاني، دخله ما يزيدش عن 4500 لو متجوز، لو 4200 جنيه، 4200 جنيه لو اعزب، لو 4200 جنيه لو اعزب. ايوه، وما يزيدش عن 5700 جنيه بالنسبه للاسره، يعني لو هو وزوجته الاثنين بيشتغلوا دخلهم مجتمعي ما يزيدش عن 5700 جنيه دخل الاثنين الزوج والزوجه. بالظبط، عندنا خبرين كويسين. رقم واحد ان احنا عاملين اسبوع في بدايه الحجز، هيبدا من يوم 7 نوفمبر القادم وحتى 14 نوفمبر القادم، هيبقى مخصص ده ذوي الاحتياجات الخاصه فقط لا غير، هم اللي حقهم يدخلوا بس على الموقع الالكتروني الخاص بالحجز ويسجلوا بياناتهم ويرفعوا المستويات الخاصه بالحجز عشان نديهم مساحه ما حدش يزاحمهم. ثم هنبدا بقى من يوم 15 نوفمبر لمده شهر اي مواطن اخر ممكن برضه ذوي الاحتياجات الخاصه يدخلوا في الشهر ده، فدي ميزه ذوي الاحتياجات الخاصه. ده الخبر المهم. طيب الاول في خبر ثاني عن جنه مش كده؟ بس انا قبل ما ندخل في جنه انا ليا سؤال، ليه سؤال عند حضرتك؟ اقول حاجه كويسه للناس بس قبل ما اسالك سؤالك. الحاجه الثانيه ان احنا لان طبعا سعر الوحده ارتفع المره دي عن المرات السابقه، فاحنا رفعنا كمان الدعم اللي بيقدمه الدوله، الدعم النقدي الذي لا يرد، وحضرتك حافظه زي بالظبط، كنا زمان بنقول الدعم النقدي الذي لا يرد يتراوح بين 5000 جنيه وحتى 25000 جنيه لحد اقصى، ده رفعنا الحد الاقصى وصل لحد 40000 جنيه، يعني ممكن مواطن ياخد ال 40000 جنيه كاملين. فبالتالي لو الوحده مثلا ثمنها 25000 جنيه هننزل 40000 جنيه، يبقى هيدفع ال 185000 جنيه بس اللي هيتقسطهم على 20 سنه. تمام يا فندم. طيب انا ليا سؤال عندك يا استاذ هاني. اتفضل يا فندم. انا فاكره السنه اللي فاتت تقريبا كنت حضرتك ضيف كريم عندي في صباح دريم لما كنت لسه بقدم صباح دريم. وفاكره افتكرتها دلوقتي، والله ما افتكرتهاش قبل كده. دلوقتي وحضرتك بتتكلم على السن انه ما يقلش عن 21 وما يزيدش عن 50، انا فاكره في متصل كريم اتكلم على الهوا وسال حضرتك وقال لك يعني يا استاذ هاني لو انا مثلا عندي 51 او 52 سنه وكل الشروط منطبقه عليا بس عندي الفرق ده وانا في امس الحاجه ان انا ادخل في وحدات الاسكان دي، هل ده انا فاكره؟ انا مش فاكره قوي رد حضرتك كان ايه، بس كان ما معناه انه قد يكون، حضرتك ما اديتش اي وعد يعني، بس انه قد يكون هناك يعني اعتبار لموضوع السن ده ان يبقى فيه بس شويه مرونه كده فيه، هل ده وارد ولا لا؟ خليني اقول لحضرتك ان اوان الشروط دي كلها وضعها مجلس الوزراء من فتره، من اول ما بدانا المشروع في 2014، والمشروع اصلا اسمه مشروع الاتكال الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب، عشان كده السن من 21 سنه ل 50 سنه. تقول لي حضرتك طب اللي وصل ل 52 او 51 وما خدش وحده سكنيه من الدوله، اولا في برامج اخرى
الدولة بتقدم وحدات سكنية ممكن يكون أعلى شوية في الدائرة من الدائرة الاجتماعي. تمام. احنا برضو مخصصين وحدات للمحافظات، أولا لأصحاب الحالات القاسية والكوارث لا قدر الله، دول بتخصصهم الذكاء الاجتماعي جزء منه يروح للمحافظات تدرس بقى هي المحافظة حالات اللي هي القاسية أو الكوارث لا قدر الله، وتوفر لهم الوحدات زي صيانة السداد. طيب عايز اروح مع حضرتك يا فندم بقى الجنة، مشروع جنة للإسكان الفاخر. مشروع جنة ده طبعا كاتيجوري تاني خالص يعني. طبعا طبعا انا دلوقتي طبعاً البيان اللي عندي الرسمي انه من عندي 2542 مواطن حجزوا من 7176 وحدة سكنية في مشروع جنة للإسكان الفاخر. شايفين صوره على الشاشة يا فندم؟ اه شوف حضرتك الصور بقى اللي انت حضرتك عرضها دلوقتي، ده طبعا واضح جدا انه مشروع فاخر، ده كومباوند سكني مغلق في امن وحراسه وصيانه. الدوله وفرت هذا المشروع لشريحه القادرين. احنا عندنا بنتعامل مع كل الشرايح، ولكن تعاملنا بيكون تعامل مختلف، زي ما بدعم الاسكان الاجتماعي في سعر الارض وبيدفعش ثمنها والمرافق والخدمات، وبديله قرض سوري بديله كمان دعم نقد لا يرد تراوح ما بين 5000 وحتى 40000 لو ده زي ما قلت شويه، وبياخد فايده من البنوك مش موجوده في السوق خالص اللي هي 7%. اي مواطن لو راح ياخد فايده من البنك هياخد 18 و20%. احنا ده بالنسبه للاسكان الاجتماعي المتوسط الداخلي لدار مصر وسكن مصر بنساند هذه الشريحه بتشتري وحده سكنيه اقل من سعرها السوقي، ولكن بقى في الجنه او في الابراج العالميه الجديده او في ابراج المنصوره الجديده دي وحدات فاخره وبتتمتع بامتيازات عاليه، عشان كده بنديها للمواطن بسعرها الحقيقي، ما بياخدش اي دعم فيها. الوحدات دي احنا عملنا المشروع ده اللي هو جنه لاول مره بيطرحه، هو يبقى فيها حمام سباحه في كل كومباوند سكني، يبقى فيه كلاب هاوس. لانه انا هي دي بقى يا فندم البريفليجز او المزايا اللي عايزين نوضح، لانه لما نتكلم على المساحه انا عندي جنه بيبدا من 100 متر، طب انا عندي الاسكان المتوسط 90 متر. فالناس هتقول لك يعني العشرة متر دي اللي عامله فرق يخليه يطلع من كاتيجوري المتوسط للاسكان الفاخر، فكده حضرتك بتوضح في مزايا تانية بقى. طبعا المساحه والمميزات يا فندم، اولا الاسكان الاجتماعي مش زي طبعا تشطيب جنه او حتى دار مصر وسكن مصر، المساحه طبعا مش هي المساحه، الخدمات كمان عندي زي ما قلت من شويه عندي حمام سباحه في كل كومباوند، عندي كلاب هاوس او نادي اجتماعي في كل كومباوند، عندي صيانه وامن وحراسه وسكور بيحط الكومباوند ده زيه زي القطاع الخاص بيشتري من القطاع الخاص. الوحدات دي احنا طرحناها في 6 مدن جديده على مستوى الجمهوريه. نعم. قدم في اول 8 ايام مسدد مقدم الحجز ال 2542، طبعا هم زادوا امبارح والنهارده. الوحدات احنا طرحناها زي ما قلت بنظام برضه التقسيط، ممكن على 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين. الوحدات في عدد من المدن برضو اللي هي بتلقى اقبال، والمناطق اللي مطروح فيها المدن مناطق متميزه. المشروع احنا ممتد لسه لفتره حتى يوم 4 نوفمبر، من يرغب في الحجز عليه انه يدخل على الموقع الالكتروني الخاص بالحجز. انتوا عاملين اسبقيه الحجز للي بيدخل اونلاين يا فندم مش كده؟ بالظبط، ده هيكون بقى الميزه اللي احنا عاملينها في المشروع ده، ما فيش قرعه فيه، ما فيش اي اعتبارات للحجز او للحصول على الوحده والتخصيص، سوى اللي هيدخل اونلاين في اليوم المحدد لاختيار وحدته. احنا لغايه 4 نوفمبر بنديك فرصه لاي مواطن ممكن يدخل ويدفع بعد كده مقدم الحجز ويسجل بياناته. طيب يبداوا يسجلوا من اول امتى يا فندم؟ يوم 19 نوفمبر بقى، ده هو اليوم الفيصل اللي هيدخل فيه الساعه 10 صباحا. 19 نوفمبر بالظبط يا فندم. عشان بس الناس تسجل التاريخ عندها من دلوقتي، ابتداء من 19 نوفمبر 8 صباحا. هيبقى الساعه 10 صباح يوم الاثنين 19 نوفمبر هيبدا بقى الحجز. اللي هيبقى 8 ولا 10 الصبح يا فندم؟ الساعه 10 صباح. 10 صباح تمام. 19 نوفمبر ان شاء الله. والويب سايت www.hdb-reservation-.com. مظبوط يا فندم بالظبط كده. بالظبط. طيب الاسعار ايه يا استاذ هاني؟ حضرتك اتكلمت على الاسعار؟ الاسعار انا ما اتكلمتش عليها، بس طبعا الاسعار بتختلف من مدينه لاخرى، سواء كان القاهره الجديده، طبعا مش هتساوي القاهره الجديده في اكتوبر او العبور. انا عندي 6 اكتوبر وعندي الشيخ زايد، يعني عندي اكتوبر والشيخ زايد. احنا عندنا دايما الشيخ زايد والقاهره الجديده دول بيبقوا هم التوب دايما عليهم، طبعا بل كبير، ودايما هم مدينتين متميزتين، بيجي بعدهم اكتوبر ثم الشروق ثم العبور. وفي دمياط الجديده،
والرياضات الجديده طبعا مدينه متميزه برده، وعلى فكره الرياضات الجديده دايما الاقبال عليها كبير جدا، والرياضات الجديده مدينه متكامله الخدمات وتتمتع باقبال كبير جدا من المواطنين اللي راغبين فيها. والمنيا الجديده دايما نحط برده مدينه من مدن الصعيد معانا، دايما نحط المنيا الجديده او غالبا، لان هي برده المستوى الاجتماعي فيها مرتفع وبيرغبوا طب معلش يا استاذ هاني والنبي، عشان انا بس عندي عندي يعني نعم يعني في شباب زمايلي بس على وش جواز او يعني متجوزين وعايزين يتجوزوا تاني غالبا، فبيسالوا بس على الاسعار في مشروع جنه، فيعني بس حركهم. لا ما هم شباب صغيرين بيروحوا على الاسئله الاجتماعيه يا فندم. كلام واضح يا فندم. هم ما شاء الله بيقبضوا كل يوم عايزين يسكنوا في الفاخر يا فندم، هم حرين. لا الـ 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 ممكن دلوقتي على فكره يدخل على موقع دلوقتي حالا هيلاقي كراسي البيوت كلها بالاسعار، انما طيب. انا بقولت الاسعار تختلف في المدينه الاخرى. يعني اللي يدخل على الموقع ده دلوقتي كل التفاصيل يعني مش يعني الموقع مش هيبقى اكسسبل ابتداء من 19 نوفمبر، بس هو من دلوقتي الموقع مفتوح بالتفاصيل. الموقع مفتوح دلوقتي، يدخل يشوف كراسه الشروط ويجهز بياناته ويبدا يحمل اوراقه ويبدأ يروح ياخد رقم سري عشان يدفع بيه المقدم الحجز، والناس دافعه مقدم الحجز ازاي، وبعدها بقى من يوم 19 هو ده اليوم الفاصل الساعه 10 اللي يبدا هو اللي ياخد. ان شاء الله انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، بالتوفيق ان شاء الله، بتعملوا شغل محترم يا استاذ هاني، واحنا كتير بنتكلم على الحاجات اللي بتتعمل، وحدات الاسكان اللي بتتعمل دي كلها، الكومباوندز والمدن دي كلها، فكره انه اكون ساكن في كومباوند او في مدينه ما بقتش مقتصره فقط على المقتدر ماديا قوي، يعني لا يعني في ناس من طبقات اجتماعيه ربما بسيطه تقدر دلوقتي تنقل لمستوى حياه تاني عن طريق تسهيلات كتيره زي ما استاذ هاني شرح، واحنا عارفين من زمان تسهيلات لمده دفع وسداد 20 سنه قدام، يعني دي كلها حاجات الحقيقه اعتقد ان هي مختلفه وبدات تبان قوي في الكام سنه اللي فاتوا دول. زميلنا الكاتب الصحفي الاستاذ هاني يونس ومستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. خلينا نروح الحقيقه لخبر مهم جدا وراه على طول صوره غريبه. الخبر بيقول انه ده خبر ايجابي، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء طلع تقرير كشف انه في عندنا انخفاض في عدد حوادث السيارات خلال النصف الاول من العام الحالي اللي هو من يناير ليونيو 2018، لو قارنا الفتره دي بنفس الفتره يناير ليونيو من 2017، وانه عدد الحوادث للسيارات خلال النصف الاول من العام الحالي كان 4426 حادثه. الرقم يبدو كبير وهو كبير طبعا ما فيهاش كلام، لكن الفكره انه بيشكل انخفاض قدره، يعني عدد الحوادث دي اللي هي ال 4426 حادثه دي اقل، العدد ده اقل ب 1410 حادثه عن نفس الفتره في 2017 اللي بلغ عدد الحوادث فيها 5836 حادثه. التقرير كمان بين انه عدد المصابين في هذه الفتره بلغ ال 5936 مصاب مقارنه ب 7217 مصاب في العام الماضي، وعدد الوفيات كان 1560 متوفى مقارنه ب 1929 في 2017. الارقام طبعا ما زالت كبيره، يعني الارقام اكيد كبيره وكبيره جدا كمان، بس في عموما انخفاض عام في عدد الحوادث، والجهاز التعبئه العامه والاحصاء يعني هي مهمته انه يطلع التقارير دي بالارقام، فده بقى الوزارات الثانيه المعنيه والجهات الثانيه المعنيه بتبقى بتاخد بقى الارقام دي منه، بتبقى ارقام اكيوريت او دقيقه، وبيشتغل عليها في كل على حده بقى، يعني كل واحد في الجهه الخاصه بيه. النهارده في حادثه الحقيقه كانت صعبه قوي، والناس شافت صوره النهارده يعني كانت مؤلمه للغايه، عربيه بمناسبه يعني الكلام عن الحوادث، عربيه دخلت في سور كوبري الفنجري، بس كوبري الفنجري الجديد حركه، في كوبري الفنجري القديم وفي الجديد اللي هو ده، وزي ما حضراتكم شايفين كده في حته هتلاقوا السور فيها مش موجود، عربيه كانت ماشيه دخلت في السور وقعت من اعلى كوبري الفنجري الجديد بالقرب من استاد القاهره. المنظر طبعا الصوره صعبه جدا، احيانا التحريات الاوليه قالت انه اللي حصل انه اختلال عجله القياده في ايد القائد، لما اختلت عجله القياده في ايده خبط او ارتطم، يعني ارتطم بسور الكوبري وسقطت السياره من اعلاه. النتيجه مصرع مستقلي السياره. انا سالت زمايلي الحقيقه، يعني احنا مش تقريبا ما عندناش شباب عدد لغايه دلوقتي، ولا فيه هل في عدد
هي الاعداد لغايه دلوقتي لسه متضاربه، بس نيابه تاني مدينه نصر امرت بالتصريح بدفن 3 جثث لاشخاص لقوا مصرعهم عقب سقوط هذه السياره، سياره ملاكي من اعلى كوبري الفنجري. انا هنا الحقيقه يعني انا مش خبير الطرق طبعا يعني، بس في حاجتين في الحاجات دي، لما فكره عربيه بتدخل قصدي من اصعب انواع الحوادث، كل انواع الحوادث صعبه الحقيقه والله، حتى لو حضرتك داخل على اشاره كده وسرحت شويه وريحت على اللي قدامك دي برضو بتبقى صعبه، لكن الحوادث بمرارها بقسوتها درجات كبيره جدا يعني. فكره سقوط سياره من اعلى كوبري انا بعتقد انها واحده من اصعب الابتلاءات والمصائب والكوارث، صعبه اكيد، صعبه وتجربه مؤلمه. الفكره في حاجه انا ما اعرفش يعني، هل عالميا مثلا لو احنا بنتكلم على تصميم الطرق وتصميم الكباري وتصميم الاسوار، هل عالميا المفروض انه تصمم الكباري والاسوار بدرجه عاليه المتانه لدرجه انه حتى لو ايه دخل فيها ما تخترقهاش؟ انا مش خبير الطرق، انا بتساءل زي اي مواطن شاف الصور دي النهارده، شاف كوبري الفنجري الجديد وفي حته منه مقفوله، معرفش مفتوحه قصدي يعني، العربيه دخلت في السور وقعته ووقعت، هل ده المفروض ولا مفيش حاجه اسمها كده؟ واي سور في الدنيا ليه قدره على التحمل والخبطه لو كانت قويه جدا لازم كده تكسر السور وتقع؟ انا الحقيقه معرفش، بس يعني اتمنى انه يبقى في اجابه عند خبراء الطرق والكباري. الحادثه صعبه جدا، ربنا يا رب يرحمهم يا رب. نيابة تاني مدينة نصر صرحت بدفن 3 جثث. طبعا حركة السيارات في طريق النصر النهاردة قدام جامعة الأزهر كانت شبه متوقفة يعني، بس في سيارات إسعاف راحت بسرعة لمكان الحادث، والسيارة اللي وقعت دي من على الكوبري اتحطمت بالكامل طبعا، وجزء من سور الكوبري وقع. ربنا يا رب يرحمهم ويحسن إليهم. خلينا أقول لحضراتكم على خبر عاجل الحقيقة ورد إلينا، حضراتكم عارفين إنه الأحوال الجوية الحقيقة السيئة يعني ضربت عدد كبير من مدن العالم، وهي بادية من فترة في الكثير من دول الغرب، بس يمكن في المنطقة العربية ظهرت قوي الأيام الأخيرة الماضية. الحقيقة أنه وصلنا الخبر التالي، أنه مصر تعرب عن تعزيها لحكومة وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت. كان في كلام الحقيقة منذ قليل من ناس كتيرة أنه منطقة البحر الميت شهدت سيول مرعبة الحقيقة في الساعات القليلة الماضية. جمهورية مصر العربية أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 25 أكتوبر، دي مشاهد من هذه السيول، دي منطقة البحر الميت ودي مشاهد. لا السيول حركوا، شايفين السيول من فوق نازلة على تحت، المنظر الحقيقة قاسي وصعب جدا. جمهورية مصر العربية أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 25 أكتوبر عن خالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، ما أسفر عن وفاة 18 مواطن بينهم أطفال وإصابة عدد آخر فضلا عن عدد من المفقودين. قدمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في تلك المحنة. وأكد البيان على مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن، كما أعرب البيان عن ثقة مصر في تجاوز الأردن لتلك الأزمة. رحم الله كل الضحايا، كل ضحايا السيول حي حول العالم، لأنه اعتقد دي من التغيرات المناخية برضو اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا فترة، الاحتباس الحراري وانه السيول بقت مرعبة اكتر ما كانت، والامطار بقت اغزر، والتصحر على الجانب الاخر بقى التصحر والعطش وندرة الموارد المائية بقى اكتر في العالم. فيعني احنا عندنا اكستريمز الحقيقة دلوقتي موجودة نتيجة بقى ممارسات كثيرة ضد البيئة شهدناها على العشرات مدار عشرات السنوات الماضية. دي لقطات من صعبة طبعا جدا، ربنا معاهم يا رب ويرحم كل الضحايا ويصبر أهليهم وذويهم. المفقودين طبعا، في عدد من المفقودين لم يحدد حتى الآن، نتمنى يا رب ليهم السلامة ونتمنى يعني نجاتهم إن شاء الله، ما يكونش عدد الضحايا اللي توفوا نتيجة السيول زاد عن كده. خبر طبعا صعب جدا. خلينا نرجع للشأن المحلي. عندنا وزارة المياه المحلية
اطلقت مبادرة صوتك مسموع، واحنا كنا كتير جدا بنقول انه هو احنا عندنا الحقيقة في الكام سنة اللي فاتوا دول بقى فيه كذا وسيلة اتصال ما بين المواطن وما بين الحكومة او الجهة اللي هو ممكن يبقى محتاج يتكلم معاها. يعني مجلس الوزراء ليه ايميل وناس كثيرة بتبعت وبتبعت على صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك، ما اعرفش الحقيقة حاجات تانية كتير. المحافظات في منها عاملة صفحات كتير على فيسبوك، مثلا الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الاحمر، الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، والناس بتكتب شكاوى، بتكتب بتحط صور ايا مكان يعني. ففي مبادرة لطيفة الحقيقة اللي هي صوتك مسموع دي، وزارة التنمية المحلية عاملاها عشان تعزز فكرة مشاركة المواطن في الشأن العام، تفتح قصاده قنوات تواصل فعالة ومستمرة بين المواطن وبين المحليات. دي المبادرة وموجودة على الصفحة الرسمية، ووفقا لصفحة مجلس الوزراء الرسمية ده بيتم بناء على يعني القرار اللي طلبه أو يعني ما طلب به رئيس مجلس الوزراء، بأنه لازم نسمع شكاوى المواطنين، لازم نتحرك بشكل سريع لنلقى أو يعني عشان يكون في استجابة نقدر نحقق من خلالها رضا للمواطنين في كافة الخدمات المقدمة إليهم. عايز أروح لخبر آخر، وزارة الداخلية. إحنا شايفين بقالنا فترة الحقيقة وزارة الداخلية عاملة كده كذا نشاط، حاجات يعني فكرة التواصل الإنساني بعيدا عن دور وزارة الداخلية بفرض الأمن وسيطرة الأمن في الشارع المصري، والمشاركة طبعا المستمرة جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة المصرية في دحر ومحاربة الإرهاب. كمان في دور إنساني الحقيقة أي مبيب، مبادرات كتيرة جدا، في مبادرات إنسانية ما زالت بتطلقها وزارة الداخلية، يعني الهدف منها بنخفف من عبء العبء الكبير الحقيقة اللي على كاهل البسطاء من المواطنين. وزارة الداخلية وجهت سيارات متنقلة زي ما احنا شايفين في الصورة، السيارات المتنقلة دي فيها سلع غذائية، السلع دي لانه الناس كمان بتقول الكلام ده، السلع دي بأسعار مخفضة، يعني سعر السلع دي مش هيكون نفس سعر السلعة في مناطق تانية، ولا ما نبقاش عملنا حاجة، لا بتبقى أقل بقى بكتير، أقل بشوية صغيرين مش مهم، بس أهي مبادرة. ما هو لو كل جهة فينا ولو كل وزارة فينا ولو كل محافظة فينا اتحركت وعملت مبادرة للسلع المنزلية، للسلع المستلزمات، للسلع المعمرة، لتوزيع البطاطين زي ما وزارة الداخلية عاملة المبادرة دي نفسها فيها توزيع بطاطين بالمجان على البسطاء. في قوافل طبية الوزارة عاملاها برضو بتفحص فيها المرضى، بتصرف العلاج اللازم ليهم برضو بالمجان، لانه من اتاكد انه مريض وعنده مشكله ومحتاج لعلاج ومش عارف يجيب العلاج ده انا مش هسيبه، فهي بتصرف له الحقيقه هذا العلاج بالمجان. ده جزء من مبادره وزاره الداخليه، محاوله تحترم الحقيقه للتخفيف عن عبء المواطن البسيط اللي اكيد غلى الاسعار حواليه تعبه جدا. من كام يوم تحديدا يوم الحد اللي فات كان في زيارة لمجموعة أو وفد من السادة الإعلاميين لسجون القناطر، وأنا الحقيقة اتشرفت أن أنا كنت يعني إحدى الإعلاميين اللي كانوا موجودين، كنت واحدة من الإعلاميين اللي موجودين في هذه الزيارة. أنا مش هتكلم عن تفاصيل الموضوع كزيارة وكسجون وكده، لأنه أنا عارفة أنه على مدار الثلاث أربع أيام اللي فاتوا يعني كل زملاء في كل وسائل الإعلام اتكلموا عنها. طبعا وفكرة انه ازاي ادارة السجون قطاع السجون في وزارة الداخلية بتشتغل على انه احول، وعجبني واحترمت جدا المصطلح ده، احول المسجون الى منتج، احول المسجون الى منتج، ما يبقاش مسجون في اربع حيطان وقاعد وخلاص، لا انا بستفيد منه وبفيده، بستفيد منه وبفيده، بيشتغل بينتج. احنا قابلنا ناس هناك وقابلنا مساجين، اول ما دخلنا اصلا بدأنا الزيارة لقينا ناس من المساجين بيلعبوا كورة، ماتش كورة، وقفنا اتكلمنا معاهم، حتى كان فيهم اعتقد حد اجنبي كاميروني او حاجة، وانا سألته يعني قلت له بقالك قد ايه هنا، قال لي انا بقالي كذا سنة، انت محكوم في قضية ايه، قال لي كذا، قلت له are you being treated well يعني with fairness وكل يعني هل بتعامل معاملة جيدة.
هل بتعامل معاملة جيدة، هل بتعامل بعدل وكل حاجة؟ فقال لي كل حاجة تمام، ويعني كلنا بنعامل بشكل جيد. ودي كانت حقيقة حاجة محترمة جدا كمان، ان احنا حتى وقفنا اتكلمنا مع المساجين، احنا لا حقوقيين ولا نشطاء ولا اي حاجة ولا من حقوق الانسان، احنا كنا وفد اعلامي. فجت بالصدفة ان احنا اتكلمنا مع مجموعة من المساجين. اللي انا بقى عايز اتكلم عليه الصورة اللي زمايلي نزلوها دلوقتي، فكرة التحويل المساجين لمنتج. احنا شفنا بقى المساجين هم بيشتغلوا مجموعة كبيرة من المنتجات بايديهم، يعني بيشتغلوا زي ما حضراتكم شايفين كده. السفرة اللي فاتت دي يا شباب ممكن تشوفوها، انا السفرة دي الحقيقة وقفت عندها والله عجبتني جدا. السفرة اللي هي ايوة، لا البيضة اللي كراسيها زرقاء البيضة اللي كراسيها زرقاء. يعني عموما ليه عجبتني؟ اصلها مودرن، ويعني يعني يعني تحسوا انها عارفين حضراتكم الفيرنتشر هومز اللي هي محلات الاثاث المودرن الجديده اللي موجوده دلوقتي. فانه فكره انه السفره دي بالالوان المبهجه بتاعتها ببساطتها، وان هي مودرن مش حاجه كلاسيك، وانه مجموعه من المساجين هم اللي واحده واحده يعني دقوها وعملوها وطلعوها بالشكل ده، دي كانت حاجه حلوه جدا. في بقى مجموعة تانية، تشكيلات تانية، في يعني مشغولات، في زي ما حضراتكم شايفين غرف نوم، في بقى منتجات يعني أغذية كتيرة، العسل والطحينة، وده المصنع البيض الفراخ بتبيض فيه. وشفنا ازاي اصلا الموضوع بيحصل تعقيم، احنا نفسنا قبل ما ندخل جوه طلبوا مننا نعقم نفسنا، والأحذية اللي احنا لابسينها تعقم قبل ان ندخل. ورش كشف بقى عنهم وكشف عليهم، كل الكلام ده. بس انا حته الانتاج بقى هنا، يعني مع كل احترامي طبعا للساده بقى يعني الاساتذه المسجونين الرجال، اسمحوا لي اتكلم انا عن السيدات، عشان كمان كان في كده فرصه ان احنا على مدار دقائق نقف. كانوا فرشين منتجاتهم السجينات، فرشين منتجاتهم قدامنا، ولقينا بيبيعوا شنط، هم بينتجوا شنط ومجموعه من المفروشات وملايات وحاجات كلها. والملايات حتى لفتت نظري على طول، حضراتكم عارفين الست على طول تروح ماسكه كده الحاجه الماتيريال، تشوف الماتيريال عباره عن ايه. اول حاجه ففي سجينه منهم قالت لي العمريه يا فندم، ده قماش العمريه، يعني احسن قطن في مصر، احسن قطن الحقيقه يمكن في العالم كمان، يعني العمريه ومعاه حاجات تانية معروفه يعني، وعاملين ديزاينز واشكال والوان حلوه جدا. الفكره ان انا سالت بقى وزمايلي الحقيقه اللي كانوا معايا، ما كان معانا طبعا كمان كتير من الساده النواب بالبرلمان وناس كتير واساتذه من الزملاء الاعلاميين، سالت بقى المنتجات دي بيتعمل بيها ايه؟ فقالوا لي بتتباع. طيب عندي سؤالين مهمين، بتتباع فين اولا؟ فعرفنا انها بتتباع عن طريق، او يعني احدى الوسائل المعروفه اللي بتتباع عن طريقها مصر الخير. مؤسسه مصر الخير بتبيع هذه المنتجات، والعائد بتاعها بيروح لقطاع السجون للنزيل، احنا دلوقتي بنسميه نزيل مش مسجون كمان، وده مصطلح محترم كمان من الداخليه ان هي تطلعه او تبدا تنشر الفكر ده. بتروح للمسجون او للنزيل، بتقعد في الامانات عنده، هو بيصرف على نفسه، بيحتاج فلوس جوه السجن، هو بيحتاج متكفل باسرته بره السجن، بيحوش عشان لما يطلع، عنده ولاد بره بيصرف عليهم، ايا ما كان. حصيله هذه المبيعات بتروح للمسجون. دي حاجه محترمه جدا. وعايز اقول لحضراتكم بقى ان من ضمن المنتجات اللي بيعملوها اكسسوارات، وانا اشتريت الحقيقه الاكسسوار ده وقلت هطلع بيه النهارده ان شاء الله. الاكسسوار ده عايز اقول لحضراتكم انه يعني هما كانوا فرشين كده مجموعه اكسسوارات، اكسسوارز كتير قوي، فانا عجبني، انا بحب اللون الازرق عموما. وطبعا ده معمول هاند ميد كله، والحجر ده يعني معمول، حتى الحجر فيه حجرة كده. أنا سألت السجينة أو النزيلة قلت لها بس الحجر إيه اللون الأسود فيه، التعريقة دي إيه؟ قعدت شرحت لي قالت لي ده من الحجر نفسه، وإحنا بنجيبه وبنعمله كذا وبنجمع القطع دي مع بعض. حاجة أنا لوهلة ما حسيتش خالص إن إحنا جوه سجن وبنتكلم مع مساجين، يعني أنا حسيت إن أنا بعمل تقرير مثلا بره في معرض موبيليا، في معرض إكسسوارات بجد، وبيتكلموا بصراحة وواثقين نفسهم وعندهم أمل وطموح، شيء محترم جدا. فأنا قلت لها أنا اشتريت دي وبوريها بلبسها عشان أوريها لحضراتكم، لأنه وعايز أقول لحضراتكم إن الأسعار حلوة جدا، يعني مش قليلة ومش غالية، يعني نفس الكوليه ده هو نفسه لو أنا هشتريه من محل في سيتي ستارز أو من محل في مول العرب أو من محل بره،
لا يعني بخبرتي المتواضعة مينيموم ضعفين السعر لو مش اكتر كمان، مينيموم هدفع ضعفين لو مش اكتر كمان. فانا بقول لحضراتكم بجد يا ريت نسال مؤسسه مصر الخير، عشان ده المنفذ اللي انا لما سالت اتقال لي قد يكون في منافذ اخرى. نسال مصر الخير ازاي نقدر نشوف منتجات مساجين، المساجين منتجات ومعروضات المساجين والمسجونات، ازاي نقدر نشوف المنتجات دي ونشتريها. هتلاقوا حاجات حلوه جدا وفي نفس الوقت يعني هتستفيدوا، واكيد اسعارها اقل من بره، وفي نفس الوقت فيها هدف انساني محترم جدا انك بتشجع النزيل ده او النزيله دي. وتاني انا احترمت جدا المصطلح ده ان قطاع السجون يتكلم عنه او يقولوا ويطلقوا يعني، بتشجعوا لانه في النهايه الفلوس دي بتروح للامانات الخاصه بهذا المسجون بيصرف بيها على نفسه او على اهل بيته خارج السجن. فانا بس كنت حابه اشارك الحاجه البسيطه دي مع حضراتكم. ده باب من ابواب عمل الخير على فكره، و يعني المسجون صحيح هو في النهايه ممكن يكون حد اخطا، بس هو نال عقابه بالقانون، يعني هو اخذ جزاؤه بالقانون. ففي النهايه هو انسان، وفي النهايه كلنا بنخطا، وخير الخطائين التوابون. ربنا يا رب يفك اسرهم. طبعا مهما قعدنا اتكلمنا على السجن وقلنا والانشطه اللي بتحصل وكده، في النهايه هو سجن، السجن هو سجن يعني ما فيهاش كلام. ربنا يا رب ما يكتبه على حد ابدا، وربنا يفك قصر كل مسجون وكرب كل مكروب، ويهون عليهم ان شاء الله ويقبل التوبه مننا جميعا يا رب. الرقابه الاداريه، وموضوع ده هنتكلم برضو فيه بشكل مختلف شويه عن ضبطيات ومتابعات الرقابه الاداريه للاسواق كمان واللي عمال بيحصل فيها، لانه حتى لسه النهارده او امبارح تقريبا انا شايفه صور لحد من التجار اتمسك، عشان لقوا ان هو واحد من التجار او يعني هو الكوماندا الكبير بتاع التجار اللي كان مسقع البطاطس، مش مسقع مش حاططها في التلاجة يعني، مسقع يعني خزن اعداد كبيرة جدا من البطاطس وما طرق، فالعرض قل. فلما العرض قل حصلت الكارثة بقى بتاعت البطاطس والنكت اللي عدنا نقولها بقى لنا 3 ايام دي، بطاطس سعرها ضرب في 5 مثلا. فالحقيقة انه هيئة الرقابة الإدارية نسقت مع وزارة الداخلية برضو والزراعة والتموين، وعملوا عدة حملات في المحافظات المختلفة لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس. والحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا. شايفين حضراتكم الكميات اللي مظبوطة على الشاشة دي؟ الكميات دي من حملة واحدة، يعني الداخلية شغالة أكتر والرقابة الإدارية عمالة بتقول لهم وبتدل، وفي هنا وهنا وهنا، والتموين بتنزل تعمل ظبطيات. ده يوم واحد مثلا كده. أصل أنا ليه الموضوع ده شغلني قوي؟ عشان إحنا على الجانب الآخر لما بنقول جشع التجار والمستغلين، يطلع لك حد يقول لك سيبوا بقى مسؤولية الدولة وقعدوا دافعوا عن الدولة واتكلموا على جشع التجار. أنا واحدة من الناس اللي بقول أنا زهقت من كلمة جشع تجار. جشع تجار يبقى يطبق عليهم القانون، جشع تجار يبقى أقوي الأدوات الرقابية اللي عندي، جشع تجار يبقى أطبق عليهم القانون بحيث أنه يعني المشهد ده أهو، ده المشهد ده جشع تجار. تخزين هذا الكم من البطاطس بالشكل ده بالمخالفة للقرارات المنظمة انها لا تخزن عشان ما يحصلش الكارثة اللي حصلت في الاسواق الكام شهر الكام يوم اللي فاتوا دول، اهو ده جشع تجار. بس في المقابل ايه؟ بقدم الصورة دي وانا مبتسمة وراضية كمواطنة، لانه عندي الرقابة الادارية مع الداخلية مع الزراعة مع التموين كشفوا الكلام ده ونزلوا عملوا الحملة دي كلها، صدروا كل الكميات دي. والله يسهل بقى للناس اللي اتقبض عليهم كده ان شاء الله يبقوا ياكلوا بطاطس بقى جوه السجن، عشان يعني الحقيقة ده جشع غير طبيعي الحقيقة. يعني هيئة الرقابة الإدارية كمان أهابت بجميع التجار المتعاملين بالسلع الغذائية الالتزام بالقانون، الالتزام بالقانون، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي مخالف. خلينا نروح لخبر امبارح تابعناه بكل أسى وحزن، أسى حقيقي وحزن حقيقي، لأنه احنا طول الوقت بنقول ما ينفعش تعتاد اعيننا، ولا ينفع ان احنا نترك صغارنا واولادنا يتعودوا
على مشاهد فيها إجرام، فيها عنف، فيها قسوة. لما بقول ده بقول دائما انه علينا ان نذكر انفسنا واولادنا بالانتهاكات الاسرائيليه المستمره تجاه ابنائنا من الشعب الفلسطيني، وما ينفعش وداني كده تاخد وتتعود على انه استشهاد فلسطينيين اثر اطلاق القوات الاسرائيليه قنابل مش عارفه عليهم وضربهم بالنار واسلحه الحيه وما الى ذلك. ما ينفعش اتعود على لازم كل حادثه من دي اقف عندها زي ما هو العالم كله وقف عند حادثه محمد الدره. صحيح يعني بعد ما العالم وقف رجع قعد تاني، بس يعني ما علينا. امبارح قوات الاحتلال الاسرائيليه طبعا احنا عارفين انها اعتدت على الاباء الرهبان المشاركين في وقفه احتجاجيه سلميه جدا. ايه الموضوع ببساطه؟ ببساطه شديده جدا، دير القدس، دير السلطان في القدس، وهو دير طبعا معروف ومملوك لمصر ومملوك للاقباط وللمصريين، الأقباط الأرثوذكس والمصريين منذ القرن السابع الميلادي. في حجرة وقعت كان ده من فترة، فالرهبان بلغوا هناك قوات الاحتلال الإسرائيلي، قالوا لهم إن هم حيرمموا، فقوات الاحتلال الإسرائيلي قالت لهم لا 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 لا، ما تتعبوش نفسكم، ما تعملوش حاجة، إحنا هنرمم. طبعا ده مش لله في لله، ولا لا سمح الله يعني كرم منهم، لا لا، وغلطان اللي يفتكر كده، واضحة جدا احنا اللي نرمم عشان احنا بعد شوية نقول انه الدير ده تبعنا واحنا اللي رممنا واحنا اللي فرضنا عليه سلطتنا. منظر طبعا اللي شفناه امبارح ده حقيقي اقسم بالله يعني تهتز له القلوب ويهتز له الوجدان. فكرة انه استخدم القوة عشان المشهد ده، يعني الاعتداء على وسحل يعني رهبان بهذا الشكل لمجرد ان هم اعترضوا وقالوا لا احنا عاملين وقفة احتجاجية سلمية للغاية بنقول فيها انه هذا الدير هو دير مصري مملوك للأقباط منذ القرن السابع ونحن سنرمم هذا الدير، ولا نريد من القوات الاحتلال الإسرائيلي اي شيء، ولا ان ترمم ولا ان تدفع ولا اي شيء. فيتم التعامل مع الرهبان بهذا الشكل. خدوا بالكم ان هنا ما بقولش راهب مصري، اصل هي فكره مش انه راهب مصري، هي فكره انه رجل دين. مش الفكره هنا انه ده راهب مصري كيف يتم، طبعا طبعا باعتباره مواطن مصري كمان، دي قصه ثانيه، لكن انا بالنسبه لي رجل دين، رجل دين ان يتم التعامل معه بهذه الاهانه وبهذا العنف وبهذا الشكل شيء مرفوض تماما. خلونا ناخد هاتفيا الأنبا أنطونيوس أسقف ومطران القدس. أهلا بنيافتك يا فندم. نيافة الأنبا أنطونيوس أسقف ومطران القدس معانا يا فندم؟ طيب هنحاول نعيد الاتصال بيه مرة تانية. خلونا بس هنا ناخد كمان على يعني الشأن المصري، لأنه طبعا يعني مصر كمان كان ليها وجهة نظر أو رد على ما شاهدناه بالأمس من هذه الصور. خلينا ناخد القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أهلا بيك يا أبونا. أهلا بك. الوضع دلوقتي يا فندم، احنا كنا المفروض معانا الانبا انطونيوس بس الحقيقه الخط فيه مشكله معاه، كنا هنكلمه من القدس نعرف برضو هل عند حضرتك اكيد طبعا معلومات تداعيات ايه تطور الموقف النهارده، ايه اللي حصل؟ ما زال الموقف متعلق هو يعني البلديه هناك مصره على انها تكمل الترميم، وده اللي رفضته الشخصيه بالتنسيق مع أنا بعتذر، هو الصوت بيقطع قوي، أنا مش قادرة أميز كلام حضرتك، معلش يا فندم الحركة تتحرك شوية لو سمحت بعد إذن حضرتك. كده كويس؟ اتفضل يا فندم. مازال الأمر كما هو يعني، البلدية الحكومة الإسرائيلية بتحاول ترمم الدير، ومازالت الكنيسة القبطية مصرة على إن الوضع دوت وضع مصري خالص، وان تقوم بالكنيسه القبطيه المصريه علشان ما تتنقلش ملكيه الدير لحد تاني، وفي تنسيق كامل ما بين الكنيسه القبطيه والقياده السياسيه
وزارة الخارجية وسفارتنا في تل أبيب التنسيق الكامل بحيث ان ازاي نشوف الامر ده يتحل ازاي. طيب احنا دلوقتي فندم ال 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 يعني الكلمات اللي قالها مطران القدس بالامس انه الاحتلال استخدم القوه لفض الوقفه، اخبرناه اننا سنموت من اجل الدفاع عن المكان ولا نتركه تحت اي ظرف. يعني انا عارفه انه عندما نتحدث عن الدين لا نسيس الامور ومش عايزين نتكلم سياسه، لكن الصدمه اللي عندنا كلنا يا فندم من امبارح الحقيقه كمصريين، انا بقولها كمصريين، انه ما شفناش منظمات حقوقيه عالميه، ما شفناش هيئات اجنبيه انتفضت لبشاعه هذه الصور، ما شفناش ردود افعال يا فندم اتجاه هذه الجريمه. يعني مش عارفه احنا هنا يعني حتى الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه هل تخاطب العالم؟ هل ننتظر موقف او رد رسمي من الخارجيه المصريه؟ انا مش عارفه الحقيقه يا فندم هنا بيبقى التعامل ازاي؟ هو الحقيقه يعني الموقف دوت من سنه 67 مطرنا في القدس كان واخد موقف دفاعي مهم جدا في مناصره القضيه الفلسطينيه. والحقيقه وكان يعني في عقاب للكنيسه الشكل دوت. لكن كنايسنا القبطيه في مختلف العالم كله ابتدت انها تعمل احتجاجات على الوضع دوت. كمان وزاره الخارجيه اصدرت فعلا يعني تنديد بالموقف، وكمان حتى فلسطين سواء وزاره الاديان هناك او القياده السياسيه هناك نددوا بالموقف دوت. وما زال الموقف احنا عارضينه على الساحه الدوليه يعني. تواصلتوا مع اي جهات يا فندم في مصر هنا؟ خارجيه. الكنيسه القبطيه بتنسق لحظه بلحظه مع القياده هنا. الموضوع اصلا مش بيخص الاقباط بصفه خاصه، لكن بيخص كل يعني عايز اقول كده الوضع المصري. صحيح انا قلت كده ودي حقيقه. صحيح الكنيسه مملوكه لمصر، فهي كنيسه مصريه خالصه يعني. هو يا فندم احنا عندنا معلومات انه الكنيسه القبطيه بتمتلك 23 وثيقه بملكيه دير السلطان من 1980 بالظبط، ومعانا كمان حكم المحكمه الاسرائيليه العليا سنه 71، والمحكمه دي الزمت الشرطه الاسرائيليه بدفع غرامات وانها تسلم الدير لغضون شهر ابريل 1971، وما تمش الموضوع دوت على اساس قالوا ان دي ارض محتله. لكن احنا حسب اتفاقيات البرلين والاتفاقيات العالميه المفروض ان الوضع كما هو عليه وقت الاحتلال، يعني الدير قبطي مصري وما يروحش لحد تاني يعني، وده اللي احنا متمسكين بيه. والحقيقه السفاره المصريه قايمه بدور كبير هناك تنسيق مع الكنيسه. يمكن حتى بعد ما ابونا مكاريوس في المشهد الصعب المؤسف اللي اتعرض على الميديا، صحيح السفاره بتاعتنا خرجته بعد نص ساعه من القبض عليه. وهو دلوقتي حالته النفسيه والصحيه ايه ابونا مكاريوس بعد ما تعرض ليه يا فندم؟ نشكر ربنا. والحقيقه التنسيق الكامل دوت هو اللي مخلي للامر في قوه يعني، ان التنسيق بيتم ما بين هنا الكنيسه والقياده السياسيه وما بين سفارتنا في تل ابيب ووزاره الخارجيه. وان شاء الله الامور يعني تمشي للافضل يعني. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. خلينا نروح إلى شكل آخر بقى من أشكال التعامل مع المختلف عنك دينيا أو عقائديا أو ما إلى ذلك. في 2012 كان في 2 منقبات في فرنسا، ساعتها فرنسا اشتكتهم أو يعني أدانتهم أو طلب أو دفعتهم بمعنى صح تعويض، يعني قالوا أنه غرامة مالية مش تعويض، عفوا غرامة مالية. في 2012 كانوا لابسين النقاب وفرنسا ساعتها السلطات في فرنسا قالت لك لا لازم يدفعوا غرامة، هم كده لابسين النقاب وده شيء غلط ومرفوض في الأعراف والقانون والدستور في فرنسا. الجديد انه في مجموعة خبراء أممية أدانوا فرنسا على اللي عملته في 2012 وانها دفعت هم الستتين دول فرنسويتين، فانه دفع يعني مجموعه خبراء امميه من الامم المتحده ادانت بقى فرنسا ازاي تدفعي السيدتين الفرنسيتين اللي كانوا لابسين نقاب غرامه،
طلبت باريس بالتعويض لهما، وكانوا الحقيقة لما كانت في 2012 ده حصل، والستتين دول المنقبتين دفعوا الغرامة، بعدها اتقدموا بشكوى في 2016 للجنة حقوق الإنسان اللي بتتبع الأمم المتحدة، إنه فرنسا كانت ضدنا وكان في تمييز ضدنا وإن إحنا منقبات وده حرية شخصية بترجع لنا، وهم دفعونا غرامة في 2012. هل تقرير الأمم المتحدة ده بيلزم فرنسا؟ هو مش إلزام، يعني لجنة حقوق الإنسان التابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما بتصدر، أو مجموعة الخبراء الأممية دي عندما تصدر هذه بيانات، ده مش يعني حتى لو قرار بس ده مش إلزام، ما فيهوش إلزام، يعني فرنسا ممكن تاخد ده وممكن ما تاخدش ده. خلينا نروح لصورة مختلفة شوية. احنا كتير قوي على مدار السنوات اللي فاتت دي لما كنا بنتكلم وبنحلل ونعلل أسباب سوء الخدمة الصحية في مصر، كنا من ضمن الأسباب، وبقول من ضمن عشان مش عايزة والنبي حد من السادة الدكاترة يزعلوا مني، السادة الأطباء المحترمين، يعني من ضمن الأسباب الرئيسية كانت فكرة إنك تدخل وحدة صحية ما تلاقيش الدكتور موجود، تلاقي حكيمة بس هي القاعدة. طب فين الدكتور؟ أصله مش موجود، أصله عنده نبطشية في مكان تاني. طب بس ما هو على الجدول موجود في الوحدة دي أو في المكان ده. بس هو مش موجود، هو في المكان التاني. يعني كان شفنا كلنا، شفنا ده كثير. يعني الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرر مجازاة عدد 134 طبيب وممرض وفني في مستشفى فقوس المركزي، خصم 3 أيام من المرتب. ليه؟ لأنه هم خرجوا على مقتضى عليه الواجب الوظيفي، غدروا مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني. دي الحقيقة لفتة أنا شايفها محترمة جدا. وهنا فكرة أنه أصل هو يعني فيش منطق. وبعدين لو حرك مثلا يعني لو في طبيب مثلا عنده فعلا جاله حالة emergency، حالة طارئة، أو حكيمة عندها مشكلة فجأة حصلت، يعني واحد، طب اتنين، طب تلاتة. لكن يعني هل معقولة في 134 دكتور وممرض وفني يبقوا غايبين عن عملهم؟ أما مين بيشتغل؟ طب لو لا قدر الله حادثة كبيرة، مشكلة كبيرة، لا قدر الله يا رب ما يجيب حاجة وحشة أبدا لأي حد يا رب، وأعداد كبيرة من المواطنين ومرضى دخلوا عايزين إسعافات بسرعة وعمليات جراحية وما إلى ذلك، لما أنا عندي 134 دكتور وممرض وفني مش موجودين. دي كانت الحقيقة لجنة من إدارة المتابعة الميدانية في ديوان عام المحافظة تحت إشراف الأستاذ عبدو سالم مدير الإدارة، عملت مرور مفاجئ على مستشفى فقوس المركزي وتبين عدم تواجد 134 طبيب وممرض وفني أثناء الزيارة، فقرر محافظ الشرقية أنه خصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي كما ذكرنا. لسه مع كل التطور اللي احنا بنتكلم ان احنا عايزين ننشده وبنقول عايزين نعمل فرق وعايزين نغير، ولسه كنت بقول لحضراتكم النهاردة ان شاء الله عندنا فقرتنا الاولى عن sustainable development او التطور او التنمية المستدامة والتطور المستدام في كل امور حياتنا. لسه مع الرؤية دي والفيجن دي والمستقبل ان شاء الله قدامنا والتكنولوجيا وكل الحاجات الحلوة اللي بنحلم ان احنا باذن الله نحققها، ان شاء الله يا رب هنحققها، لسه عندي مأذون شرعي بيجوز 22 فتاة قاصر. ما انا قلت ايه؟ لا، 52 فتاة قاصر. في معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم الهجرة الغير الشرعية والإتجار بالبشر افادت بقيام مأذون شرعي مقيم بدائرة مركز شرطة أدكو بالبحيرة محرر عقود زواج عرفية لقاصرات، وتم اتهام أحد الأشخاص وهو عامل بقيامه بتزويج بنته عندها 17 سنة بموجب عقد زواج عرفي. والسيناريو الطبيعي اللي بنسمعه بقى كتير، بقينا بنزهق منه، الأب جوز بنته عندها 17 سنة جوزها عرفي، الأب جوز بنته عرفي لواحد
والشخص ده اللي هو اتجوزها عرفي لما حملت منه قال لها لا مش ابني ورفض يعترف بالولد. القصة بقى السيناريو العادي اللي زهقنا منه وزهقنا نقول حرام عليكم تعملوا كده في بناتكم، جواز عرفي ايه بس وجواز قاصرات ايه بس، والمأذون ده الحقيقة انا معرفش تهمته في القانون ايه والله. خلونا ناخد هاتفيا زميلنا العزيز الاستاذ محمود عبد الراضي الصحفي باليوم السابع والمجتهد دائما. يا اهلا بيك يا استاذ محمود. يا اهلا بيك، ازيك يا استاذ، منور الدنيا دايما والله، وانت متالق بتحقيقاتك الصحفيه، انا بتابعك دايما وانت عارف، كل الاحترام والتحيه ليك يا فندم. يعني شرف لينا والله. الله يخليك. قول لي قصه تفاصيلها كده ايه، وانا مبسوطه والله على قد يعني الموضوع ما هو صعب، بس ان انا امسك مأذون مجوز 52 بنت قاصر او يعني جواز عرفي ده الحقيقه يعني مؤشر كويس. تفاصيل القصه ايه يا استاذ محمود؟ والله زي ما قلت حضرتك، يعني اللي بدا فتح الباب او فتح القصه ان زي ما قلت حضرتك ان واحد تزوج واحده قاصر عندها 17 سنه والمأذون للاسف ومأذون شرعي للاسف راح حرر لهم الزواج، وبعد ما حرر لهم الزواج للاسف بعد ما انجبت منه طفل رفض هذا الزوج الاعتراف بالطفل ده، فما كان من والد الفتاه او السيده اللي انه يلجا للشرطه وحرر محضر. اكتشفوا كارثه ان المأذون ده بياخد شيكات على بياض على الطرفين على الزوج والزوجه عشان يضمن انهم ما يلجاوش للجهات الامنيه والجهات القضائيه ويكون في مأمن. طبعا تم تفتيش مكتبه اتضح ان هو مزوج بهذه الطريقه 52 فتاه، 52 فتاة أعمارهم من 12 سنة إلى 17 سنة كلهم قاصرات. للأسف الكارثة بتكمن بإن 12 سنة دي تتجوز إزاي؟ 12 سنة دي تتجوز إزاي؟ أجوزها إزاي 12 سنة دي؟ للأسف والله يا أستاذة، يعني في مناطق بعينها بأكملها للأسف عندها هذا الزواج سائد، يعني 12 سنة يقول لك البنت في الأرياف دايما بيكون بنيانها الجسدي بيبان انه ان سنها كبير، لكن للاسف هي في الاول والاخر لا تكوين نفسي ولا عصبي ولا اي حاجه ولا هي فاهمه حاجه ولا فاهمه يعني ايه جواز ولا الكارثه ان التجربه اثبتت ان الامهات اللي بيقعوا ضحايا لهذا الزواج بيكرروا نفس الامر مع بناتهم، لما بتكبر ويكون عندها بنت تتزوج بنتها بهذه الطريقه، هي بتكون ناقمه على الجميع حتى لدرجه انها بتكون ناقمه على بنتها نفسه. فللاسف احنا اصبحنا امام كارثه بتتكرر يوم بعد الاخر، لكن عايزين حقيقه الامر ان نشيد بدور وحده او اداره مكافحه الاتجار بالبشر في وزاره الداخليه. يمكن الاداره هذه الاداره اللي تم مؤخرا دمجها لقطاع مكافحه الجريمه المنظمه في وزاره الداخليه، وبدات خلال الفتره الاخيره بتعمل شغل غير عادي في هذا المجال، وبتضبط عدد كبير من المتهمين وبتحلهم لجهات التحقيق. ان شاء الله باذن الله يعني رويدا رويدا يتم غلق هذا الملف، وان شاء الله باذن الله لا نسمح كثيرا عن مثل هذه الزيجات اللي للاسف يعني بتاثر على مجتمعنا بالسلب، وبيكون ناتج عنها العديد من الجرائم واختلاط الانساب، وعندنا اطفال مجهول النسب، وبعد كده المجتمع هو اللي بيشيل للاسف وبيحاسب على كل هذه المشاريع. استاذ محمود سؤالي الاخير ليك، وحضرتك ايدك قوي في التحقيقات الصحفيه دي وبتلف محافظات وبتتعامل وتسمع من الساده الضباط في الداخليه نوعيه القضايا اللي موجوده، يعني بعيدا بقى عن فكره ان احنا يعني في استضافتنا دايما خبراء ويعني علماء اجتماع واساتذه علم نفس وكده، طبعا ليهم كل الاحترام دورهم اساسي في المجتمع، بس انا قصدي عايزه حد زي حضرتك كده ايده في الموضوع قوي، نحلها ازاي دي؟ يعني سيبك من المأذون اللي ما عندوش ضمير اللي بيضرب عقود، يعني مأذون شرعي بيضرب عقود وبيجوز قاصرات، ده واحد ما عندوش ضمير هيتحاسب بالقانون. احل معضله ان انا اقول للاب والام والله العظيم اللي بتعملوه في بناتكم ده انتوا كده بتموتوهم، انك تجوز 12 و13 و14 سنه وجواز عرفي كمان، يعني انت كده بتذبحها، اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ والله بص يا استاذ، هو للاسف هذه المشكله يعني السبب الرئيسي فيها هي مساله ضمير بحت، يعني هي مساله ضمير مهما نقول الكلام الكبير عقد الندوات التثقيفيه ودور مؤسسات الدوله ودور العباده والاعلام، ياما الاعلام بح صوته وياما الناس مؤسسات الدوله بتقوم بواجبها بالكامل، لكن للاسف في الاول والاخر ضمير، لما ضمير مأذون شرعي راجل المفترض شيخ عارف امور الدين عشان كمية من الأموال اللي تم ضبطها معاه
يعني هو في الاول والاخر اب لما 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 يزوج طفله صغيره بهذه الطريقه الوحشيه وتحصل جرائم. يا زي ما بقول لحضرتك هي مساله ضمير، مساله في الاول والاخر مساله ضمير. فاذا كان شخص ما عندوش ضمير فمهما نعمل او مهما نحاول او مهما الاعلام او دور العباده او مؤسسات الدوله تقول وتحذر للاسف مش هيبقى فيه فايده. بشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز الصحفي محمود عبد الراضي زميلنا في اليوم السابع. الدنيا طبعا محتاجه شغل كتير اكتر من كده، بس والله زي ما استاذ محمود قال والله الاعلام ما مقصر، وبرامج وتوعية والدولة مش مقصرة وعملت وقوافل بتنزل وتتكلم مع الأهالي. معرفش الحقيقة في ايه تانية ممكن نعمله اكتر من كده، معرفش. هروح مع حضراتكم لتقرير، ومعلش في مجموعة تقارير تانية كتيرة للوقت عشان اخدنا بس النهاردة الاخبار كانت دسمة قوي. ان شاء الله لو لينا عمر بكرة يبقى عندنا مجموعة كبيرة من التقارير، هنخصص بكرة اغلب فقرة الاخبار لتقارير، عارفة حضراتكم بتستنوها. لكن هروح دلوقتي نشوف مع بعض تقرير في اتنين، ده مناسبة بقى عمل الخير، حاجة بقى على النقيض يعني. يعني في أب قلة ضمير وتسمح له إن هو يجوز بنته القاصر ويسيبها تتبهدل طول حياتها بعد كده، وادي جوزها مش راضي يعترف بالولد كمان. نروح بقى إلى النقيض، ناس كلها خير قلوبها خير، اتنين من أهالي عين شمس عملوا مبادرة زي مبادرات الحقيقة كتيرة شبهها يعني شفناها في الفترة اللي فاتت دي، بس قلنا إنه أي مبادرة من النوع ده إن شاء الله هنلقي الضوء عليها. مبادرة ضد الغلاء في منشية السد العالي في عين شمس. حددوا يوم واحد في الأسبوع، اليوم ده هيبيعوا فيه المنتجات بأسعار أقل من الأسعار العادية. نزلنا واتكلمنا مع أصحاب المبادرة دي وعرفنا خضار بقى وفاكهة. هتلاقوا ناس طبعا بتقول إنه إحنا مستنيين كمان إن اللحمة تدخل في المبادرة. في ناس تاني من الأهالي بيقولوا ما هو اللحمة كمان أو اللحوم كمان موجودة. الفكرة في حد ذاتها فكرة محترمة، إن إحنا نحس ببعض. و يعني حضرتك كتاجر كده او كبياع، او لو يوم واحد في الاسبوع كده عملت فيه تخفيضات، تخفيضات بجد، نزلت شويه في الاسعار، عملت مبادره حلوه تساعد بيها الناس، ربنا يكرمك وييسر عليك رزقك كده، وهتشوف والله فرق كبير على فكره. لانه من صار بين الناس جابرا للخواطر، ربنا باذن الله بيجبر خاطره ان شاء الله. يا رب يرزقنا جميعا جبران الخاطر. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا احمد صالح عن اطلاق هذه المبادره لمواجهه ارتفاع اسعار الفواكه والخضروات في عين شمس، ونرجع على طول على اولى فقرتنا تتحدث عن تنميه المستقبل، تنميه الحياه، التنميه المستدامه ما هي ببساطه شديده، وكيف تسير مصر على خطى دول العالم في الحديث عن او تفعيل التنميه المستدامه، مع ضيفنا الكريم الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزير البيئه للتنميه المستدامه بعد هذا التقرير. انطلقت مبادرة شباب ضد الغلاء بمنطقة عين شمس لبيع المواد والسلع الغذائية بسعر الجملة لمدة 3 أيام في الأسبوع، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. احنا بدأنا أول المبادرة بثلاث محلات، كان معنا عطارة وخضار وجزارة. نجحنا بأول مبادرة ونجحنا بالتانية، ان الناس هي اللي بتيجي تقول انا عايز اخش معنا. هدفنا في المبادرة ان احنا نسعد اي طفل نفسه بفاكهة، أبسط حاجة إن العيل الصغير نفسه اللي هو ياكل فاكهة، الأم نفسها تجيب طماطم رخيصة. الهدف من المبادرة إن احنا بنساعد الناس الغلابة وبنساعد المنطقة على غلاء المعيشة اللي البلد فيها. أهل المنطقة أو التجار أو البياعين بتوع المنطقة هم اللي ساهموا معانا بالمبادرة لما سمعوا عنها، فإحنا كلنا إيد واحدة. احنا بنخدم اهل المنطقه والناس الغلابه. حضرتك احنا دخلنا المبادره ديت عشان خاطر الاسعار الزياده والكلام ده كله، فبنخفض في الاسعار، ومش احنا بس يعني كل المحلات اللي جنبنا. وكنا يعني نزلنا في اسعار كتير، كيس رز ب 78 كنا بنبيعه ب 55، يعني اسعار كتير بننزلها. ومش هي دي المبادره بس اللي احنا عملناها، كان في قبل كده كذا مبادره، وكل شهر كنا بنعمل نفس الكلام. يعني كل المحلات بتتحد مع بعضيها ونعمل بقى يعني كل اسبوع. كلمني عن اسعار الخضار دلوقتي. اقل من سعر الجمله، والحاجه دلوقتي احنا بنبيع ب 7 جنيه الموطه، ارخص من الجمله اصلا، سعرها في السوق 9 جنيه و8 ونص. كنا عايزين نعمل مساهمه لاهل المنطقه يعني، كنا عاملين مبادره هنا وبرده في المحل الثاني في السوبر ماركت. دلوقتي اللحمه ب 100 جنيه،
سعرها في السوق 130 جنيه. المبادرة احنا عملناها الاسبوع اللي فات وقعدت 3 ايام، والاسبوع ده النهارده برضو مكمله لاخر الاسبوع ان شاء الله. هو الجزار عارف بيكسب ايه وعارف بيخسر ايه، هو مش هيخسر حاجه لما يجرب، وبعدين يوم كده يعتبروا الناس الغلابه عادي. هشتري حاجتي الاسبوع عشان ما اخش الشارع. ده القطه المستويه ب6 عند الراجل، اما الجامده ب8 وب9 وب10 هنا ما شاء الله ب6.5. القطه طبعا في فرق، كانت ب10 دلوقتي ب7، ففي وفره 3 جنيه بس. كل بقى انا عايزه كله، يعني كمان اللحوم مش الخضار وبس. شيء كويس طبعا، عشان يعني في ناس كتير ما بتقدرش تجيب الحاجات دي. لو نازل حتى هتجيب لحمه وتجيب خضار وما اعرفش ايه، مش هتكفي ال 200 جنيه. فده شيء كويس ان هم بيعملوا مبادره لان الحاجه ترخص. في أي مسيرة من مسيرة التنمية اللي طول الوقت بننشدها في مصر، في دولة مرت بظروف كتيرة جدا، مرت بثورتين، مرت يعني متاعب اقتصادية كبيرة جدا، في ظل هذه المسيرة بنبقى طول الوقت عايزين نتكلم عن خطط التنمية. والعالم كله الحقيقة، العالم كله ما بقاش دلوقتي خالص بيفصل الكلام عن التنمية والديفلوبمنت والتطور عن التنمية المستدامة. مصطلح ده بقالنا كام سنة في مصر هنا بنتكلم عنه، ومن قبلها بسنين كتيرة الحقيقة العالم سبقنا واتكلم كمان عن فكرة التنمية المستدامة. ده مفهوم عام يمكن بيقصد بيه بشكل عام كده تحسين جودة الحياة في كل مناحي الحياة، البيئة، الهواء اللي بنتنفسه، المحيطات، الأبحار، البحار، الزراعة، الصناعة، مكلفات الصناعة، التعامل معاها، كل حاجة، كل حاجة في النهاية تعود على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بصفة عامة بالفائدة. في مصر هنا إلى أي مدى إحنا متماشين مع الخطوط الرئيسية للتعامل مع رؤية 2030 والتعامل مع التنمية المستدامة؟ عايزين كمان نعرف أكتر عن أهميتها، ومين الأطراف اللي المفروض تشتغل على التنمية المستدامة. يعني هل عندي جهة واحدة بقول هي دي الجهة اللي مسؤولة عنها، ولا جهات كثيرة والحكومة بصفة عامة والمواطن كمان قد يكون ليه دور في تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة اللي هنعرف طبعا المقصود بيها. من ضيفنا الكريم اللي منورنا الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة. يا أهلا بحركة دكتور. أهلا يا فندم. منورنا يا فندم. الله يخليك يا فندم، شكرا لك. في ناس كثيرة المصطلح ما بقاش خلاص جديد بالنسبة لهم، تنمية مستدامة، وطول الوقت بنقولها قاعدين بنقول في فيجن وفي 2030 جاية إن شاء الله وحاجات كتير قوي، بس في ناس لغاية دلوقتي ما تعرفش المقصود قوي بمصطلح التنمية المستدامة. يا ريت بالشكل المبسط جدا نفهمه للسادة المواطنين يا فندم. أولا يعني حضرتك أشرتي إن هو مفهوم مش جديد، وده مفهوم الحقيقة طلع من حوالي يمكن 20 سنة أو أكتر، 1987 بالتحديد لما أطلق تقرير خاص بالأمم المتحدة كانت أطلقته سيادة الوزيرة جرو برونتلاند هارلم برونتلاند، اللي هو مستقبلنا الموحد أو العام الخاص برؤية للمجتمع الدولي بأن يحصل تحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط التنمية المستدامة. بمعنى ايه؟ ان احنا النهارده كلمة مستدامة نفسها معناها ايه؟ معناها ايه حضرتك؟ يعني هو النهارده بنتكلم على احنا عندنا الانماط التنمية التقليدية في هدر للموارد، في عدم كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، سواء مية، سواء مياه طاقة، سواء مدخلات أخرى. الهواء نفسه. الهواء ده طبعًا اثار سلبيه بقى لانماط التنميه التقليديه اللي احنا بنقول ده مفروض دلوقتي يبقى حصل او يحصل له تحول، ما ينفعش ان احنا نمشي بهذا المعدل او بهذه الوسيله او الوتيره اللي تمت في الماضي. بنتكلم على حته جزئيه الاستدامه. احنا النهارده اي تنميه سواء مستدامه او غير مستدامه، البني ادم او الويلفير بتاع البني ادم نفسه هو الاساس، هو الكور
ما كانش النهارده رفاهيه وصحه الانسان هو الاساس، كواليتي اوف لايف ونوعيه الحياه، كل ده ما كانش النهارده البرامج التنميه او خطط التنميه ينتج عنها اثار ايجابيه على المواطن نفسه، يبقى احنا ما بنحققش تنميه ايا كان بقى المصطلح بتاعها. انما احنا النهارده لما بنقول تنميه مستدامه بنقول ايه؟ بنقول النهارده لازم يبقى في تكامل لابعاد التنميه المستدامه اللي هم الثلاثه، البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. جرى العرف زمان في انماط التنميه التقليديه انه بيعمل تنميه اقتصاديه بيسميها اقتصاديه بس بتبقى على حساب البعد الاجتماعي والبعد البيئي، يعني بيبقى في هدر الموارد، بيبقى في تلوث هواء ميه اراضي، كل ده طبعا بيبقى له اثار. فانا بعمر حته او بنمي حته بس بضر قصادها حاجه ثانيه، بضر قصادها حاجه ثانيه، وبعدين ما بحققش البعد الاقتصادي. يعني انا اذا كنت انا بستهدف او عايز احقق بعد اقتصادي على حساب ابعاد اخرى، مع الاسف الابعاد الاخرى دي بيبقى ليها مردود. ممكن ناخد مثل بسيط عشان اغلبنا فاهمين في الحته دي، مثلا واحد عايز يزرع فدان، هقول لحضرتك لا في مثال مثلاً اوضح من كده كمان، ان هو النهارده عندنا البحيرات في مصر معظمها يعني اهدرت قيمته، صحيح، المخلفات الصناعيه بتنزل او تم طرحها في هذه البحيرات، المخلفات الزراعيه، المخلفات البلديه. فالنهارده دي كانت مصدر ثروه سمكيه ممكن بيتروي منها، ممكن تبقى مصدر سياحي، ممكن تبقى جذب للسياحه. فنتيجه الانماط التنميه التقليديه اللي هي غير مستدامه نتج عنها ان احنا هذه الثروه اهدرت، عشان نصلحها تاخد يعني مش بس وقت، مليارات من الفلوس. عايزين نعمل تدوير مياه، عايزين عشان نعيد الحالة الطبيعية لهذه البحيرات إلى حالتها الطبيعية هياخد وقت وهياخد وفلوس كتير قوي. بالإضافة لأن وهي كانت عندنا أصلا، بالإضافة لأن يعني طب النهاردة الصحة بتاعت الناس المقيمين هناك إيه؟ طب أخبار العمالة إيه؟ بنسمع على الناس بتهرب من المناطق دي وعايزه تهاجر وتسيب المناطق، ما هو ما فيش فرص عمل، الثروه السمكيه اهدرت، مش عارف يزرع، يبقى احنا ما فيش تنميه. في كام حاجه خسرنا فيها يا فندم؟ كتير قوي. ما هو حضرتك النهارده احنا يعني لو جينا بصينا مش بس في مصر، يعني في معظم الدول اللي هي لم تتبع او لم تنتهج هذا النهج للتنميه المستدامه هنلاقي اصلها او الكور بتاعها هدر للموارد الطبيعية وهدر للبيئة نفسها وعدم استخدام البيئة بصورة سليمة. احنا هنا عندنا في مصر احنا عندنا طيب المخلفات بتنزل نهر النيل، المخلفات ممكن بتترمي في البحر، ده أثره ايه على السياحة؟ طب النهاردة في النهاردة ممكن السياح ييجوا في مناطق يتم إلقاء المخلفات البلدية او المخلفات الصناعية أو الزراعية في مئات النيل النهاردة. طب اللي هو بالحديث عن البيئة يا دكتور، مثلا ومثال كنت لسه الأسبوع الماضي بتكلم عنه والحقيقة بقالي كتير بتكلم عنه، مثلا عندنا الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتستخدم سم الاستركنين وهو سم محرم دوليا لقتل كلاب الشوارع، وهي طريقة العالم كله تأكد أنها ليست طريقة فعالة، وأنه الطريقة الفعالة اللي فيها تنمية مستدامة للتعامل مع كلاب الشوارع بشكل آمن على الإنسان وعلى الحيوان هو عمليات التعقيم وليس استخدام السم اللي بيدمر البيئة مثلا. ما بالظبط، يعني حتى لو طبقنا يعني غير ان هذا موضوع غير آدمي وغير أخلاقي وغير أو مش متماشي مع أيا من الديانات أو أيا من السلوك السوي الحقيقة، عشان برضو نبقى واقعين في هذه في هذا الموضوع. إنما حابب تكلمي على المبيدات. طيب ما احنا المبيدات في قطاع الزراعة أخبارها إيه؟ ما احنا النهاردة بنتكلم على استخدام بعض المبيدات الضارة بالصحة اللي هي بتلوث الفود تشين، نفس الأكل اللي احنا بناكله، بتفسد التربة نفسها، بتفسد المياه الجوفية اللي احنا برضو بنستعملها للري أو للشرب. الأثار السلبية بقى على مش بس صحة البني آدم وصحة والطبيعة والبيئة والآخره. طيب القيمة المادية لو قيمنا أو قومنا هذا الهدر أو هذا أو الأسلوب من التعاطي مع البيئة ومع قطاع الزراعة،
بيكلف الدولة قد ايه؟ تكاليف صحية، مستشفيات، الانتاجية بتاعت نفس خسارة في المحاصيل الزراعية، المحاصيل الزراعية نفسها. طيب هل نقدر احنا بنصدر منتج بنستخدم فيه مبيدات ضرر بالصحة؟ ما هو هيروح البلاد اللي احنا، وده بيحصل، احنا ما هيروح وهيترفض، هيترفض وهيرجع لنا تاني. بالظبط كده. فيبقى احنا يعني ده هنا بيؤكد الربط ما بين الاستخدام او يعني التوظيف البيئة بطريقة سليمة ومردودها الاقتصاد. ممكن اسأل حضرتك سؤال في المثل العظيم اللي حضرتك ضربته ده يا دكتور حسين، او حسين لو سمحت، هل انا مثلا في حاجة زي المثل اللي حضرتك ضربته موضوع المحاصيل وكده، هل انا محتاجة هنا بقى عشان اطبق التنمية المستدامة عندي وما لقيش في النهاية الاوتكم ده ان انا اعمل انتج محاصيل تتصدر بره وترجع تقعد في ارابيزي تاني، تمام، هل انا هنا محتاجة بحث علمي اقوى، محتاجة رقابة اكتر، محتاجة تكاتف اجهزة اكتر من الدولة، محتاجة اعمل ايه يا فندم؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، يعني احنا برضو احنا داخلين في طبعا موضوع العولمة موجود علينا، موجود من فترة الحقيقة، وده موضوع يعني لا يجب اغفاله، وعملية التطور التكنولوجي السريع او سريع الوتيرة الحقيقة جدا اللي احنا لابد ان نواكبه، وتطبيقات هذه التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة ده مهم جدا في كافة القطاعات. احنا لما بنيجي نتكلم حاجة يعني تنمية مستدامة بنقول ايه؟ ما هوش خيار، يعني ما احنا يعني ما نقدرش نقول طب احنا نعمل تنمية مستدامة ولا ما نعملش، ولا نعمل جزء تنمية مستدامة والباقي تنمية تقليدية. هو ده مش اوبشن بالنسبة لي، اتس نوت ان اوبشن، وي دونت هاف ا تشويس. احنا لازم نمشي في هذا المسار عشان هو ده المسار اولا اللي اثبت ان هو المسار الصحيح. وده يعني النهارده لما الامم المتحده من 2016 لما طلع اهداف التنميه المستدامه 17 واللي توافق عليها المجتمع الدولي كله بما فيهم مصر، معناها ان المجتمع الدولي كله والدول كلها وافقت ان هو او اتفقت على ان لا يمكن الاستمرار في اتباع انماط التنميه التقليديه، ولابد من هذا التحول الى انماط تنميه مستدامه. واحنا بنتكلم على الكلام ده في كافه القطاعات، يعني احنا مثلا ناخد في مصر، واحنا عندنا البوتنشال، عندنا الامكانيه ان احنا يعني نحدث هذا التحول. مش يعني نقدر نقول احنا ساعات نقول ايه بس هيبقى مكلف، طيب ما احنا اصلا بنصرف، طب احنا بنصرف نصرف صح ولا نصرف في مجالات او مناحي ممكن ينتج عنها اثار سلبيه مش بس على الناحيه الاجتماعيه والبيئيه، لا على الناحيه الاقتصاديه. احنا بنتكلم في هذا المضمار على ايه؟ بنتكلم على مثلا الزراعه المستدامه والزراعه العضويه اللي احنا اورجانيك. بالظبط، مصطلح اورجانيك بالظبط، يعني ده عندنا ناس كتيره دلوقتي تدخل تقول لك، تدخل السوبر ماركت تقول لك انا هشتري منتج اورجانيك، فتقول له حضرتك فاهم يعني ايه؟ تقول له لا هو اللي انا فاهمه انه عضوي، يقول حضرتك انا فاهمه انه عضوي يعني ما بيدخلش فيه كيماويات. ما بيخش فيه ما هو النهارده احنا يعني هل احنا كنا نسمع على الامراض اللي كانت بتصيب؟ هل بالصدفة يا فندم مصر بقت من أعلى دول العالم في الإصابة بالفشل الكلوي؟ ما حضرتك هل ده صدفة يا فندم؟ لا مش صدفة، يعني النهاردة بنتكلم برضو على مياه الري. ما احنا عندنا مشكلة في مياه الري، يعني احنا في بنتكلم على معالجة ثلاثية قبل ما يتم الري بي، وبعدين ما نتكلمش على الصرف في استخدام مياه الصرف في اي محاصيل، احنا بنتكلم على استخدامها مثلا في الغابات الشجريه او في المنتجات اللي هي يعني مش هتبقى للاستهلاك الادمي. فاحنا بنتكلم ده في مجال الزراعه، احنا النهارده لو مشينا في هذا المجال، مجال الزراعه المستدامه والزراعه العضويه، مش بس هيحسن الصحه، هيدي مجال لمصر في التصدير خارج الحدود بتاعتنا. دي حاجة. بنتكلم على السياحة المستدامة أو السياحة البيئية اللي هي برضو إن إحنا عندنا البوتنشل فيها، وإحنا شايفين إن إحنا عندنا الإمكانية طبعا، وإحنا في السياحة يا فندم في حاجة في مقومات السياحة في العالم مش موجودة عندنا في مصر، آثار، وعندنا بحيرات ومحيطات ونهر النيل والأقصر وأسوان ومنتجعات، وعندنا موارد بشرية، وعندنا الهوسبيتاليتي اندستري نفسه في مصر، صناعه الضيافه في مصر نفسها عندنا.
احنا كنا من الاوائل في الوطن العربي اللي عرفنا يعني ايه نفتح فنادق ونستقبل ناس ورغم ذلك يعني ما احنا يعني في الرانكينج بتاعنا رغم ان عندنا كل هذه المقاومات من بعد ثوره يناير الحقيقه تراجعنا جدا بالظبط كده. انما احنا هنا لما ناخد الامثله الايجابيه الموجوده في مصر هنلاقي مثلا الفنادق البيئيه الموجوده في سيوه مثلا هنلاقيها اولا ده كفاية اسمه انا نفسي اروحه كهف الملح اظن كده اظن كهف الملح بكهف كل مكوناته من جوه املاح طبيعيه فبيشفي من يعني باذن الله طبعا يعني من امراض والروماتيزم واللي عندهم مشاكل عظام وغير الطاقه السلبيه اللي بيطلعها يعني الاجانب مثلا يعشقوا ده وحضرتك تلاقي اغلبنا كمصريين مش عارفين اصلا ان عندنا حاجه اسمها جبل او كهف الملح ده لو عرفنا سيوة اصلا فيها ايه بالظبط خصائصها ايه بالظبط يعني هو حتى بالمعدلات النمو العالمي الخاصه بالسياحه السياحه البيئيه معدلات النمو بتاعتها اعلى تقريبا من 25-30% مقارنه بالسياحه التقليديه اللي هي تقريبا من 13-15% فدي معدلات عالميه طب ما احنا ليه ما ننتهزش هذه الفرصه ونستثمر اكتر في هذا المجال بدلا من الاستثمار في السياحة التقليدية والمردود بتاعه على الصحة عالي جدا وجذب سياحي عالي جدا والمردود على البيئة عالي جدا فيعني هنا زي ما بيقولوا وين 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 سيتويشن يعني بيحقق بعد اقتصادي بيحقق بعد اجتماعي وبيحقق بعد بيئي بيوفر فرص عمل بيحسن الصحة بيقلل تكلفة المرض فهي دي هنا حضرتك يعني دي جزئيه الاستدامه ان احنا نستخدم الموارد بصوره يعني احنا هو الاقتصاد كان ابتدى يعني يبقى ماشي في ثلاث مراحل يقول اتس ديجنريتيف ايكونومي يعني بيهدر الموارد او بيستنزف الموارد بصوره غير مستدامه الى سستينبل ايكونومي اللي هو بيبقى اقتصاد مستدام مستدام بمعنى ان بتستخدم الموارد النهارده بحيث انك انت لا تهدر الموارد للمستقبل. للاجيال المستقبليه صحيح. النهارده بيتحولوا الى ما يسمى الى ريجنريتيف ايكونومي يبقى بتعظم من الديجنريتيف لريجنريتيف من المستنزف للمنتج او المتجدد بحيث ان احنا النهارده تستثمر في الشمس تستثمر في الرياح تستثمر في المياه كل الكلام ده فانت بتستثمر النهارده عشان كده نرجع نقول ايه ايه هم التو اسينشال ارمز بتاع التنميه او الذراعين الاساسيين للتنميه المستدامه الفاندمنتالز خلينا نقول الاساسيات الاستثمار في راس المال البشري انا بقول راس المال البشري مش فقط موارد راس مال والاستثمار في الراس المال الطبيعي اللي هي الموارد هم دول رأس المال البشري اللي هو التعليم والصحة والثقافة وكل الكلام ده مهم جدا كستارتنج بوينت وده الدول اللي عملت احنا بنشوف الدول عملت ايه الدول اللي هي عملت طفرة ما عملناش لا ما بنخترعش احنا ما بنخترعش حاجة هم عملوا كده يعني واحنا كان عندنا كده بالظبط كده يا فندم احنا اول دولة في المنطقة كلها عندها صناعة سينما عملناها وصدرناها للعالم لسه ثقافة. والله من ايام قليله الثقافه لسه من ايام قليله بتفرج على انترفيو لله يرحمها فاتن حمامه كانت عاملاه ابيض واسود بالفرنساوي يعني حاجه تشرف بشكل ده مش حقيقي. عادي ده حقيقي ما هو بالظبط حاجه كده يعني احنا النهارده احنا برضه لما نقول الثقافه والسياحه صحيح طب ما احنا النهارده ما يبقاش في ثقافه هنقدر ننمي السياحه؟ لا ما في عندنا ثقافه التعامل مع السائح شكلها ايه؟ ما ينفعش فاحنا ده عشان كده بنتكلم على الاستثمار في العنصر البشري او الراس المال البشري اللي هو هيزود الانتاجيه في كافه المناحي، هيزود الكفاءه في العمل سواء سيفل سيرفنس او الموظفين الحكوميين او في الحقل او في المصنع او في ايا كان المجال في الشارع او في الشارع الحكوميه في اي مكان فدي جزئيه وبعدين بنتكلم على الاستثمار في الموارد الطبيعيه يعني النهارده برضه احب اتطرق الى نقطه مهمه اللي هي نقطه الميه يعني الميه يعني احنا بنقول ايه طيب معظم مصادر الميه بتاعتنا مصدر خارجي
بلاد اخرى مثلا زي سنغافور او زي بلاد اخرى مماثله لها ما عندهاش، او الاردن او غيره، يعني ما عندهمش مصادر ميه زي النيل عندنا. طب احنا عندنا مصدر النيل. طب لما بيحصل النهارده في مشاكل زي ما احنا عارفين، مشاكل خاصه بالاستمراريه او السستينابيليتي بتاع الفلو بتاع هذا المصدر، تدفق مين. تدفق بالظبط كده. طيب التغيرات المناخيه اثرها ايه على استمرارية؟ شايف السيول يا فندم اللي بتحصل في العالم ما كناش بنسمع عنها. لسه البحر الميت النهارده وكان الله في عون. فاحنا بنتكلم على بنتكلم على الايكونومي او الاقتصاد، لازم يبقى ريزيلينت، يعني اولا فلكسبل، يعني في مرونه فيه، ومقاوم للمتغيرات الطبيعيه والاقتصاديه الاقليميه والعالميه، بحيث ان احنا النهارده ما نبقاش تحت رحمه، اذا كان نتكلم على الميه، عشان كده احنا النهارده متوجهين باستثمارات جامده جدا في تحليه مياه البحر. مش هينفع ان احنا نستمر وبندي تسهيلات للمستثمر في القطاع ده، لانه الدوله محتاجه له كمان. والاستثمار في تدوير المياه واعاده استخدامها والكفاءه في استخدام المياه في جميع المناحي، مع ترشيد الطاقه. بالظبط، ما هو مرتبط. مش بس حضرتك ترشيد الطاقه في هذا المجال، احنا بنتكلم على النهارده الاستثمار في البحث العلمي. حضرتك تطرقت الى البحث العلمي، وده برضو يعني دي نقطه مهمه. احنا النهارده الاستثمارات اعتقد في البحث العلمي اقل من 1%، وده مش هيعمل، مش هيحقق طفره تنمويه بهذه المعدلات. لازم المعدل يزيد. يعني الدول اللي عملت، يعني مثلا كوريا لما ابتدت تعمل النهضه بتاعتها كان الاستثمار بتاعها يتراوح ما بين 4 و5% من الدخل القومي، عشان تقدر تستثمر في البحث العلمي وتستثمر في زي ما بنقول اقتصاد المعرفه. احنا النهارده هو ده التوجه العالمي، النهو كمان يا فندم، ما هو ده النهارده التوجه العالمي، وده التوجه الحقيقه. هل انا كنت صح على مدار سنين طويله قوي اني لما كنت باجي احاول اجذب مستثمر من بره فهو يجي لي جاهز بالنوهاو بتاعته، بس هي تفضل بالنسبه لي انا ما اعرفهاش، ما عنديش تفاصيلها؟ لا لا، ما هو لا، ما ينفعش. احنا بنتكلم على هو متحكم في الفكره وفي المشروع فروم اي تو زي، وانا ما عنديش سيطره حتى عليه. لا لا، يعني شوفي حضرتك، احنا هي كذا لها كذا اسبكت او عامل. اولا البيئه المواتيه والجاذبه للمستثمر والمستثمرين، وده دولة بتتعامل معاه الحقيقة بجدية جدا. البيروقراطية دي لازم نتعامل معاها، والفساد دولة بتتعامل معاه بجدية جامدة جدا. إجراءات الجذب المستثمر وإعطائه التسهيلات اللازمة دي مهمة جدا، إن احنا المناخ يبقى مواتي لجذب هذه الاستثمارات وجذب هذه الشركات الكبيرة، اللي هي لما تيجي مش بس بناخد منها نهاب، بناخد منها التريننج، وبنعمل عمليه توطين لهذه التكنولوجيا، بحيث ان احنا تدريجيا، احنا مش عايزين نبقى دايما متلقين للتكنولوجيا، عايزين نبقى منتجين لهذه التكنولوجيا زي ما بلاد كتير سبقتنا فيها وابتدت معانا. يعني الحقيقه احنا ابتدينا الثوره بتاعتنا من 60 70 سنه، دول كتير عدت في المرحله دي عشان انتهجوا هذا النهج منذ فتره الحقيقه. فاحنا دلوقتي ده التركيز الحقيقي، ان هذا جذب هذه الشركات الكبيره بحيث ان احنا نستفيد منها، نبني على هذه التكنولوجيا ونعملها ادابتيشن بما يتوافق مع الظروف المحليه الخاصه بينا، ويبقى ايفنشلي نقدر نصدر في النهايه، يعني نقدر نصدر لمرحله التصدير. بالظبط، يعني احنا النهارده يعني لما يكون توجه الدوله ان مصر تبقى هب او مركز للطاقه الشمسيه والطاقه متجددة بصفة عامة، احنا بنتكلم على التصدير، يعني الاكتفاء اولا الذاتي من هذا المصدر اللي هو الرينيول المتجدد وتصديره، ومش بس تصدير الطاقة نفسها، لا احنا بنتكلم على تصدير مكونات، ننتج مكونات الالواح الشمسية مثلا على سبيل المثال، ويتم تصدير هذه المكونات. طب انا عندي هنا يا فندم سؤالين في الجزئية دي. عندي سؤال اولا جاي لي بس من مشاهد كريم جدا بيسال سؤال فعلا منطقي قوي، بيقول اليس من الافضل ان يطلق عليها تنميه متكامله؟ قد يكون المعنى هنا ادق، تنميه متكامله وليس مستدامه.
شو هقول لحضرتك حاجه، هو يعني هم ساعات يقولوا ايه اللي هي زي ما بنسميها كده انتجريتد. ما هي انتجريتد، هي انتجريتد، هي انتجريتد بمعنى ايه؟ يعني احنا بنتكلم كمان على انتجريتد بوليسي ميكنج، يعني عشان احنا عندنا سياسه متكامله، سياسه متكامله ويتم دمج فيها الابعاد الثلاثه للتنميه المستدامه البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالاضافه الى حضرتك اشرت الى نقطه، مين المسؤول عن تنفيذ اهداف التنميه المستدامه؟ مش بس الحكومه، ده المجتمع ككل. بحرك قلت بقى انتجريتد بوليسي ميكنج بالظبط كده، يعني سياسه قرار متكامله. متكامله بمعنى ان اولا في صياغه هذه السياسات يجب ان تتفاعل وان يشارك فيها كافه اطياف المجتمع. نتكلم على الجمعيات الاهليه، المجتمع المدني، القطاع الخاص، بنتكلم على المناطق الجغرافيه المختلفه يبقى مشاركين فيها، بنتكلم على دور واضح للمراه، دور واضح للشباب، دور واضح للذوي القدرات الخاصه او القدرات الخاصه، يبقى كله الحقيقه لما يبقى في مشاركه مجتمعيه حقيقيه في صياغه هذه السياسات يبقى نقدر نحقق من هذه السياسات هتبقى اكثر فعاليه، عشان يبقى في مشاركه في التنفيذ وهيبقوا يعني عايزينها تنجح، مش مجرد ان هو جات له سياسه من فوق ومفروض هيطبقها. صحيح. لا، هو شارك فيها وبالتالي طيب. عايز يساهم هنا فيه. ما هي هنا بقى البوليسي شيرنج مش ميكنج، المشاركه بالزبط. وده برضو يديني سؤال تاني قبل برضو باخد رد يعني دقيق من حضرتك على موضوع ليه ما تبقاش تنميه متكامله، ليه او هي بالفعل تنميه متكامله بس ليه اسميها مستدامه مش متكامله. بس هدخل برضو في سؤال تاني، انا دلوقتي عندي القياده السياسيه على راس الـ 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 السياسه في مصر، هي قررت انه احنا هنشتغل على التنمية المستدامة، احنا هنكمل في الملف ده، احنا اي مشروع هيتعمل كبير كان او صغير، اي استثمار هنفكر نجذبه لازم نفكر فيه في التنمية المستدامة والاستغلال الامثل لمواردنا، وزي ما قلنا بما لا يضر بمصالح الاجيال القادمة والموارد القادمة في المستقبل. انا هنا بقى هل بقول للدولة وبقول للقيادة السياسية انه عليها دور تاني فكرة انه تمرير بقى القرارات دي، ولا هتتشابك ازاي؟ يعني النتورك يا فندم اللي هتشتغل على التنميه المستدامه، المثال اللي حضرتك ضربته في البحيرات مثلا وما قالت اليه بحيراتنا للاسف الشديد من مقاسي، ده بشتغل عليه على ليفلز ايه؟ على مستويات عامله ازاي؟ شوفي حاجه، هو النهارده بنتكلم على ايه؟ احنا برضو دي جزئيه لازم برضو نشير اليها، ودي ما هياش مشكله في مصر، يعني مصر هي اللي بتعانيها لوحدها، عدد من الدول الحقيقه الناميه تعاني منها في عملية صياغة الخطط والبرامج، إن هو بيبقى في عملية انفصال ما بين كافة أطياف المجتمع، مش بس الفئات، لا احنا بنتكلم هنا على الوزارات مثلا على سبيل المثال. عشان نحقق تنمية متكاملة أو تنمية شاملة أو تنمية مستدامة نسميها زي ما هي الفكرة، أنا ما يهمنيش المصطلح بقدر ما يهمني المضمون اللي فيه. يعني طالما إن احنا بنحقق بعد اقتصادي وبنحقق بعد اجتماعي وبنحقق بعد بيئي بصوره متكامله وبصوره متوازنه، ويحصل طفره في الناحيه التنمويه بما لا يضر بل بالعكس ده يفيد بقى يفيد. يعني احنا النهارده عايزين، عشان هنا برضو الجزئيه بتاعت التكامل، يعني انا يعني ماشي معاها برضو متماشي معاها على اساس ان احنا الاستثمار في البعد الاقتصادي هيحقق بعد بيئي وهيحقق بعد اجتماعي والعكس صحيح. النهارده احنا هل ممكن ان احنا نحقق تنميه بدون عداله اجتماعيه وبدون توزيع عادل للثروه وبدون اشراك كافه اطياف المجتمع فيها؟ لما الفرد ما يحسش ان هو جزء من صياغه القرار وما يحسش ان هو ان المردود الاقتصادي هيعود عليه بفائده سواء كانت في حياته اليوميه في حياته المعيشيه، يبقى ازاي احنا نتوقع منه ان هو هيساهم في عمليه التنميه؟ فده بعد اجتماعي. طيب احنا اتكلمنا على البيئه، لما يتم اهدار البيئه وعدم استخدامها بصوره اكثر كفاءه، طب ما احنا
ازاي هنحقق تنافسيه مثلا، ازاي هنقدر نصدر منتجاتنا وما عندناش كفاءه في استخدام الموارد سواء ميه او طاقه او مدخلات اخرى. فاحنا بنبتدي بنقول لازم يبقى في كفاءه في استخدام هذه الموارد عشان ده بيزود التنافسيه، وبالتالي نقدر نصدر منتجات خارج البلاد، وبالتالي هيدر بدخل. ايه هيدر بدخل طبعا. ايه ابرز الصعوبات يا فندم اللي ممكن تكون بتواجه اي دوله بتنشد تحقيق التنميه المستدامه بصفه عامه، ومصر بقى بما ان احنا عندنا شويه ظروف كده وكونديشنز خاصه كده بينا في مصر، ثورتين ومشاكل اقتصاديه وتراث قديم من مشاكل في بنيه تحتيه متهالكه وعشوائيات في اماكن كتير، عندنا ظروف قاسيه الحقيقه. هو احنا بنبتدي زي ما ابتديت حضرتك اللي هي الانتجريتد بوليسي ميكنج او صياغه السياسه والاستراتيجيات بصوره متكامله وبصوره تشاركيه. بمعنى النهارده لما بنيجي نتكلم مثلا، خلينا ناخد مثال على يعني المدن الجديده، واحنا طبعا النهارده لازم نوفر مساكن ولازم نقيم مدن جديده. طيب هل النهارده في اعداد هذه الخطط الخاصه بالتنميه العمرانية، هل نقدر نعمل الكلام ده بدون إشراك الوزارات المعنية الأخرى زي وزارة المية زي وزارة الطاقة زي وزارة الأراضي المواصلات كل الكلام ده كله؟ فإحنا بنقول إيه، لازم عشان يتم إعداد أو صياغة أي خطة في أي مجال من المجالات لابد من ان احنا نتعامل بهذا الملف بصوره افقيه وليست راسيه. طيب يجي هنا عمليه الانتجريشن والتكامل، مش بس الاستدامه، لا برضو مش بشكل عمودي، بشكل افقي كمان. بالظبط كده برضو يعني لتلخيص كل ما صدر. الآلية دي بقى الآلية هطبق ازاي، وحضرتك بس كده قول لي من مين مسؤول عن تطبيق التنمية المستدامة؟ المسؤولية برضه هنقول مسؤولية تشاركية، الدولة لوحدها ما تقدرش تنفذ خطط التنمية المستدامة. المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لها دور، القطاع الخاص، واحنا بنتكلم هنا القطاع الخاص ما كانش يفعل دور القطاع الخاص ويتم يعني إزالة كافة العقبات لتفعيل الدور الفعال والفاعل للقطاع الخاص والمشاركة، واحنا بنتكلم على الفورمولا اللي هي قطاع خاص وقطاع حكومي يشتغل يعني، والفكرة ان هم الخاص والحكومي مش كومبيتينج، لا هم متكامل كومبليتينج، هم مش متنافسين كومبلمنت، بالظبط هم المفروض يكونوا مكملين لبعضهم البعض. ده هو يعني النهارده وبعده هي مش بس كده، هو احنا بنتكلم هي زي هي ثلاثيه، الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما بمفهوم الجمعيات الاهليه. الجمعيات الاهليه بس عاده بندخلها في بندخلها في المجتمع الخاص في القطاع الخاص عموما يعني بما فيها الان جي اوز وكل بالظبط كده. يعني النهارده القطاع الخاص عنده النو هاو الى قدر كبير، عنده الفلكسبيليتي والمرونه في التعامل، عنده طبعا وعنده قوانين ما كانتش موجوده الاول يا فندم بتنظم عمله وبتسهل له امور كتير. بالزبط. صحيح لسه في عقبات ما عندناش كلام في ده، بس احسن من الاول، هي احسن من الاول كتير، انما هو يعني كل ما هنسهل وندي المناخ المناسب للقطاع الخاص ان هو اشتغل اكتر وينتج اكتر. بالظبط كده. والحكومه اساس عملها الحقيقه اساس رقابي وتشريعي، ده الرول الاساسي للحكومه ومكمل وداعم لدور القطاع الخاص والمجتمع المدني بصوره عامه. فنرجع نقول ايه، مين المسؤول عن تنفيذ اهداف التنميه المستدامه؟ هو المجتمع ككل بما فيهم الليمان او رجل الشارع، بما فيهم الست في البيت. رجل الشارع دلوقتي او الست الجميله اللي في البيت سمع كلام حضرتك وحسنوا كلام مهم قوي، وفهمت كل اللي فات ده، وفهمت واستوعب يعني ايه تنميه مستدامه، ويعني ايه احافظ على الموارد بتاعتي وعلى البيئه وعلى التربه وعلى الشارع وعلى الهواء وعلى الزرع وعلى كل اللي احنا شرحناه ده. بيسالوا حضرتك ازاي انا كمواطن عادي مش حكومه ولا دوله يعني مش حد مسؤول،
ازاي اقدر اساهم في تحقيق المصطلح الحلو اللي حضرتك شرحته؟ تمام. اولا احنا يعني مهم جدا ان احنا نفهم ايه هو المفهوم، ونفهم ان هو مش مجرد سلوجن او شعار. صحيح. لا، احنا بنقول ان ده ما لناش الخيار، ان هو ده التوجه اللي المفروض كل فرد وكل جهة في الدولة تنتهج هذا المنهج. هنتكلم مثلا على السلوكيات. احنا النهاردة كان هناخد الطاقة مثلا. قبل ما الدولة تشيل الدعم ما كناش نعتني قوي بتوفير في استخدامات الطاقة، كنا ممكن التكييفات مولعة في شغالة في الأوضة دي، مش مهم أكون أنا موجود. لا، والحقيقة الموضوع مش توعية بس، وموضوع فلوس كمان وفواتير بقت بتيجي بتنزل على الراس كده مرة واحدة. بس احنا نقول ايه؟ طيب قبل كده ما كانش فيه هذا، يعني أنماط الاستهلاك ما كانتش مستدامة، ما دي برضو نوع صحيح من الثقافة. صحيح. احنا النهاردة عندنا هدر، أو كان في هدر أكتر في استخدامات الطاقة. صحيح. طب لسه ما زال لغاية النهاردة هدر المية. المية ما ينفع. المية ما ينفعش. فكرة إنه ست البيت لسه ما عندهاش الوعي قوي إنها ما ينفعش تفتح الحنفية على الخضار وتروح تعمل حاجة وتنشر كده الغسيل وترجع وكل ده المية عمالة بتنزل على الخضار يعني أو الفاكهة أو كده. لا يعني ده هو الخرطوم اللي بشغله على العربية عشان تغسل بالربع ساعة دي أنماط، والمشهد ده مش موجود برا على فكرة. ده لا، وغير مقبول حضرتك. يعني احنا النهاردة احنا عاملين نقول ان احنا داخلين ان لم نكن اوريدي في فقر مائي. صحيح. في مصر. صحيح. وما زلنا أنماط الاستهلاك بتاعتنا مش متمشية مع الوضع الحالي بتاعنا. فالنهاردة لازم الوعي يبقى يعني نستوعب المشكلة دي وتنعكس في السلوكيات بتاعتنا، سواء في الاستهلاك اليومي بتاعنا، سواء في الري في الزراعة. النهاردة بنتكلم على التحول من مثلا في المناطق التي يسمح فيها التحول من الفلاد إيريجيشن أو الري بالغمر إلى الري بالتنقيط واستنباط سلالات زراعية أو محاصيل زراعية موفرة للمية ومقاومة للجفاف. فدي كلها تحولات. النهاردة دي يعني لما يكون حوالي تقريبا من يمكن 80% من استهلاك المية رايح للزراعة، وإحنا عندنا فقر داخلين على أو إحنا أصلا في فقر مائي، يبقى إحنا لازم يتم. وده بقى البحث العلمي النهاردة له دور طبعا مهم جدا في استنباط هذه السلالات، في التقنيات اللي بتوفر في استخدام المية. النهاردة في دول مجاورة بتجيب المية من الهواء. فإحنا النهاردة صحيح كل ده حاجة تجيب المية من الهواء. أيوة، من الكوندنسيشن، من التبخير. التبخير. التنقيط. التبخير. لا هو مش عارف الكوندنسيشن اللي هي اللي هو التكثيف. تكثيف هو تكثيف غير التبخير. لا التبخير اللي هي العكس. فيرتيكال هوريزونتال. بالظبط. سؤالي الاخير لحضرتك، حضرتك حقيقي مشرفنا وحوار يعني محترم ومثمر يا فندم جدا. حضرتك ككبير مستشاري وزير البيئه للتنميه المستدامه، بطبيعه عمل حضرتك تنصح بايه معالي وزيره البيئه والقائمين على الملفات المختلفة للبيئة؟ تنصحهم بإيه؟ ننصحهم بإيه الحديث عن 2030؟ ننصحهم بإيه في بكرة؟ حتى بلاش نستنى 2030، نهاردة وبكرة نشتغل إزاي على الملفات اللي في إيدينا؟ إزاي تاني نرجع نقول إنه لدينا بيئة صالحة، لدينا بيئة خصبة، عندنا ما عندناش إهدار، أو مش ما عندناش، لأن ما عندناش خالص دي صعبة إنها تتحقق، بس على الأقل قللنا قوي الاهدار الكتير في موارد كتيره قوي قوي كانت لدينا في مصر. شوفي حاجه، احنا مش مستنيين ل 2030، احنا فعلا الدوله بدات بالفعل منذ فتره في، وده واضح في زي ما قلت حضرتك الاستثمار الضخم في الطاقه المتجدده. ده اصلا تنميه مستدامه. ده يعني احنا كنا عايزين نتكلم على الاقتصاد الاخضر بس يمكن في اخرى. لا ياريت ياريت. انما هو ده نموذج ان احنا النهاردة بنستثمر زي ما كنت بقول، بنستثمر في الموارد الطبيعية بما يعود على الاقتصاد بعائد. والنهاردة يعني طب ما الشمس موجودة عندنا احنا، يعني في الحزام الشمسي اللي هو نمبر 1 في العالم يعني.
فازاي وبرضه المصادر بالنسبه للرياح، فده مصدر دخل يعني، ده مش عايز اقول يعادل البترول، هو يعادل ويمكن اكتر. البترول هينضب في الدول اللي عندها الشمس لن تنضب لا تنضب الا يعني إلا من القيامه طيب. بقى والله اعلم. فالنهارده ما كانش، وده توجه يعني، المشروع الضخم في بامبان اكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية. فإحنا بنقول النهاردة إحنا ما استنيناش، والدولة ما استنيناش، بنستثمر في هذا المجال، بنستثمر في تدوير المخلفات، بنستثمر في وتوجه برضو للطاقة، قصدي الزراعة العضوية والزراعة المستدامة. بنتكلم على اتكلمنا على تحليه المياه، اتكلمنا على طب اسمح لي لانه ده كمان فعلا موضوع مهم جدا، بس نختم بيه الاقتصاد الاخضر حتى لو في يعني عجاله هي عجاله. ايه مفهوم الاقتصاد الاخضر حاجة. وهل مصر تحولت للاقتصاد الاخضر؟ هقول حاجه، الاقتصاد الاخضر ما هو الا اليه لتحقيق التنميه المستدامه. اليه ما هوش يعني، ما هوش اصطلاح يعني مخالف، بل بالعكس للتنميه المستدامه. هي احنا بنقول ايه؟ بنقول هنستثمر في البيئه هيبقى له عائد اقتصادي. من هنا جت المفهوم يعني، احنا لما كنا الاول بنتكلم على البيئه بمعزل عن البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، فما حصلش، لم يتم التعامل مع البيئه بالصوره اللي احنا كنا او العالم يعني كان متخيله. وبالتالي ولذلك قال لك لا، ده في ربط ما بين الاستثمار في البيئة والبعد الاقتصادي. ومن هنا جه مفهوم يعني، هي عملية ترويج، عملية باكجينج للبيئة في غلاف اقتصادي واجتماعي. فما هوش يعني زي ما قلت مخالف، ده هي أداة ترويجية نقدر نقول لاستنباط أو نهج منهجيه. طيب التنميه مصر شغاله ازاي على احنا شغالين الأخضر. ما هو النهارده لما بنتكلم على تحليه المياه، لما بنتكلم على الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، بنتكلم على تدوير المخلفات، بنتكلم على النقل المستدام. مصر اوريدي ابتدت الطرق تستورد والبنيه التحتيه وبتستورد العربيات اللي بالكهرباء بالظبط كده. وبنتكلم على المدن المستدامه اللي هي برضو بترشد في استخدامات بالنسبة للمباني، توجه نحو الترشيد في استخدامات المية والطاقة. في الحاجات دي مش بتبقى أغلى يا دكتور؟ الحاجات دي عشان أعملها مش بتبقى أغلى أصلا؟ أقول لحاجة، إحنا لو حسبنا صح هنلاقيها أرخص. ليه؟ لأنه العوائد بالظبط. طب أنا ممكن هصرف الأول initial investment أو الاستثمار المبدئي هيكلفني شوية زيادة، إنما أنا استثمرت في الطاقة المتجددة مثلا، طب ما بعد كده ما فيش. بس انا هحسب ازاي الار او اي، الريتيرن اون انفستمنت، العائد على الاستثمار؟ بحسب، ادخل الاوبريشنال كوست فيها، هدخل يعني التشغيل، مصروفات التشغيل فيها، وبعدين الفوائد اللي بتعود على الصحه نحسبها. مش في تكلفه علاج؟ في تكلفه ادويه، في تكلفه مستشفيات ونقل وبنيه تحتيه، كل الكلام ده كله لو تم اخذه في الاعتبار. عشان كده احنا بنتكلم ايه، مش بس فيزيبيليتي ستادي، ايكونوميك فيزيبيليتي جدوى اقتصاديه فقط، لا، بنتكلم دراسه جدوى من الاستدامه. يعني يتم دراسه، يبقى من النواحي كلها، يبقى داخل فيها البعد البيئي والبعد الاجتماعي، خلقت فرص عمل قد ايه، حسنت البيئه باي صوره، تلوث الجو شكله ايه، تلوث المياه شكلها ايه. ولو ما فتش يعني، لو ما قدمتش افاده في الملف ده، على الاقل ما تضرش. ده اللي احنا عايزين نوصل له يعني. بس هي يعني الدول اللي انتهكت هذا النهج حققت بعد، حققت طبعا طفره في التنميه. يعني النهارده يعني الصين لما تكون نمبر 1 في الطاقه المتجدده، الطاقه الشمسيه، وهي ابتدت من فتره، ما كانش يعنيها قوي البيئه بقدر ما يعنيها انها تكسب سوق. فده النهارده والدول اللي بتستثمر في السيارات زي كوريا وزي اليابان وزي كلهم، السيارات موفره للطاقة، السيارات الكهربائية اللي بتشتغل بالهيدروجين، كل الكلام ده. فهو وده المفهوم الاقتصاد الأخضر، ان هو بيحقق بعد اقتصادي، والستارتنج بوينت بتاعته او نقطة البداية اللي هو بيستثمر فيه
البيئة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا الحوار يا فندم، استفدنا وأمتعتنا ومعلومات مهمة ولازم نكون فاهمينها أكتر كمان، لأنه كل دي حاجات إحنا بنتعامل معها حتى في حياتنا اليومية، وزي ما حضرتك ذكرت وقلنا خلال الفقرة إنه بعيدا حتى عن القرارات السياسية للدولة، إحنا كمواطنين حتى بإيدينا إن إحنا نساهم ونساعد في إنه الدولة إن شاء الله تروح لمنطقة أحسن فيما يتعلق بالتعامل مع البيئة والتنمية المستدامة إن شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور حسين أبابة كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة، شكرا لك يا فندم. أهلا وسهلا فندم، شكرا فندم. والحقيقة من السؤال أو نتوجه من السؤال إلى من المسؤول عن تحقيق التنمية المستدامة لسؤال آخر مهم جدا، وهو من المسؤول عن ضبط تفاوت الأسعار في الأسواق، تفاوت يعني اختلاف، يعني ليه المج ده ألاقيه في السوق الفلاني ب10 جنيه وفي المكان تاني ب13 أو 15 جنيه، ليه ما عنديش حاجة قريبة من بعض، ليه عندي مش إحساس هو حقيقة يعني ليه عندنا كلنا انطباع إنه أي تاجر عايز يسعر بأي سعر هو عايزه بيعمله، خضار وفاكهة وسلع معمرة، كلام ده إيه وإزاي، واقتصاديا حالة بقى المشاكل اللي حصلت في الأيام الأخيرة خصوص بعض أسعار الخضروات من ناحية الاقتصادية كمان دي إزاي، ده هيكون فقرتنا الجاية إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لكن قبل الفاصل هنشوف مع بعض تقرير بمناسبة بقى الكلام عن الموارد البشرية اللي ذكرها ضيفي الكريم، والحديث عن الموارد البشرية وإزاي أقدر أستخدم إعاقة أو إصابة أو تحدي أو مشكلة أنا واجهته كإنسان، إزاي أقدر أحول التحدي ده لنقطة بداية حقيقية، أو الدكتور قال نقطة حلوة، كلمة حلوة قوي، initial investment، الاستثمار أو الأولي أو المبدئي. الاستثمار ده مش بس فلوس وأرض، الاستثمار ده كمان في الضحكة الحلوة دي اللي ممكن يبقى وراها تحدي جاي بعد مشاكل وعوائق كتيرة جدا. هاجر محمد وإسراء أحمد بنتين مصريتين عندهم عيوب خلقية في الوجه، والحقيقة إنه قدروا يتغلبوا على الإعاقة دول، وفي منهم اللي قدروا كمان في مصطلح اسمه train the trainers أو درب المدربين، ودي أصعب مراحل الكوتشنج وإنك تشتغل على التنمية البشرية. ده مش بس أنا عندي عيب خلقي وعندي مشكلة كبيرة وحاولت أشتغل في حاجة قريبة من الأطفال بس اتقال لي لا الأطفال هتخاف منك ومن وشك، لا ده مش بس أنا اتغلبت على كده، ده أنا بقيت أنا اللي بدرب الناس وبعلمهم الثقة في النفس والقدرة على الصمود والتحدي تجاه أي عائق من عوائق الحياة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا أمير ونرجع مباشرة نتحدث عن اختلاف وتفاوت الأسعار. الإعاقة ليست في الجسد، جملة يمكن أن نبدأ بها قصة هاجر محمد التي تغلبت على إعاقتها وغيرت نظرة المجتمع لها. خريجة شريعة إسلامية جامعة الأزهر بتقدير جيد مرتفع، تم تكريمي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلوقتي بعمل دراسات عليا في جامعة القاهرة كلية التربية، مامتي معلماني اتحمل المسؤولية وانا صغيرة ازاي اروح اعمل محاضرات لوحدي، حضرت الجامعة 4 سنين لوحدي من غير ما ارجع لها، ادتني الثقة بالنفس من خلال الشعر، بقدر اقول للناس ان انا هنا من خلال الشعر. بعد ما اتخرجت من الجامعة جيت هنا القاهرة عشان اقدم للدبلومة في تربية عين شمس، امتحنت الامتحان واترفضت، ما كنتش مستسلمة لأن أقعد في البيت، كنت بحاول بقدر الإمكان أن نخليها تعتمد على نفسها بمبدأ أنا موجودة النهاردة بكرة مش موجودة، هتعملي إيه لو أنا مش موجودة، فلازم تحلي كل مشاكلك لوحدك. ما كنتش بروح معاها الجامعة، ابتدت تاخد ثقة بنفسها، ابتدوا يسقفوا لها، ابتديت كمان حاجة تانية أسألها في, 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 في بيتنا، يعني إحنا هنأكل إيه النهاردة، تشاركني الرأي، حابة تلبسي إيه، عشان يبقى لها هي صاحبة رأي صاحبة قرار. أنا ودلوقتي فرحانة بكل اللي وصلت لهم، حصلت على سفيرة النوايا الحسنة وسفيرة قد التحدي، واتكرمت كتير كشاعرة، وأن الناس كلها تعرف أن أنا اللي صنع لي النفس أن أنا أنجح،
ما حدش بيعمل لي النجاح، بالعكس انا كل يوم بفكر ان اعمل حاجه جديده. اثبت للناس ان الاعاقه في التفكير وليس في الشكل او الجسد زي ما بيقولوا. النهارده اول مره اكون واقفه قدام الدكاتره، انا ذاكرت الحته اللي عليا، الجزء اللي مخصص ليا، فهمت المضمون وشرحته بطريقتي انا. كنت مبسوطه جدا ان هو يقول سقفوا لها وانه دعمني انا معاك في اي حاجه. نفسي احضر منتدى شباب العالم، اوري للعالم كله انه ما فيش حد معاق، لكن المجتمع يعاق للاسف. لم تكن هاجر وحدها هي التي واجهت المجتمع باعاقتها، بل تميزت صديقتها اسراء احمد في التنميه البشريه وتقبل الاخر. بدرس كليه شريعه اسلاميه، انا بعمل ايفنتات، بروح محاضرات بتكلم عن التنمية البشرية في مجال التنمية البشرية قسم تحسين نفسي. بحاول على قد ما اقدر انشر للناس ازاي يعرفوا ويتعاملوا، ازاي نعيش مع بعض من غير ما تنفر مني او تعطف عليا او لا، انا محتاجة معاملة خاصة. بعترف انا محتاجة معاملة خاصة، بس في نفس الوقت المعاملة الخاصة دي ما تكونش بتقلل مني ولا بتزود مني. انا عايز اعيش طبيعية زي العامل الأساسي، واللي خلى إسراء تبقى موجودة هي والدتي، ربنا يحميها ويخليها لي يا رب، عرفت تخليني أقدر أثق في نفسي. أنا نفسي ذوي الاحتياجات الخاصة بس ما يكونش عندهم أي مشكلة مع نفسهم ولا مع أي حد حواليهم، نتعامل طبيعي. نفسي صاحب الشغل يبقى قابل إن إسراء تبقى موجودة معاه وما يقولش شكلها، يبقى عندهم مشكلة مع الناس اللي بتتعامل معاها ومش هنعرف نشتغل. مش الثقافة بتاع الشكل دي والمنظر والمظهر. أنا بحب نفسي، أنا واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي، أنا بحبني. يبدو أن ظاهرة تفاوت الأسعار التي تضرب محل بيع المواد الغذائية والأسواق بأنواعها لا تزال تبحث عن حلول مناسبة تقضي عليها وتوحد أسعارها بعد أن أنهى كذلك التفاوت السعري جيوب المستهلكين. ورغم الاستقرار الاقتصادي الذي يسود أسواقنا المحلية والرقابة المباشرة التي تقوم بها الجهات المختصة، إلا أن كل ذلك يصطدم بجشع التجار الذين يعبثون بالأسعار كما يشاءون، ليصل التفاوت في سعر بعض المنتجات إلى أكثر من 30% ما بين محل وآخر، في حين يرتفع الهامش كثيرا في بعض الأسواق بالمناطق النائية التي تغرد بدورها خارج السرب وتضاعف أسعار ما تبيعه للمشترين الذين اضطرتهم الظروف للشراء منها. التفاوت في الأسعار أصبح سمة تميز أغلبية المحال، وخاصة تلك التي تبيع المواد الغذائية ومستلزمات المنازل، بل إن الأغلبية العظمى من تلك المحال لديها تلاعب في الأسعار، ما يدفع الجهات المعنية إلى التأكيد على ضرورة الدعوة إلى فرض مزيد من الرقابة على الأسعار والتعامل بنوع من الحسم مع أصحاب تلك المحال التي تتلاعب بالأسعار، وذلك لحماية المستهلك من مثل هذه الممارسات التي أفرغت جيوبه وجعلته في حيرة من أمره. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضروات والفاكهة، وعلى سبيل المثال البطاطس والطماطم، والتي تجاوزت أسعارها 15 جنيها. وفسر خبراء أن السبب في الزيادة هو وحجم الإنتاج وآليات العرض والطلب، فهي محكومة كأنها بورصة، فكلما ارتفع الطلب وتراجع الإنتاج زاد السعر، والعكس صحيح. وقد يستغل بعض الوسطاء الظروف ويقومون برفع الأسعار مع حدوث أي أزمة في نقص إنتاج السلع، لكن هذا يمكن مواجهته من خلال زيادة عدد منافذ البيع التابعة للحكومة ممثلة في وزارة التموين أو جهاز الخدمة الوطنية في المناطق الشعبية حتى نسد الطريق على جشع التجار. ويبقى السؤال،
هل تستطيع الجهات الرقابية الحد من تفاوت الأسعار وارتفاع بعضها دون مبرر؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. كالعادة الحقيقة باخد من سؤال زميلتي العزيزة نشوى عبد العاطي، السؤال اللي بتطرحه اللي كلنا بنطرحه، مين هي الجهات المنوطة بتطبيق فكرة الرقابة على الأسعار، ما يكونش عندي تفاوت كبير في الأسعار؟ والحاجة التانية كمان الحقيقة اللي أنا برضو ذكرتها في بداية الحلقة اللي عايزين نتكلم فيها، ما هو ساعات برضو يقول لك إيه، ما هو التاجر خصوصا لو في مناطق نائية أو بعيدة معذور، لأنه السوبر ماركتس والتشينز الكبيره والهايبر ماركتس اللي فتحت كلها مخليه بقى بالعروض بالحاجات الكتيره اللي عندهم دي، خلت السوق التنافسي صعب جدا، فالتاجر الصغير ده هيضطر يعمل ايه؟ ما هو غصب عنه هيضطر يعوض الفرق ده بانه يغلي سعر السلعه. بس برضو هل ده صح؟ يعني حتى استراتيجيا كده، الناس اللي دارسه علوم اداره استراتيجيه، هل ده صح؟ ما هو لما هيغلي سعر السلعة، طب هو المواطن هيجي لك ليه؟ ما هو هيروح على الهايبر ماركت لأنه عنده عروض أكبر، هيلاقي كل حاجة عنده وأوفر. فهنا الحقيقة الفكرة مختلفة جدا، والأدوات الرقابية مختلفة، وآليات تطبيق القانون مختلف ومهم، وفكرة برضو أني ما أقدرش أفرض تسعيرة جبرية. طبعا كلمة تسعيرة جبرية دي أساتذتنا في الاقتصاد أصلا بيرفضوها تماما، وبيقولوا أنها يعني ضد كل قواعد السوق الحر وآليات العرض والطلب. تعالوا نتكلم مع ضيوفنا الكرام عن تفاوت الأسعار، وحنفتح الاتصالات لحضراتكم الحقيقة، اللي حابب يشارك، اللي حابب يقول رأيه أو يقول تجربة مر بيها، لأنه ده موضوع ببساطة شديدة هي دي حياتنا، إحنا كل يوم بنتكلم في الأسعار، أسعار كل حاجة حوالينا. ضيوف الكرام اللي برحب بوجودهم معانا في مساء دريم النهاردة، الأستاذ أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم ومشاهدينك. والأستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم، منورنا. أنت اللي منورانا. ممكن قبل ما نتكلم على الأسعار وتفاوت الأسعار والكلام اللي بيزعلنا من بعض ده كلنا من نفسنا ومن الوضع اللي احنا فيه، سريعا بس اخد كده فكرة سريعة عن غرفة القاهرة التجارية عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا عارفين حضراتكم ممثلين عنها في حديثنا ده. ايه هي الغرفة ومنوطة بايه ودورها ايه بصفة عامة يا فندم؟ اتفضل. هي غرفة القاهرة التجارية احد غرف التي تخضع تحت بند الاتحاد العام للغرف التجارية، هم تقريبا 27 غرفة بكل محافظة ليها غرفة. غرفة القاهرة التجارية هي دي تعتبر أكبر الغرف التجارية اللي موجودة في مصر. دي بتشمل تقريبا حوالي 600 ألف تاجر. الغرف التجارية بتحل مشاكل التجار لو في مشكلة زي مشكلة زيادة الأسعار والكلام ده كله، بنتناقش فيها، بنحاول نوجد لها حلول. والغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية بيخضع لوزارة الصناعة والتجارة. وزارة الصناعة والتجارة بقوانينها بقراراتها بكل حاجة، لها قانون خاص. الغرف التجارية لها قانون خاص يتبع وزير الصناعة والتجارة. تمام. حضرتك عندك أي إضافة تحب تقولها على الغرفة؟ لا تمام. الدكتور الأستاذ أشرف اتكلم في كل شيء. خلينا نبدأ بس زيادة الأسعار والتقرير الجميل اللي احنا سمعناه. أستاذ حاتم يعني داخل من الأول وإحنا لسه في الفاصل، إيه يعني تحسوا إن هو إيه داخل زيادة الأسعار، يلا نتكلم في زيادة الأسعار. لا هو في بس نقطة واحدة بعد إذنك يا حاتم. في نقطة واحدة بس حاجة يمكن أنا باخدها على التقرير. كلمة جشع التجار عادة دي الشماعة اللي الإعلام بيعلق عليه كل المشاكل. لا مش الإعلام. طيب مش عايزين نتبادل الاتهامات. اقول لحضرتك على حاجه؟ سيبيني اكمل. حاضر بس ممكن اقول لحضرتك على حاجه برضه؟ سيبيني اكمل بعد اذن حضرتك. اتفضل. ضيفي وما اقدرش اقول لك لا. لا العفو يا فندم، العفو يا فندم. كلمه جشع التجار، الكلمه دي بتتقال مش من النهارده ولا امبارح، دي بتتقال من 70 سنه. اي مشكله بتحصل في الاسواق بنقول جشع التجار. طب ما نعرف ايه اسباب المشكله علشان نقدر نحلها. للاسف ما بنعرفش ايه اسباب المشكله علشان نوجد لها الحل. طيب. لكن كل شيء دايما بنوسمه في جشع التجار. ممكن دي الحاجه الوحيده اللي انا معترض. ممكن قبل ما اروح لاستاذ حاتم اسال حضرتك سؤال اقدر اتكلم دلوقتي؟ طبعا. طيب التاجر اللي اتظبط النهارده ولا امبارح ده اللي مسقع ومخزن بطاطس قد كده،
ده جشع تجار ولا مش جشع تجار؟ ده كل مهنة مستغل كل مهنة وفاسد. يعني ده تاجر جشع ولا لا؟ لا يطلق عليه كلمة تاجر لأنه نزعت عنه هذه الصفة. كل مهنة فيها الصالح والنزعت عنه يا هذه أستاذ الصفة. الفاضل كلمة تاجر دي كلمة تاجر دي معلش يعني يا فندم أستاذ حاتم أستاذ حاتم اتفضلي يا فندم. يعني أنا هذا ما يكون في مذيع إعلامي ويطلع يتكلم ويسيء استخدام الألفاظ مثلا فاجي أنا أقول إيه ده حرام يتقال عليه إعلامي ده ينزع منه صفة الإعلامي لأنه بيسيء إلى الأدب العام دي قصة تانية دي تبقى غيرة مني على مهنتي زي ما حضرتك غيران على المهنة دي وبتقول ده ما ينفعش نقول عليه تاجر بس هو في النهاية إيه يا فندم تاجر بس جشع بس هل نسبة 1% خليني 1% أو أقل هو بس يعني ندخل في الموضوع بس في حاجة خلينا بس ندخل في الموضوع يعني خلينا ندخل في الموضوع طيب أولا أستاذ أشرف أشار إلى أساس المشاكل احنا عايزين نحل المشكلة نشوف إيه أسباب المشكلة عشان نقول حلولها إيه السلبيات عشان نشوف الإيجابيات اللي نقدر من خلال نحلها بداية الخضار والفاكهة تحديدا دي سلع قابلة للتلف ثانيا إيه المشاكل اللي بتواجه الإنتاج والفلاحين اللي بيزرعوا هذا المنتج لابد نعرف إيه المشاكل إيه 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 أبعاد المشكلة كلها من البداية عايزين نحل أي مشكلة أنه بص الأول على أساس المشكلة أساس بقى للزراعة نرجع للزراعة أولا رقم واحد لا يوجد لدينا إرشاد زراعي وده أعلنه متحدث وزارة الزراعة ليس لدينا إرشاد زراعي كافي اثنين لا يوجد لدينا ثقافة زراعية تماما احنا عندنا ثقافه زراعيه اصلا يا فندم انا بقول لحضرتك وانا مصر اللي طول عمرها مشتهره بالزراعه يا ما احنا دوله زراعيه ولكن احنا تراجعنا ليه لان احنا ما اشتغلناش ما طورناش نفسنا فخلينا نقول ان احنا عندنا مشاكل داخل القطاع الزراعي اولا غلاء الاسعار بيجي من ايه قله المعروض من الانتاج زي ما التقرير قال لنا صحيح قليات السوق المفتوح العرض والطلب صحيح لما نبص على قله المعروض من اي منتج هو ارتفاع لسعره مباشر على طول مش الخضار فقط اي سلعه طيب ده قصد حضرتك لو استثنينا الممارسات الجشعة للاحتكار لا 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 بعيدا عن ضد ده تماما ضد ده تماما ضده تماما وده احنا بنحاربه لان بيسيء الينا زي ما احنا قلنا نزعت عنه هذه الصفة ليه لان احنا ده سائل كل التجار الشرفاء مصر كلها طبعا 70 اكتر من 70% قطاع خاص فما ينفعش نيجي كل يوم والتاني انا مش هقول ضد او 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 لا خلينا نحل مشاكلنا نطرح المشاكل نقول ايه السلبيات الاول وبعدين ايه هي الـ يعني الحلول لهذه السلبيات ايه الايجابيات اللي نقدر نواجه هذه السلبيات بيها قطاع الزراعه بيمر بمشاكل كبيره جدا عدم الارشاد وعدم الثقافه غلاء المستلزمات الزراعيه ده شق لابد حتى إن من اول الاسمده والعلف الاسمده والعلف مكونات والبذور واغلبها انا بستوردها الدكتور كان ضيف حضرتك قبل ما انا والاستاذ اشرف نخش اثار نقطه مهمه جدا دكتور حسين اباظه الكبير مستشاري وزير التنميه يعني التنميه المستدامه منها كمان التنقيط والتكنولوجي في الزراعه نظم الزراعه وايه الجديد كل يوم في العالم جديد احنا لابد ان احنا نتطور مع العالم احنا مش جزء منعزل عن العالم مش لا احنا لازم نكون في مع جميع الدول اللي هي بتتطور لابد نبقى متطورين زيهم ولكن الشاب الفلاح المصري بيعاني اولا زياده البذور زياده المستلزمات الانتاج التقاوي اللي جات لنا مغشوشه من بره وعندنا قصه كبيره جدا فيها الطماطم اللي اتفيرست الاف الفدادين اللي الزراعه انتهت فيهم تماما وكمان تراجع انتاجهم يعني الفدان اللي كان بيجيب مثلا على سبيل المثال 1600 قفص 1700 قفص تراجع ل 200 قفص و300 قفص كل ده بيأثر بتأثير سلبي على على الاسواق وبيأثر على ارتفاع كل ده سببه ارتفاع الاسعار لما نيجي احنا نحسب ده كله نقول هذه المشكله لابد ان تحل ولكن الدوله بتتخذ اجراءات نعم بتتخذ اجراءات واحنا ما بنقولش ان الدوله بتتخذ اجراءات لا بتتخذ اجراءات بس ولكن عايزين اسرع من ده نيجي للشق التجاري اللي حضراتكم مهتمين النهارده بيه وعايزين تسمعوا تعليقاتنا وعايزين تشوفوا ايه الحلول لده ارتفاع الاسعار جاي منين اولا من الانتاج وقله المعروض منه ثانيا للحلقات الوسيطه لا احنا كده بقى هنضطر نرجع للاساس بقى حضرتك رجعتنا الاساس الزراعه نفسها ان عندنا فيها مشكله كبيره طبعا اكيد احنا يعني احنا قلنا ان فرست الطماطم وزاره يعني الزراعه اقرته واعلنت عن هذا الكلام واحنا قلنا هذا الكلام قلنا هتبقى عندنا مشاكل كتير جدا عندي مشاكل كثيره في الزراعه وكمان ارتفاع درجات الحراره وتغير المناخ تعرفي ان الزراعه في مصر لازالت تستخدم الالات البدائيه من ايام الفراعنه
لحد النهارده احنا في القرن الواحد وعشرين. انا بشوف مع فلاحين جرارات وحاجات عفى عنها الزمن وبستخدم حاجات. ده الشق بقى اللي احنا ما عنديش تطوير في الميكانة الزراعية. شق تكنولوجي انا عايز شق تكنولوجي بحيث ان انا اواكب. وبعدين الجمعيات الزراعية فين الجمعيات عندي دورها؟ احساس يا فندم انا عندي احساس ان دورها اقتصر انها تصرف سماد, سماد للمزارع. وهو صرفته وهو السماد بيصرف ده لو صرفته وهو بيكفي المزارعين. يا فندم السماد اللي يعني متاسف الـ الـ السبخ اللي احنا بنقول عليه سبخ اللي هو الكيماوي ب 600 جنيه في السوق الحر عند المحتكرين. ما هو كل وسعره العادل كام؟ لا ما هو بيصرف من الجمعيه ب 150 جنيه الشكاره. طب الجمعيه يعني مدعم مدعم من الدوله. لو رفعنا الدعم قلنا سعره العادل يبقى كام؟ ما هو اكيد مش 600 زي ما التاجر بيبيعه. لا يا فندم معلش خلينا نوضح المساله دي. 150 جنيه ده مدعم من الدوله للفلاح. هل هو مكفي الشوال اللي السبخ ده؟ انا بتكلم على السعر يا فندم دلوقتي مش بتكلم على الكميه واذا كانت مكفيه ولا لا. لا السعر انا ما اعرفوش يا فندم. انا خدها طيب والفكره في التجاره. حضرتك اديت مثل فانا افتكرت حضرتك عندك المعلومه دي. انا بتكلم حضرتك قلت بناء الحر عن الحر 600 جنيه عن مشاكل الفلاحين اللي هي بيقولوها لنا المنتجين الزراعيين صغار المنتجين. انا اهم حاجه يعنيني صغار الفلاحين لان دول هم اللي بيزرعوا وهم دول اللي بيعانوا من تكلفه الزراعه وتكلفه النقل وتكلفه حاجات كتيره جدا ودخلات الانتاج. طيب. كل ده بتعاني منه الفلاح. احنا اسمحوا لنا خلال نقاشنا عشان احنا معانا اتصالات كتيره الناس عايزه تشارك برده تسالكم وتقول لكم رايهم وكده. هناخد بعض الاتصالات واحنا بندردش مع حضراتكم. خليني ابدا باستاذ فتحي من القاهره. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك الحاج اشرف وحاتم بيه. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. انا فتحي الطحاوي في غرفه القاهره التجاريه برضو. عشان موضوع التجار برضو انا معترض على موضوع جشع التجار اللي اسير في التقرير يعني. بس هي الموضوع مش جشع تجار. التجار ما هبطوش على البلد من القضاء الخارجي يعني من امبارح الصبح. احنا من 15 و 20 سنه و 1000 سنه موجودين. باختصار الاسعار بترتفع ليه؟ لان ما فيش انتاج بيكفي وفي اتجاه للتصدير وفي اهمال في عمليات النقل. في تكلفه نقل زادت، في تكلفه حياتيه زادت، كل ده هيرفع الاسعار. عشان نحل المشكله ما ينفعش نقول التجار، لا الحكومه مسؤوله والناس مسؤوله واحنا مسؤولين. حضرتك مسؤوله انك ما تشتريش من اول محل تنزليه وانك تلفي وتبقى عارفه الصح والغلط وتقدر تبتدي والشخص اللي بيستغل ما تروحيلوش. بس عارف يا استاذ فتحي عارف انا هناقش حضرتك دلوقتي او حجادلك كمواطنه مش يعني مش يعني برضو هنا الواحد يقول لك ايه؟ يقول لك ما هو انا يا فندم ما عنديش وقت ومش دوري كمواطن افضل قاعد بقارن سعر السلعه في 50 مكان. انا عايزه اطمن ان الدوله فيها اجهزه هي اللي فرض الرقابه وهي اللي عارفه. المواطن الالماني ما عندوش وقت اكتر مني وبينزل لما بيبقى فيه ستيل 1 يورو على حاجه ثمنها 300 يورو بتلاقي الناس واقفه طوابير وحضرتك والبلاك فرايديز ده بكره فيه بلاك فرايدي. مظبوط. يبقى انا بالنسبه لي بقول ايه؟ انا ما اقدرش اقول ان الشخص اللي بيشتري 500 طن زي الشخص اللي بيشتري 50 كيلو. صح. اوكي. سلسله متاجر بتشتري من غطام جاهزه على طول مش ممكن هتبقى زي شخص موجود بعيد خالص وتكلفه النقل عليه غاليه. بالنسبه للخضار والفاكهه ان كمان سلع قابله للتلف. اوكي. بالحاجه الثانيه طيب ما كل ست من الستات كل عماره الستات بتوعها يجمعوا بعض ويطلعوا طول وطول يشتروا حاجه بربع السعر. مش ده برضه ممكن يبقى حل ليهم؟ اسمح لي يا حاج فتحي. حاج فتحي اسمح لي. قلت يا استاذ فتحي اسمح لي بعد اذن حضرتك. الحاجه الثانيه حاج فتحي. حاج فتحي ممكن بس ضيوفي عايزين يناقشوا حضرتك. حاج فتحي بعد اذن حضرتك بس انا هعلق على نقطتين حضرتك قلتهم. احنا ضد ارتفاع اي سلعه طبعا لكن لسبب بسيط مش من مصلحه حد على فكره مش من مصلحتي انا كتاجر ان السلعه تزيد لان ده بيقلل حجم مبيعاتي. لكن احنا في بعض الحاجات غصب عني يعني لما الاقي حضرتك ان تكلفه الفدان النهارده الزراعي ايجاره اصبح في السنه وصل ل 20,000 جنيه ده بعد ايه؟ بعد موسم حصاد ابريل ومايو الماضيين. اصبح النهارده عشان انا اجر فدان واحد زراعي باخده النهارده ب 20,000 جنيه. عشان تأجر فدان واحد زراعي؟ واحد زراعي. باخده ب 20,000 جنيه. ده ايه الرقم ده؟ ايجار. ثواني ثواني يا حاج حازم. ومين قادر يدفع الرقم ده يا فندم؟ الحاجة التانية مين قادر يدفعه الرقم ده؟ اللي ما معهوش أرض ما احنا بنقول ليه صغار الفلاحين. اللي ما معهوش أرض ده فلاح.
نشأ لأبوه وجده في بس ما عندوش ارض. هو الفلاح اللي معهوش ارض معاه يدفع 20000 جنيه ايجار في الشهر. هو بيعمل ايه؟ مش بيزرع محاصيل. ايوه هياخد قروض 20000 جنيه في الشهر عشان يدفع الايجار. بياخد قروض في السنه 20000 جنيه في السنه، وتروح من 15 ل 20000 عشان بس الحاجه. في عندنا قله المساحه الزراعيه المعروضه، تفتيت الرقعه الزراعيه سليم حضرتك. دي 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 من اهم برضه. احنا عندنا كل سنه تقريبا حوالي 30 او 40000 فدان بيروح تعدى على الارض الزراعيه. الحاجه عارفه الدلتا تحديدا، نقول نقصد الثروه المصريه، الارض اللي هي الخصبه الدلتا تحديدا دي اللي احنا بنعاني من التعدي على الارض الزراعيه. في بقى اهم من ده كله ان احنا قربنا لمرحله معينه، الفقر المائي. لا مش هنلاقي الفلاح اصلا. ما هو ما بيكسبش هيفضل الفلاح النهارده اصبح بينقرض. شفت الكلمه اللي حضرتك ده استاذ اشرف، شفت الكلمه اللي انت قلتيها؟ هو ده اللي احنا بنعاني منه الان، اللي هي ما بيكسبش. ما بيكسبش الفلاح فبيعاني معاناه قاسيه جدا. دي حقيقة. ده يعني احنا ما بنبررش الغلاء ده، لان احنا بنقول كده لا، احنا عايزين نحل المشكله عشان يبقى فيه زياده معروض، حتى يبقى ما فيش غلاء تاني. يا اساتذه مشكلتي كمواطن مش مع الفلاح وهو مطلع المنتج بتاعه، الخضره او الفاكهه بتاعته من ارضه. هنيجي بقى من ارضه. مشكلتك مع الموزع. هو ايوه يا فندم طبعا. المشكله مع القنوات اللي في النص اللي بتعدي عليها السلع. يا فندم الحلقات الوسيطه دي، الحلقات الكبيره الوسيطه دي، انا هقول لحضرتك يا استاذ محمد بعد اذنك. يعني حضراتكم تعرفوا انا لو اعرف ان السعر ده بيروح للفلاح ده اكيد ده صحيح، ولكن خلينا نبقى يعني ايه نشوف احنا بعد الفلاح. احنا بس معانا استاذ فتحي يا شباب ولا قفل؟ لو عايز يرد على الضيوف في حاجه سريعا. الحلقات الوسيطه طول عمرها موجوده ومش هتختفي ولا يمكن تختفي. الحلقات الوسيطه هي اللي بتسهل عمليات النقل. لو في لو في وفره في الانتاج يا جماعه، هو قانون درسناه في الكليه والعلماء حطوه مش بالاختراع. زود الانتاج، زود العرض، يقل الطلب، يقل السعر. جميل. غير كده الاسعار هتبقى. لو سمحت يا حاج فتحي بعد اذن حضرتك. اتفضل. بالنسبه للادوات المنزليه والادوات الاجهزه الكهربائيه نفس الحاجه، لازم نزود الانتاجيه بتاعتها. اي حاجه هزود انتاجيتها وهقلل كميه التصدير اللي بتطلع منها. ما ينفعش ان بلد زي مصر فيها مشكله في الاسعار وعندي 20 مصنع و30 مصنع بطاطس والاقي سعر البطاطس 15 جنيه وبسال هي البطاطس غليت ليه؟ ما هو خدوها عملوا بيها شيبسي ولا عملوا بيها بطاطس مقليه ولا معرفش عملوا بيها ايه. الناس الدوله لازم تشتغل في دورها المنوط بيها ان هي تزود الرقعه الزراعيه وتزود معاها الانتاجيه من اللحوم والخضروات. المصانع اللي عندنا الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه لازم الدوله تتجه على انها تكسر الاحتكارات اللي موجوده. احنا مش هنقعد نداري، تكسر الاحتكارات اللي موجوده في القطاعات دي عشان تكلفه الانتاج تبقى رخيصه. بص يا استاذ فتحي انا معرفش انت تابعت الاخبار. تكسر احتكارات الاسمده والسماد والكيماويات عشان الناس الفلاح ياخد الحاجه رخيصه. استاذ فتحي الله يكرمك، انت اشرت الى يعني كلام جميل جدا. اولا احنا عندنا احتكارات، ده احنا ما بنسمعش الدبابير. يا ريت احنا النهارده شرفنا عيش الدبابير ده. بص الحمد لله النهارده كسر عيش الدبابير. لما بتقوم جهات ما كان عمرنا ما شفنا زمان قبل كده ان في وزراء بتتاخد دلوقتي بتقبض عليها ومحافظين. الرئيس يكسر عيش الدبابير. الحمد لله رب العالمين. فاحنا اللي عايزينه، ما احنا بناكد على الكلام ده يا استاذ فتحي. بشكرك يا استاذ فتحي وخليك متابع الحوار. الحاج فتحي اشار نقطه مهمه جدا. عندنا احتكارات في تحديدا في البذور والمبيدات دي، لابد ان احنا نشوف ايه اللي نقدر نتخذه مع هؤلاء. هل احنا مراقبين للشركات دي؟ الفلاح المصري النهارده فريسه لكل شركه بتنزل الغيط بتاعه عشان خاطر يسوق المنتج بتاعه، يجرب في الفلاحين. وهل احنا عارفين المنتج ده نفسه فيه بيخضع لرقابه؟ انا بس وكان لو يخضع لرقابه معذره بس دعيني اكمل. لو هو خضع لرقابه بذور ان 23 تحديدا و86 دي بتاعت الطماطم؟ بتاعت الطماطم اللي اتفيرست اللي باظت. انا عايز اعرف الرقابه عملت ايه فيها؟ وهل الفلاحين اللي رفع مئات القواضي على اصحاب الشركات دي، ايه حقوقهم راحت فين؟ هل هم خدوا حقهم؟ الزراعه بتاعتهم اللي اتلفت دي، كل الزراعات يعني اصابت بالتلف، هل هم تلقوا تعويضات حقيقيه من اصحاب هذه الشركات؟ ده سؤالي. طيب. سؤالي الثاني ان النهارده الفلاح لما ينتقل له الارشاد المباشر في ارضه، يعني هم يقولوا لي احنا عندنا جميل قوي قناه مصر الزراعيه وانا ده كويس جدا، ولكن كم فلاح في مصر بيشوفها؟
الفلاحين، احنا عايزين عايزين الريف المصري يرجع زي ما كان منتج. النهارده الريف ما بقاش منتج، بقى مستهلك زي 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 زي, زي القاهره وزي اسكندريه وزي الجيزه وزي. طيب انا بس عايزه استاذن حضراتكم في حاجه، انا مش عايزه يبقى كل تركيزنا في هو طبعا كلام حضراتكم، انا هنتنقل لكلام كتير جدا الحلقات الوسيطه وايه اسبابها وكل ده. اصل الحديث عن مشاكل الفلاح ده قتل بحثا بقالنا سنين يعني، ويستحق ان احنا نقعد سنين نتكلم عنه، لان ده الاساس. الزراعه دي المشكله، دي الزراعه وقوتنا، ده اهم حاجه. زياده الاسعار، احنا بس عايزين نرجع للثواني معلش. انا عارفه مشاكل الفلاح ايه، واعتقد ما فيش حد. هناخدها حضرتك بالترتيب. انا مش عايزه مشاكل ارتفاع الاسعار بس، انا عايزه مشاكل اسباب مشاكل تفاوت الاسعار. هقول لحضرتك ليه اسباب تفاوت الاسعار. انا ده عندي خطير جدا يا فندم، لا يقل خطوره عن ارتفاع اسعارها. هقول لحضرتك، نيجي في منطقه، لو تسمحي لي اقول مناطق، يعني في منطقه زي التجمع غير منطقه زي الجيزه. هتلاقي الخضار والفاكهه في الجيزه بسعر اقل من السعر اللي موجود في التجمع. ليه؟ هو ده ليه اسباب. ان التجمع النهارده لما بيدخل بياخد المتر الايجار، متر بيدخل مول بيأجر منه مكان يعرض طبعاً فيه طبعا، بيقول له المتر ايجار بالمتر بيتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه المتر في الشهر. صح، هو هيدفع منين؟ هيحمل التكلفه دي على السلعه اللي بيبيعها، يحمل التكلفه على السعر. بالظبط. يجي حاجه تانية، استهلاك الطاقه في المولات غير استهلاك الطاقه في المحلات الصغيره اللي في الشارع البلد. اللي فارش في او الشارع. اللي في الشارع معايا حضرتك، اللي هو بياخد من عمود النور بتاع الحكومه معايا حضرتك. فانا عندي النهارده حاجه تانية، العماله اللي بتبقى موجوده في التجمع دي بتيجي من اطراف البلد، من طيب. اطراف المدينه. ده حضرتك طلبت ضربت مثلا بسلعه معينه بتتباع في التجمع الخامس وهي هي نفس السلعه في الطلبيه. بالظبط. فلازم يبقى في فرق سعر، وفاهمين ليه. ليه؟ بس انا عندي سؤال. هرجع لحضرتك، بس عندي سؤال. لما يكون بقى في نفس النطاق مصر الجديده مثلا، عندي سلعه في سوبر ماركت بكذا، وعندي سلعه في اخر الشارع في مكان تاني بسعر تاني. هرجع واقول لحضرتك حاجه. إيه كل بقى؟ المواد الغذائيه ما عنديش كل الفروقات اللي حضرتك قلتها. هقول لحضرتك اهو، وهي هي نفس المنطقه. هقول لحضرتك، كل المواد الغذائيه المعلبه عليها سعر مستهلك. كل المواد الغذائيه المعلبه. والله العظيم يا فندم، بتدخل السوبر ماركت وتلاقي السعر 8 جنيه على العبوه ويقول لك 9. ليه يا سيدي 9؟ يقول لك اصل هو واصل الدولار غالي واصل بتاع. لا يا فندم، ما فيش لا دولار ولا في ده، لان كل السلع الغذائيه كل السلع الغذائيه بالكامل الحكومه اصدرت تعليماتها تسعيرها زي الادويه، زي الادويه. طيب اخد بس تصميم منوفيه. استاذ محمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. وعلى حضرتك يا فندم. انا دايما يا استاذه، دايما عندما بتحصل مشكله بنتكلم عن المشكله والمشاكل من خلال المواضيع الزراعيه لازم تتحل قبل موسم كامل. يعني احنا السنه دي بنتكلم عن البطاطس وزياده سعر البطاطس. السنه اللي فاتت طن البطاطس اتباع من الثلاجات ب 800 جنيه، وكان بيؤدي لخساره كبيره بالنسبه للفلاح وبالنسبه للمنتج. المفروض ان احنا النهارده في مشكله، طب احنا هنعمل ايه الموسم اللي جاي؟ مفيش سياسات واضحه من وزاره الزراعه من خلال الزراعه التعاقديه اللي تؤدي بالتالي لتحديد كميه المساحه المزروعه على قد الانتاج بتاعي، على قد فائض التصدير اللي هيفيد مني قد ايه. كل الاحترام الفلاح المصري. طب خلينا شغال في الزراعه بالصدفه. يعني احنا دلوقتي من المتوقع ان اسعار السنه اللي جايه بتاعت البطاطس هيبقى فيها خساره بالنسبه للفلاح وبالنسبه اللي بيدخل تاب. يعني تسمح لي قبل ما اسمع رد استاذ حاتم، الخص اللي حضرتك قلته في كلمه، لو انا صح، لو انا فهمت صح، حضرتك عايز تقول ما عندناش سياسه ما عندناش سياسه استباقيه. انا قلت الكلام ده فهم. ما عندناش فيجن، ما عندناش رؤيه. ايه معنى كلمه ثقافه زراعيه؟ اتفضل إيه خليك معايا. انا بس بشكر استاذ محمد لانه اثر نقطه مهمه جدا. اولا السنه اللي فاتت فعلا هو لابد ان احنا ناخد احتياطاتنا قبل الموسم ما يبدا. هو اشار الى نقطه السنه اللي فاتت، احنا قلنا ده في 5-1 يا استاذ محمد في احد القنوات الفضائيه، ان احنا هتبقى الاسعار السنه اللي جايه للبطاطس هتكون يعني مرتفعه، ولكن ارتفاعات مش زي اللي احنا شاهدناها في الايام القليله اللي فاتت دي. ليه؟ نتيجه تاثر بعض الفلاحين من
من من عزفهم عن الزراعه لايه خسارتهم في المنتج ده. وانت برضو اشرت ان احنا لابد يكون لدينا قاعده بيانات. احنا قلنا ده عده مرات منذ سنوات بعيده يا استاذ احمد استاذ محمد، ان ما بين الانتاج والاستهلاك والتصدير حتى يكون في اتزان حقيقي داخل الاسواق. احنا اشرنا الى ده مع مسؤولين وزاره الزراعه ووجهنا لهم رسائل كتيره جدا. تيجي لحضرتك انت تفضلت وقلت ان عايزين نعرف نعمل ايه بكره. الان احنا مش بندور على اللي هيحصل دلوقتي، والحمد لله رب العالمين الجهات الرقابيه قامت بشغل جميل جدا. انا النهارده يا فندم عندي لسه النهارده الكلام ده الرقابه الاداريه نجحت في ضبط النهارده الخميس 3820 طن من البطاطس المخزنه في عند التجار. ده في حملات عملتها عند تجار المخالفين طبعا لقرارات عدم تخزين البطاطس، وفي صاحب مصنع اتقبض عليه، وجاري استمرار الحملات الفتره الجايه. لا يعني ده كويس. ده احنا ده بنأيده يا فندم. ليه؟ لان ده اللي بيعمل توازن حقيقي داخل الاسواق. الاسعار ارتفعت ليه؟ لحجب هذه المنتجات وتحديدا البطاطس عن الاسواق الجمله. احنا بنبيع لحساب المنتج الزراعي. ايوه انا مش فاهمه برضو اشمعنى يعني كم تاجر كده طلع في دماغهم فجاه يخزنوا البطاطس. الفتره ما بين انتهاء العروه الصيفيه والعروه النيلي والعروه الشتويه بيبقى في فجوه كبيره جدا. احنا الثلاجات بتبقى داخلها بطاطس للاستهلاك وكمان تقاوي عشان نزرع منها للموسم اللي هي العروه اللي هي النيلي. العروه الشتوي ده كله كويس، ولكن احنا بنقول ايه؟ الاحتكارات بعينها احنا نرفضها. طيب اللي المواطن الكريم استاذ محمد بيقوله ما عنديش رؤيه انا من دلوقتي، هو بيقول كده انا من دلوقتي مش عارف انا الموسم الجاي السنه الجايه هيحصل ايه. ما ده اللي احنا قلناه، لابد يكون زراعه دوريه بحيث ان احنا نتمكن من عدد احنا بنستهلك قد ايه وبننتج قد ايه وبنصدر قد ايه حتى يبقى في اتزان حقيقي داخل الاسواق. الدوله بتقوم بمشاريع قوميه يعني زي مستقبل مصر، احنا نتمنى ان المشاريع دي تؤتي ثمارها عشان خاطر احنا جالنا بشار في السوق يعني جت بعض حاجات كده، فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى. استاذ اشرف ليك تعليق على كلام المواطن الكريم قبل ما يقفل؟ لا هو انا ليا توضيح بسيط. اتفضل. هو انا برجو من وزاره الزراعه اللي هي المسؤوله الاولى عن الاراضي الزراعيه في مصر، ان احنا نعمل يعني النهارده انا عندي منطقه الدلتا في مناطق معينه بتزرع بطاطس تبقى عارفه كام فدان بيتزرع بطاطس، كام 100,000 فدان بيتزرع، يبقى المفروض هي عارفه الانتاج قد ايه، تكون حاطه ايديها وعارفه كم عدد ما هو عدد الثلاجات اللي موجوده علشان اقدر اخش الثلاجه اقدر اشوفها ورائبها الكلام ده كله، اقدر ادخل سوق العبور الاسواق الكبيره اسواق الجمله دي كميات قد ايه. لما الاقي رقابه لما الاقي رقابه انا هخاف، انا كصاحب ثلاجة هخاف لان انا عارف ان الحكومة هتخش تقول لي افتح وفي اي لحظة ممكن الاقي حملة تفتيشية وفي اي لحظة تنزل، بس الحكومة الاول تبقى عارفة، وزارة الزراعة تبقى عارفة انا عندي كام 100,000 فدان في منطقة الدلتا دي بتتزرع بطاطس، الموسم ده هيخلص امتى، الحصاد بتاعه امتى. حضراتكم بحكم انكم جوه الصنعه جوه الموضوع، انا بشكرك الاول بس المواطن الكريم استاذ محمد، شكرا ليك على المشاركه يا فندم. حاضر هاخد باقي الاتصالات بس ندردش شويه. حضراتكم مش شايفين انه عندنا قواعد بيانات؟ لا لا وزاره الزراعه لا انا وزاره الزراعه لا ما عندناش قواعد بيانات. انا كان معايا في احد اللقاءات بالامس في احد القضايا مسؤول من وزاره الزراعه وقلت احنا لابد يكون لدينا ارشاد زراعي وثقافه زراعيه وقاعده بيانات يتمكن منها الفلاح صغار الفلاحين. انا يعنيني صغار الفلاحين لان دول بيمثلوا العدد الاكبر من القطاع الزراعي في مصر. يعني انا ما يهمني متاسف يعني كبار المنتجين، ما احنا اهو شفنا ايه اللي حصل، ده عنده تلاجته وغربلته وعنده محطاته او احنا ما بنتهمش بحد لان احنا مش جهه بنتهمش حد، لكن احنا بنقول اللي حصل ده نتيجه احتكارات ليه؟ لان خدوا المحاصيل دي من الفلاحين وحطوها. طب يا فندم يبقى ما تزعلوش مني بقى وما تزعلوش من اي حد بيقول انه في ممارسات احتكاريه وفي لا 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 ده مش تاجر ده ممكن يكون تاجر. لا في ما فيش كل مهنه ده مش تاجر. امال ايه يا فندم؟ دكتور تاجر يا فندم. طب ما في دكتور فاسد وفي أيوة محامي طيب فاسد وفي طيب مهندس فاسد، يبقى ده تاجر فاسد مش تاجر محتكر. اعمم اني اعمم هو تاجر يا فندم. لا في نقطه بقى مهمة. واللي عمله واحتكاره بالطريقه دي ضر بالصناعه وضر بالمواطن وضر بسمعه التجار. في نقطه بقى مهمه، امال احنا زعلانين يعني ده. للاسف احنا في بعض البذور الزراعيه بنستوردها من الخارج. انا بس كل البذور الزراعيه احنا بنستوردها من الخارج. فين مركز البحوث الزراعيه؟ انا عشان قلت ده عده مرات ودي مشكله. مركز مركز البحوث الزراعيه عندنا في مصر عندنا اساتذه علماء كبار. المركز ده كان بيدينا البذور وبيدينا سلالات جديده من البذور وبيغطينا علميا. فين دوره فين النهارده؟ في الشق العلمي يعني الارشاد والابحاث العلميه.
احنا لدينا في مركز البحوث الزراعية اعرق مركز بحثي في الشرق الاوسط، مركز البحوث الزراعية في مصر. اين هو؟ اين فينو؟ ده ابو سؤال بسيط انا بسأله لوزير الزراعة. اين مركز البحوث الزراعية من التقاوي الزراعية اللي بنزرعها؟ بقى مصر اللي كانت سلة غذاء العالم بنستورد النهاردة البذور بتاعتنا من بره، تيجي بذور فاسدة. طيب اسمح لي ناخد اتصال هاتفي من استاذ عبد الله الدقهلية. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم انت على الهوا، بس استأذنك اطفي التلفزيون خالص لو سمحت يا فندم. ماشي يا فندم مع حضرتك يا فندم. طيب بس اطفي التلفزيون واسمعني من الموبايل او التليفون بس. مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. عبد الله عبد الرؤوف من سرناش مركز طلخة تأهلية. اهلا بيك اتفضل. اهلا بك يا فندم. بالنسبه يا فندم لمشكله البطاطس اللي سيادتك عادل تتكلموا عليها دي، البطاطس اساسا لما المخزون اصلا قليل، المخزون قليل في الثلاجات، المعروض قليل قصدك يعني؟ الموجود اصلا على الطبيعه كان قليل، لان البطاطس جايه من بره يا فندم. كان قليل ايه يا فندم؟ حضرتك ما شفتش النهارده ظبطيه الرقابه الاداريه مطلعين كام طن؟ 3000 ولا 4000 وشويه طن يا فندم. 3000 ولا 4000 التجار جشعه وطمعت في الاسعار. لكن يا فندم انا بكلم حضرتك ممكن دقيقتين بس اكلم حضرتك معاك يا فندم. يا فندم البطاطس مفروض التهاوي اللي جايه من بره جايه مفيرصه، ما جابتش محصول، ما جابتش انتاجيه. يعني الفدان اللي كان بيحط 20 طن حط 10 طن و12 طن. فالفلاح اصلا خسران، فالحجر الزراعي اللي بيستورد بطاطس تقاوي من بره مستورده محتكرينها 2-3-4 افراد في الدوله هم اللي محتكرين استيراد تقاوي البطاطس الدوله. يا فندم بعد شهر اشتكرت البطاطس التقاوي هتنزل مش اقل من 2000 جنيه. والشكاره بتزرع عراقين ارض يا فندم. المشكله مش النهارده في اللي موجود النهارده، المشكله في العروه الجديده وفي الموسم الجديد. اشكرك يا فندم واخد وحاسمع رد ضيوفي على حضرتك، بس اخد استاذ عبد العالي القاهره. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا يا فندم ولا الخط قطع؟ طيب معلش تحاول تتصل بينا مره ثانيه. اتفضل الاخ العزيز اللي اتصل. انا بس كنت عايز اساله، انت بعت الطن البطاطس بكام؟ وانت قلت ده هيفرق في ايه يا فندم؟ ما هو البطاطس قال ان احنا عندنا كميات قليله. طب انت بعت طن البطاطس بكام؟ خدوه منك كامل اللي انت بتقول عليهم محتكرين؟ ما احنا 5-6 كائنا من كان اي عدد، الدوله فيها قانون والدوله بتضرب بيد من حديد على كل محتكر ومستغل وفاسد. حضرتك سيادتك قلت البطاطس والتقاوي وكذا، وما احنا طب ما احنا بنقول الكلام اللي انت حضرتك بتقوله، بنقول فين دور وفين دور وزاره الزراعه، فين دور الحمد لله النهارده الجهات الرقابيه حسينا ان في شغل. البطاطس لما اللي كانت موجوده داخل التجارب بتقول اعداد صغيره، يعني اعداد كميات بسيطه، امال الاف الاطنان دي مسكوها ازاي؟ طب والاطنان دي اللي كانت محجوبه عن الناس داخل الاسواق واللي ادت لارتفاع الاسعار، ده نتيجته ايه؟ مين المتهم في هذا الكلام؟ متهم تجار شرفاء. فاحنا بنرد عن 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 عن, عن التجار الشرفاء وبنرد على حضرتك عشان نوضح لك المساله كلها. بشكرك. عندك رد يا فندم؟ هو انا عندي بس حاجه صغيره عايز بس اوضحها. يعني هو استاذ حاتم بيتكلم على السعر وبيتكلم تمام الممارسه البطاطس نقلب نجيب الفول الاكله الشعبيه، بس كان حصل في ازمه برضو كبيره قبل كده وكان زاد كان السعر 40%. هو ما زال السعر عالي برضو 40%. بس الازمه اللي كانت حصلت الغرفه التجاريه كانت حاجه، الغرفه التجاريه من اسبوع عملت اجتماع مع شعبه الحبوب وطلعت بيان رسمي ان زياده سعر الفول ليس المتسبب فيه التجار، وده لعده اسباب كتيره. معايا حضرتك؟ معاك. انا مش بقول مش بدافع عن اي تاجر يستغل اي سلعه استراتيجيه لمصلحه نفسه، ده يعدم في ميدان عام، ده يعدم في ميدان عام. انا عندي اراء كتير الحقيقه على الصفحه. تاكيدا على استاذ اخويا العزيز بقول ان النهارده
لما البطاطس تحديدا اللي هي الازمه والناس بتعاني منها اكله احنا بنقول دايما نقول ايه البطاطس اكله الفقير النهارده لا هي الاكله الدارجه في كل بيت يعني مثلا ده كان ده من اول الطفل بياكلها على شكل اللي هي الفراي يعني سلعه استراتيجيه زي العيش وزي الرز صح كده صح سلعه ما بنقدرش نستغنى عنها في داخل كل بيت الخضار والفاكهه الطماطم تحديدا والبطاطس والبصل طلعت سلعه استراتيجيه ما فيش بيت بيقدر يستغنى عنها والثوم مكمل ليهم خلينا بس نقول ايه البطاطس البطاطس لما بقالنا من اول امبارح ابتدت تخش اسواق الجمله ايه اللي حصل من 14 جنيه عند التجزئه لغايه 10 داخل الجمله من 9 و10 لغايه 7 ده نتيجه ايه زياده المعروض زي ما احنا قلنا زياده المعروض من طول متاحه يبقى الاسعار تنخفض احنا اللي بنقول عليه كل اخواتنا الاعزاء الناس المحترمين اللي اتصلوا بيقولوا ده بيقولوا ان احنا نفكر لبكره مش مهم النهارده احنا اللي حصل الحمد لله رب العالمين في جهات في الدوله قامت بشغل عظيم جدا وكمان وزاره التموين برضو الحمد لله احنا كان بدأنا على الثلاجات كان بدأنا على من سنين عندي سؤال لحضراتكم قبل ما انتقل للسلع التانية المختلفة برضو انا عارف انكم مش تخصص حضراتكم بس هتفيدونا برضو السلع المعمرة كمان وتفاوت الاسعار فيها حضرتك بقى هتقول لي في الحتة دي طبعا بس وهتكلم على الاليات بس اخد معلش اتصالات تانية كمان استاذ احمد منين الجيزة اتفضل يا فندم استاذ احمد اتفضل يا فندم ايوه يا فندم ايوه يا فندم اتفضل انا عندي مطعم يا فندم في منطقه شعبيه وبقول للناس فقراء كتير جدا ما فيش بخمسة جنيه بطاطس صوابع لانها بتقف عليها ب 15 جنيه فده انا يعني وبالتالي انا الوجبه بتاعتي زادت 200 جنيه في البطاطس وزادت 300 جنيه في الفول وبالتالي انا ببيع الساندوتش ب 2 جنيه ونص ومش عارف اشتغل لان عندي 600 700 جنيه صناعيه لان الصناعيه بيشقى الصبح لحد الساعه 4 فطبعا بيجيني ناس غلابه جدا انا بعض الاوقات بطلع البيع وانا خسران فيها انا خسران اكتر من 10 15 ألف فحضرتك مضطر تضيف ده على السعر على السعر طبعا اكيد مش قادر انا هنا بقى مش مضطر ليه؟ لان دي مش سلع لا دي انا مش لا ما اقدرش اعمل كده ما اقدرش اعمل كده الله انا بشكرك جزيل الشكر يا استاذ احمد وهسمع تعليق حضرتك بس اخد استاذ محمد اتفضل الناس كلها عايزه تشارك في الموضوع استاذ محمد على فكره يا كتاجر يا كمواطن نعم استاذ محمد اتفضل يا فندم استاذ محمد طيب حاول تتصل بينا مره تانية خليني بص نتيجه قله المعروض من انتاج وحجب المنتجات بالذات وتحديدا سلعه تحتكر من بعض قله قليله ده اللي ادى المطعم بيعاني الكافيه بيعاني الكره السياحيه بتعاني احنا كتجار جمله النهارده بنعاني تجار التجزئه ده عدد كبير جدا من تجار التجزئه اغلقوا محلاتهم نتيجه ارتفاع الاسعار ونتيجه عدم نمط الشراء اتغير عند المواطن ابتدت الناس تتراجع عن الشراء ابتدت الناس تقول ان في احتكارات في استغلال من بعض التجار لابد ان احنا نشوف يعني النهارده الراجل الاخير العزيز اللي اتصل ده انا بشكره جدا قال انا السندوتش اللي عندي بيتكلف 2 جنيه ونص يعني دلوقتي اصبح ان هو عايز يكلفه على المواطن قال لك انا ما اقدرش وبيضطر ان هو بيخسر يعني احنا يا ريت نوسع في الانتاج ويا ريت يبقى في زياده معروض على اساس ان يبقى ده انخفاض في الاسعار نتمنى وزاره الزراعه تسمعنا لان معنيه طيب. بكل اي شيء بيتزرع في مصر وزاره الزراعه احنا فين مكالمه الدكتور ايهاب يا شباب استاذ اشرف سؤال لحضرتك مهم جدا بقى عن السلع المعمره هل كل الاسباب اللي فندناها واتكلمنا فيها واصل المحصول والزراعه من الاساس وعدم الاهتمام بالفلاح هل كل احنا اتاخرنا بس قوي هل كل الاسباب دي ليها علاقه بقى بالسلع المعمره ما انا عندي نفس المشكله في السلع المعمره إطلاقه. بس ما عنديش فلاح في السلع المعمره بالزبط. ما عنديش وزاره زراعه ما عندهاش فيجن بالزبط. مثلا زي ما حضراتكم ممكن تبقوا شايفين طيب ليه الاسعار برضو كده ليه برضو دقيقة. عندي دي تديني خمس دقايق طبعا اخلص لك فيها كل الليله بتاع السلع المعمره ارجوك حاضر بغض النظر فانت اللي بيشتري غساله دلوقتي ده بيشعر بالنصر النصر المبين عشان غساله بغض النظر عن تعويم الجنيه بغض النظر عن تعويم الجنيه لان تعويم الجنيه خلاص عرفناه وهو احد الاسباب تمام نيجي نقول انا عندي ثلاث قرارات عندي قرار رقم 991 لسنه 2015
القرار ده عباره عن ايه؟ بيقول ان انا يجب ان انا افحص السلع اللي مستورده اللي هتدخل البلاد افحصها بره قبل ما تيجي. طبعا الفحص في الخارج بيدفعني مبالغ طائله بالدولار. وبيرجع افحصها هنا تاني. طيب ما كفايه مرحله فحص واحده، يفحص بره يفحص جوه. الحاجه الثانيه عندي قرار رقم 43 لسنه 2016. القرار ده بيقول ايه او ما معناه؟ ان اي مصنع عايز يصدر منتج لجمهوريه مصر العربيه لازم يجي هنا ويسجل في الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. طبعا للاسف الشديد مصانع كتير جدا اتقدمت واللي تم تسجيله مصانع قليله. في قرار السيد اللواء رئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات بوجوب وجود مخزن مرخص. يعني انا عندي بضاعه في الجمارك عايز افرج عنها، ما اقدرش افرج عنها افراج نهائي الا اذا كان ما اقدرش افرج عنها تحت التحفظ الا اذا كان عندي مخزن وعندي رخصه مخزن. طبعا كلنا عارفين ان 90% من المخازن اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه غير مرخصه. عندي الاسعار الاسترشاديه او غير مرخصه، بس هي كانت ماشيه كده طول السنين اللي فاتت دي يا فندم. لا يا فندم ده لسه قرار جديد، ان انا النهارده عندي سلعه عايز افرج عنها تحت التحفظ لحد ما يخلص الفحص بتاعها، يقول لي هات لي مخزن مرخص. ما عنديش مخزن مرخص، البضاعه دي بتضطر تقعد ما بين 20 و25 يوم وبعض الاحيان بتوصل ل 30 يوم في الجمرك، ولما باجي اخرجها بلاقي نفسي بدفع 6000 و7000 دولار غرامه تاخير حاويه. فده كل ده كونتينر واحد، كونتينر واحد كل ده بحمله على الكوست بتاع السلعه. نيجي بقى للحاجه الاهم. طب وانا كمواطن ذنبي ايه؟ طيب انا ذنبي ايه مشكله حضرتك مع الجمارك مثلا، او ان في قانون جديد نزل؟ يعني انا ذنبي ايه كمواطن؟ محدش هيدفع حاجه من جيبي. انا ليه ابقى بشتري السلعه دي بدولار وانا او بخمسة دولار وانا عارف ان هي سعرها العادل دولار ونص او 2 دولار؟ مظبوط. ليه؟ لو حضرتك حلينا كل المشاكل دي هتبقى زي ما حضرتك بتقولي. لا يا فندم، الفكره ان حضراتكم او حاجة تانية. التاجر أكمل. البياع ايوه مش عايز يتحمل حاجه، اي حاجه بتحصل عليه بيرميها على المواطن على طول. لا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا عندي كوست مثلا بيكلفني سي السلعه دي كلفتني 100 جنيه تكلفه، هل هيعقل ان انا هبيعها ب 99؟ مستحيل. بس مش ب 150 يا فندم ولا ب 140 يا فندم. بص حضرتك، كل سلعه ليها سعر مستهلك. اكيد طبعا كل سلعه طيب. ليها سعر مستهلك. انا عندي اراء، استسمحكوا عندي اراء من على فكره ما كملتش. لا والله راجع للسلعه معمره، ده انا اللي سالت حضرتك عليها. طيب دي الغساله يا فندم. لا انا عندي اراء من اساتذه لينا الحقيقه كمان في علوم الاقتصاد والاساليب الكميه، وهسمع الاراء دي وهقولها لحضراتكم، بس خلوني اخد هاتفيا استاذنا العزيز طبعا في الاقتصاد الاستاذ الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد في اكاديميه السادات. يا اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا اهلا دكتوره من اهلا. على طول يا فندم بنرجع لحضرتك علشان نفهم الحسبه الاقتصاديه بتمشي ازاي في مشاكل كتيره بنعانيها، واحنا درسنا من حضراتكم وحضراتكم اساتذتنا انه يعني ابسط قواعد الاقتصاد انه لما يكون عندي يعني موفور من المنتج وعندي عرض والطلب عندي في مستوى معين بيبقى عندي سعر الاسعار بتنخفض او بيبقى فيها استقرار على الاقل خلينا نقول. لكن انا الحقيقه دلوقتي عندي، ومش بتكلم بس على البطاطس ولا فقط عن الطماطم، في حاله كده عامه عندي في السوق محسسانا ان احنا بدانا نتلخبط شويه ومش فاهمين كده القواعد الاقتصاديه اللي درسناها في الجامعه يا فندم. لا بص، هو مبدئيا زي ما انت قلتي طبعا سعر السلع بصفه عامه بيتحدد وفقا للطلب والعرض. لو العرض او يعني ببساطه عشان المشاهد الكريم، لو الانتاج كميته كبيره قد الطلب فبالتاكيد السعر المفروض ما يرتفعش. لكن احنا عندنا في مصر طبعا هامش الربح بالتاكيد مرتفع جدا لدى التجار. يعني احنا لو عملنا دراسه شوف هامش الربح في سلعه في مصر وقارناها باي دوله في العالم، بالتاكيد هنلاقي هوامش الربح عندنا في مصر مرتفعه بدرجه كبيره. فضلا عن ان التكاليف اصلا مرتفعه، يعني في مصر كمان التكلفه مرتفعه. الضيف الكريم لما كان بيكلمك على الجمارك الحقيقه وانا ايد كلامه، يعني مش مع اللي انت قلتيه يا دكتوره منى ان هو ليه بيحمل المواطن بكده. هي جرت العاده ان اي تاجر يتحمل بتكلفه من قبل الحكومه هو بينقلها على سعر السلعه، ده الشيء طيب. الطبيعي مش هنقدر نغيره. فاحنا دايما الحكومه في الحقيقه يجب ان تراعي في اجراءاتها ان هي تقلل من تكلفه المعاملات، تقلل من الجمارك، تقلل من الطرق، كل ده ممكن يخفض سعر السلعه. لكن نرجع تاني،
هامش الربح في مصر كبير بالتأكيد. طيب التجار هامش الربح يا فندم اقتصاديا كعلم بيتحسب ازاي؟ المفروض ابسط قواعد حساباته ايه هامش الربح؟ نسبة سعر بتاع التكلفة. النسبة دي المفروض تكون نسبة بسيطة، لكن في مصر نظرا لضعف المنافسة وجود احتكارات كتيرة هو ده اللي بيخلي هامش الربح كبير. طب ما انا عندي فندم منتجات يا دكتور ايهاب. أيوة. ضعف المنافسة ده في الحاجات الصناعات التقيل الحديد الصلب، لكن انا عندي منتجات يا فندم السوق فيها زي ما حضراتكم برضو درستونا في بيرفكت كومبيتيشن، في منافسة ممتازة هايلة يعني على اعلى مستوى. يبقى هامش ربح هنا عندي ليه يختلف قوي كده؟ لان المنافسه دي ليها شروط لابد ان هي تتحقق عشان يبقى في منافسه. الفكره ان وجود عدد كبير من التجار في السوق ده مش كافي للمنافسه، وطبعا ده شرط مهم يعني عندنا يبقى عدد كبير من التجار، لكن ايضا لابد من توافر معلومات ان التجار بيبيعوها بكام، معلومات تكلفتها بكام، في حريه في دخول المنتج للسلعه دي والخروج منها عشان ينتقل من سلعه لسلعه وفقا للعرض والطلب والاسعار. طبعا عندنا في بيروقراطيه في الاجراءات فدي بتاخر انتقال المنتج. المعلومات بالتاكيد ضعيفه، ونتمنى من عندكم حتى ممكن حاجه تبداي في البرنامج بتاعك بتبداوا تبيعوا اسعار بعض السلع في اسواق مختلفه، وهتلاقوا مفارقه غايه في الغرابه ان نفس السلعه بتتباع في السوق بسعر سوق تاني بسعر مختلف. والله ده اللي بقوله ده بالظبط. طبعا وده يقول ان غير منظم، ده يدل على ضعف المنافسه، لكن المفروض يعني احنا كنا غلطانين لما كنا فاهمين ان احنا في مصر على الاقل سوق الخضار والفاكهه ده بينطبق عليه القاعده الاقتصاديه اللي هي البيرفكت كومبيتيشن او اللي هي بيسموها للاسف لا يبقى مش كده بقى، لان عندي غياب شرط مهم فيها وهي نقص المعلومات. نقص المعلومات اللي هي الحركه تكون من السلعة الى سلعة اخرى، انخفاض تكلفة النقل ده ايضا بيخش فيها. ثم العبرة مش في كثرة المنتجين، العبرة برضو في حجم المنتج. يعني قد يكون في سلعة فيها عدد كبير من المنتجين، بس بتلاقي ثلاثة او اربعة من المنتجين دول هم المستحوذين على النسبة الاكبر، وبالتالي هم اللي بيحركوا السوق وبقيه التجار. طيب. بيسمعوا كلامهم لانهم مسيطرين. انا هنا يا دكتور هنا بتنخفض المنافسه. انا هنا دكتور ايهاب لو فكرت اقول هامش الربح ده لازم احدده، يبقى انا هنا دخلت تحت نطاق التسعيره الجبريه اللي هي مرفوضه من حضراتكم كاقتصاديين طبعا، مش كده؟ للاسف هيكون جزء يعني كاننا بنحدد شويه السعر بطريقه غير مباشره، لكن دي ممكنه في الحقيقه في الاوقات الاستثنائيه طالما احنا عندنا تضخم مرتفع بهذه الدرجه. انا طبعا بالتاكيد مع حريه تحديد الاسعار، وعكس ذلك يؤدي الى مشاكل اكبر، لكن لما يوصل عندنا هامش الربح في بعض السلع يكون مش 100% يكون 1000%، لا هنا ده يخش تحت باب الاحتكار. يعني هنا يجب ان جهاز المنافسه منع الاحتكار هو هنا اللي يتدخل من منطلق ان ده نوع من الاحتكار ويمنعه، في هذه الحالة يحدد هامش ربح ويقلله. هذا من حقه تماما، ده بيعتبر نوع من الاحتكار. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على مداخلتك معانا وهذه المعلومات. حضرتك عايز تسأل الدكتور إيهاب في حاجة قبل ما نقفل؟ الدكتور أشار إلى نقطة مهمة جدا إحنا أشرنا إليها، الزيادة التنافسية وتحديدا في تجارة الخضار والفاكهة. احنا قلنا الزيادة التنافسية هتؤدي إلى ثبات الأسعار ثم انخفاضها. أيضا الدكتور أشار إلى مصاريف النقل. احنا قلنا لابد أن يبقى مصاريف النقل الخضار والفاكهة تحديدا لابد أن يعمل مناطق أسواق، أن نرفع الأسواق العشوائية ويعيد تخطيط لهذه الأسواق وترتيبها من جديد حتى يتمكن الجهات الرقابية من الرقابة عليها والوصول إليها، وكمان نقلل الحلقات الوسيطة اللي احنا قلنا عليها. احنا مش هنقضي على هذه الحلقات ولا نقضي على أصحابها، احنا هنعيد ترتيبها وتنظيمها حتى نتمكن من ثبات الأسعار ثم انخفاضها. الدكتور برضو أشار إلى عدة حاجات تانية، قال إن احنا مش لازم يعني إيه يبقى في نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية. احنا ضد الممارسات احتكارية، لأن آليات السوق المفتوح العرض والطلب إذا وجدت فيه المرسلات الاحتكارية فخطر على جميع التجار، مش على يعني أنت قلت تفضلت ثلاثة أربعة والناس بتسمع كلامهم. إحنا داخل سوق العبور عندنا إتاحة من التنافس، ولكن إحنا بنعاني من الحلقات الوسيطة اللي خارج بعد سوق العبور. صحيح. يعني هي دي اللي هي دي أنت حضرتك بتعاني منها. صحيح. أما بالنسبة ما أشرت أنت إليه والدكتور، ما هو أنا لو نزلت من عندي يا فندم ورحت سوق العبور عشان أشتري أوفر
ما انا حاطه على الفرق ده نقل مواصلات ما عملتش حاجه. احنا بقى استهلاك بنزين في حاجات واستهلاك بنزين ومش هقدر اشتري كميات كبيره قوي لان الخضار ده هيبوظ مني ثاني يوم. الوضع بقى بيختلف في الاجهزه لما يبقى فيه منافع. طيب اشكر بس الاستاذ الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديميه السادات، بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على معلوماتك القيمه. بشكر على ان هو المعلومات يعني استفدنا بيها. خلينا اقول لحضرتك المنافذ اللي احنا قلنا اشرنا اليها عده مرات اللي هي تكون تحت مظله الدوله ويكون فيها شباب ونخلص فرص عمل ونوفر يعني المعروض من الانتاج داخل هذه المنافذ باسعار بيبقى هامش الربح وهامش عادله وليس جائره. يعني هو قال في ناس بتكسب تلتم انا بايد كلامه في بعض اماكن زي ما اشار الي اخويا العزيز. طب يبقى حضراتكم حتى الدكتور ايهاب كلكم غلطتوني ليه لما قلت انه التاجر كل حاجه ده غير موضوع هامش الربح بس كل حاجه بيتحملها بيحطها عليا طبعا ما بيحطها على المنتج على المستهلك. ما هو كمان بقى معاه اللي بيعاني انه بياخد هامش ربح بيحدد هامش ربح. بس خليني يعني انا هقول لحضرتك حاجه ثواني يا استاذ حاتم هقول لحضرتك حاجه انا مش عايز يطلع انا هقول لحضرتك امال هيتاجر ليه انا هقول لحضرتك معلومه بس مش هيستمر. لا لا هقول لحضرتك معلومه هقول لحضرتك معلومه الزياده التنافسيه اللي اشار اليها الدكتور بالظبط وكمان اتزان حقيقي داخل الاسواق. التنافسيه دي يعني ايه يا فندم؟ يعني عدد تجار اكبر لا 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 لا. عدد البيع اكتر عدد البيع اكتر عدد الشاري اكتر عندي تداول معلومات كويس بالظبط وكمان برضو انت بتحب اقول لحضرتك مفاجاه اقول لحضرتك على مفاجاه كل السلع المعمره محدد ليها سعر بيع. طب اتفضل بقى كل السلع المعمره محدد لها سعر بيع بيخرج بلسته من المصنع سعر بيع المستهلك والله. والبلازما اللي في مش يعني مش عايز اقول لك بس هي الاماكن اللي بيحصل؟ كلها موجوده اللي بيحصل اللي في كارفور بكذا واللي في المعرض الفلاني بكذا واللي هي هي نفس البلازما. انا هقول لحضرتك اللي نفس بيحصل نفس الشاشه نفسها هقول لحضرتك اللي لابتوب. بيحصل طب اسمعين اتفضل موضوع السلع المعمره ده لا لا بيخرج من المصنع بيخرج من المصنع الواحد عشان يشتري لابتوب يا استاذ اشرف بيلف في مصر كلها عشان يعرف يجيب سعر احسن. ليه؟ ما انا عارف ما انا بشتري وعارف. طب امال ايه بقى؟ خدي بقى انا مستهلك احنا مستهلكين ثواني يا استاذ انا مستهلك زي حضرتك تماما طبعا واللي بيصيب صح. حضرتك بيصيبني بالتبعية دي حقيقه صح. بيخرج اي سلعه معمره من المصانع بتخرج معاها لسته اسعار من المصنع بتحدد لي سعر البيع للمستهلك. سي مثلا الشاشه البلازما اللي حضرتك قلت اشرتي اليها على سبيل المثال المصنع بيقول لي بيع دي للمستهلك ب 120 جنيه ده مثال مش حقيقه حضرتك بايعها ب 200 جنيه لا ما ينفعش وما اقدرش يا استاذ اشرف ما ينفعش ولا اقدر. واذا ثبت على اي تاجر في مصر انه بيبيع فوق سعر المستهلك يروح السجن. طب بلاش ب 200 جنيه هو قال لك 120 جنيه ما بتبيعهاش ب 130 140 جنيه لا انا بقى ابيعها ب 115 ابيعها ب 110 انا بلعب في ربحي بلعب في ربحي. اه ده لو عايز تنافس بلعب في ربحي يعني انا المصنع سيبي دي المصنع بيقول لحضرتك معاك لغايه 120 انا باخدها ب 100 حلو بيقول لي حجم بيعك لحد 120 يعني انا عندي هتبيعها ليه ب 115؟ انا حر ليه هتخسر ال 5 جنيه دي؟ انا مش هخسر امال ايه؟ لان انا ما ببيعهاش لما ببيعها مش هتخسر انت بس كنت هتكسب ال 5 جنيه الزياده دي. ما هو ايه اللي بيحصل؟ انا ببيعها ببيع قصادها ايه كمان معاها؟ ببيع معاها ثلاجه، ببيع معاها غساله، ببيع معاها بوتاجاز بيبقى بيعه طالعه كده معايا حضرتك لكن لا اجرؤ ان انا ابيعها ب 121 ما اقدرش اروح سجن الصبح اروح سجن الصبح انا بلعب التسعيره بتحصل ان انا بلعب في هامش ربحي انا كتاجر ممكن اتمسك بال 120 وده حقي اللي المصنع مديهوني وفي نفس الوقت ممكن ابيعها ب 105 في زي ما بقول لاساتذه الحقيقه يعني يعني عندنا على سبيل المثال مثلا استاذنا العزيز الاستاذ الدكتور صفوت حميده استاذ الاساليب الكميه والاحصاء بيقول الحل في اللي احنا بنتكلم فيه في المجمل data analysis and planning تخطيط وتحليل البيانات والمعلومات. طب ما احنا قلنا ايه نفس اللي احنا بنقوله فندم نفس اللي احنا عشان خاطر عشان خاطر نوصل فعلا لاتزان حقيقي داخل الاسواق يا اما يا فندم هنفضل طول عمرنا بكل سيزون طماطم تغلى نطلع نتكلم احنا على فكره فول يغلى نطلع نتكلم ان في حاجه في الجمارك اسمها الاسعار الاسترشاديه ان انا لو دخلت فاتوره جمركيه بقول ان السلعه دي ثمنها 100 دولار يقول لي انا اسف السلعه دي ثمنها 500 دولار ويحاسبني عليها على 500 دولار طب ايه سببك ايه السند بتاعك اللي انت بتستند اليه يقول لي سلعه مشابهه لا يا فندم مفيش حاجه اسمها سلعه مشابهه هات لي سلعه مطابقه ليها بنسبه 100% من نفس المصنع نفس الاسم نفس المنتج وقول لي ان هي كذا انما ما تجيبليش سلعه ثانيه من مصنع اخر من دوله مختلفه
وتقولي دي ب 500 وانت مدخلها ب 100، فبيدفعني فرق جامد. الفرق ده مين هيتحمله؟ بيتحمله حضرتك وانا كمستهلكين. ونادينا كده اكتر من مره، بس هل من مستمع؟ يا استاذ امين، خليني ان انا اقول لحضرتك، اي اتزان حقيقي داخل الاسواق يتم نتيجه تخطيط وقواعد بيانات كامله. احنا مش هنوصل لاتزان حقيقي داخل الاسواق، احنا كل سنه بنمر بفواصل العروات ما بين انتهاء العروه الصيفيه وبدايه العروه الشتويه والعكس، وبيحصل هذا الغلاء. المفروض الا نفاجئ يعني. هذا الغلاء. زي مواسم سقوط المطر مثلا. قلنا هذا وحذرنا من ذلك. الشتاء يعني وانا مع ذلك كمان احنا بنقول هيحصل فيه، يمكن يبقى في مرض تحت كريه، بنقول هذا الكلام. الجو كمان بتاثر على على بعض انواع الزراعه. وبعدين الحمد لله رب العالمين احنا اشرنا لحاجات كتيره جدا، بس احنا خلينا نروح لوزاره التموين، لان احنا من سنين كنا بنناشد الشركه القابضه على الصناعات الغذائيه، والحمد لله استجابوا الينا، وده بفضل ربنا ان هم طرحوا كميات كبيره جدا من خضار وفاكهه، وده حصل اتزان داخل الاسواق. ايضا النهارده الاسواق شهدت عدد كبير جدا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللي جت خدت خضار، زي التقرير اللي كان حصل عند حضرتكم اللي اعلنتوه واحنا قبل ما نخش على الهواء، ده كان شكل جميل جدا. النهارده عندنا كل الاحياء الشعبيه، الناس اللي غير قادره، الجمعيات ابتدت تاخد وتبيع بسعر التكلفه. بالفعل بطاطس نزلت. كلمه اخيره من حضرتك يا استاذ اشرف، اتمنى تكون متعلقه بالسلع المعمره. يا فندم السلع المعمره، انا النهارده لما بقول انزلوا الاسواق التجاريه زي مثلا شارع عبد العزيز او حمام الثلاث في الموسكي، لما اروح شارع عبد العزيز او حمام الثلاث في الموسكي الاسعار هناك بتختلف. طيب هل هاخد سلعه بنفس الضمان والجوده؟ واحده وهي هي 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 بلا نقاش. نفس المورد؟ قول فصل. نفس المورد؟ قول فصل. هي هي، غير لما الاقيها في توكيل هي هي كذا مثلا. هي هي، لان انا بجيبها منين؟ انا بجيبها منين؟ ما انا بجيبها يا اما من المصنع ده يا اما من الوكيل ده. هي هي، مفيش حاجه اسمها فرز اول وفرز ثاني، الكلام ده كذب وعاري تماما من الصحه. امال باسعارها قل ليه في شارع عبد العزيز؟ لانه بيبيع جمله، بيبيع تجاري جمله، ما بيبيعش مستهلك. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك، انا بلعب بس كلام حضرتك ده يا فندم هياثر على التوكيلات وعلى المحلات. لا يا فندم، لا يا فندم، ما انت كده حضرتك كانك بتقول للناس روحوا اماكن الجمله. وانا مطالب حضرتك ان انا اتحمل تكلفته العاليه في ايجاره وفي مرتباته العاليه، ما هو ده بيحملها عليكي. ما هو برضه دول تجار برضه، دول الظهير بتاع بيحملها عليك. اي بس الناس مش عايزه تتحرك نفسها، مش عايزه التجار الكبير. ولكن احنا بنقول يعني ايه؟ بتستسق بتقول ايه؟ اجيب من جنبي ايه؟ عشان خاطر حضرتك هاتي من جنبي في نقلل وفي 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 100 حاجه. حاج نقلل المصاريف، ونقلل مصاريف الشحن والنقل والكلام ده كله، تجيب من الاسواق اقل، من الاسواق الجمله. وتحديدا بنشكر الساده برضه بعض النواب ان الحمد لله النهارده تفاعلوا معانا، ومتشكرين منهم ان هم بعتوا عربيات وخدت خضار وخدت بعض الفاكهه على اساس تبيعها باسعار مخفضه. يعني انا مش عايز اذكر اسماء، ولكن كل النواب مشكورين، وكل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مشكورين. احنا نفسنا بقى كمواطنين نطلع نشكر حضراتكم ونشكر الساده النواب، ونطلع نشكر مصر والامم المتحده كلها. لا مش هنشكر، هنشكر حاجه واحده بس، احنا عايزين نشكر انه لما نحس انه في ضبط للاسواق. نتمنى بصفه عامه بقى، نتمنى كل والله حاجة. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، ضيوفي الكرام الاستاذ اشرف هلال رئيس شعبه الادوات المنزليه بغرفه القاهره التجاريه، شكرا ليك يا فندم. الاستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه بغرفه القاهره التجاريه، شكرا حضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. انا بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، بكره ان شاء الله عندنا حلقه باذن الله يا رب لو لينا عمر، هتكون مهمه جدا. عندنا فقره هنتكلم فيها عن اوضاع الاطباء في مصر، وازاي الدولة يعني ممثلة في بعض الجهات بتسعى انها تحسن من وضع الطبيب في مصر، وفكرة الجدل بتاع كلية الطب بتبقى 5 سنين ولا 6 وخلاص، هي خلاص يعني قرار من مجلس الوزراء بقت 5، واللي دخلوا السنة دي داخلين على 5. بس السؤال التاني بقى، مزاولة المهنة نفسها تبقى 2 ولا سنة؟ ده جدل مهم جدا هنتكلم فيه، وعن اوضاع الطبيب المصري بصفة عامة. وفقرة تانية إن شاء الله أنا الحقيقة متحمسة جدا إن احنا نتكلم عنها، وموضوع اجتماعي يمكن بعيد شوية عن النمط اللي بنتكلم فيه في مساء دريم، لكن فكرة إنه حضرتك تترك عملك مش بس بسبب التقاعد أو وصولك لسن المعاش، بالعكس لما بتوصل لسن المعاش أنت بتبقى إلى حد ما من قبلها بفترة مستعد، أنت عارف إن أنت بعد فترة شهر 2 سنة 2 لو ليك عمر هتوصل لسن المعاش وتتقاعد. لو لظرف ما، ظرف مرضي، ظرف اجتماعي، ظروف بلد، أي حاجة، تركت عملك والعمل ده كان فيه منصب وكان فيه سلطة وكان فيه إن موبايلك ده ما بيبطلش رن ورسايل على طول والناس بتكلمك، ف
فجأة تركت هذا العمل وتركت هذه السلطة وتركت هذا المنصب، ده أثاره النفسية إيه وإزاي نقدر نتعامل معاه بشكل إيجابي؟ الأساتذة بيعملوا لي كده، بيقولوا لي مفيش، لأن سنة الحياة، لأن هو هيموت، لأنه خلاص بعد ما كان حاجة ضخمة النهارده مبقاش حد يسأل عليه. فكرة المصالح، المصالح، مصالح تتصالح. إيه المصالح؟ بدعو حضراتكم تتابعونا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. وبدعو حضراتكم تنتظرونا إن شاء الله. أشكركم جدا. تستحق إن احنا نتابعك. الله يخلي حضرتك يا رب، الله يخليك يا فندم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، إن شاء الله نلقاكم غدا في تمام 10 مساء في حلقة جديدة من مساء دريم. تحياتي منا فاروق، تصبحوا على خير.